السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ومناقشات ومناظرات دور الستاشر السينمائي. عودة من جديد للتصنيفات اللي حضراتكم بتحبوها واللي طلبتوها بكثافة جدا. بس قبل ما نخش في التصنيف بتاعنا والمقدمات بتاعته لأنها مقدمات طويلة، نرحب بعودة مستر صلاح الجامد، صلاح الجهيني المؤلف والمنتج الكبير، ومستر طارق الجامد أحد ثوابت القناة عندنا، الريفيور والمخرج والحاجات دي. اهلا بيكم، منوريني والله. اهلا بيك يا مستر. الحلقه اللي فاتت طلعت في رمضان، فكان لازم نخرج بقى من الاجواء الرمضانيه، نعمل حلقه تانية نشرب فيها ونشتم فيها وناخد راحتنا. لسه حلقه النهارده عن الفيلنز يا جماعه، ودي حلقه الاعداد ليها كان صعب جدا، والوصول للقائمه النهائيه فيها كان صعب جدا 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 جدا، يعني بعد حاجات ومناقشات مطوله سبقها مناقشات مطوله برضو عرفنا نوصل للقائمه بتاعتنا. ولو حابين تعرفوا القائمه اللي احنا ابتدينا بيها بالكامل هتلاقوها ورا زرار الجوين، لو بتعملوا جوين للقناه هتلاقوا حلقه حلوه برضو حجمها كويس وفيها مناقشات كويسه جدا، تعرفوا فيها مين اللي كان موجود من البدايه وخرج. بس عايز اعدي بسرعه على اخر ثلاث اسماء خرجوا، لان هم خرجوا واحنا مش مصدقين قوي ان احنا خرجناهم في النهايه، بس ما كانش ليهم مجال على الاطلاق. كاستور تروي او الشخصيه اللي جسدها اثنين ممثلين، نيكولاس كيج وجون ترافولتا، من فيس اوف من انتاج سنه 1997، لانه فيلم في اتش اس شويتين، الفيلم بتاعه مش ما عندوش ابعاد كتير قوي. والله انا بقول الكلمتين دول مش مصدقهم، هو مليان ابعاد من الذي يعني. لا هو ده فاميلي مان وعنده بلاوي. هو الفكره بس ان يعني لو حد شاف واحنا بنختار الاسماء، في اسماء طلعت انا ما كنتش متخيل انها تطلع من الاول اصلا. يعني في حاجات في 16 قليل، يعني رقم 16 قليل على الواتساب يا جماعه كتير ما جاتش. ده قبل ما نوصل. لو قلت اصلا ايوه يعني احنا وصلنا القايمه 45 فيلم كنا استثنينا منها بالفعل كل الفيلنز بتوع ميشن امبوسيبل لان عندهم شويه مشاكل، وكل الفيلنز بتاعت بوند لانهم مش ريليتابل قوي، رغم ان هافير باردام قرب جدا بس ليه تمثيل جوه القايمه فيلم تاني. ودي كانت من القواعد اللي احنا حطيناها، ان ما ينفعش يكون في ممثل ليه دورين، احنا بنختار دور واحد لكل ممثل، وما ينفعش شخصيه تكون اتمثلت في اكتر من فيلم تخش باكتر من فيلم، هي بتخش بحضورها في فيلم واحد فقط. يعني في شخصيات طبعا مشهوره جدا اتمثلت كتير وكلهم حلوين، بس كان لازم نختار حاجه واحده بس. فيعني في الاخر حزقنا قوي يا جماعه، وكان لازم نطلع ناس لان القائمه كانت كبيره قوي، فطلعنا فيس اوف وطلعنا جاري اولدمان ستانسفيلد من فيلم ليون ذا بروفيشنال، لانه يعني لقينا ان احنا في كتير من تفاصيله مش فاكرينها قوي، فقلنا احسن نخرجوه رغم ان هو كان وصل لخلاص كان تقريبا على وشك انه يدخل في القائمه. واخر واحد لوكي توم هيدلستون من دي افنجرز 2012، لان مع مرور الوقت اكتشفت ان لوكي مش فيلن يعني لم يكن مقدر له ان هو يكون فيلن قوي، هي لحظه من كبير قوي مش حاسس ان هي قويه يعني. قوته في حاجات جت بعد كده. قبلها خرج ايجن سميث من ذا ماتريكس، ري ماركوس ايرن من نوكتورنال انيمالز، سكار من ذا لاين كينج، تاي لونج من كونغ فو باندا. عشان ما ندخلش انيميشن انت ضحكت عليا، عملنا قاعده في الاخر ان مفيش انيميشن عشان نخرج فيلمين بس. مفيش سلاشر موفيز، ومفيش سلاشر موفيز يعني فريدي ذا 13 ومش عارف يس جيسون والحاجات دي. لا يس خرجنا جيت اوت، خرجنا سميجل او جولم، خرجنا سالييري، خرجنا ولسه في بلاوي. بصوا في بهدله يعني في هذا الموضوع، فمعلش الحلقه دي مهمه قوي تتفرجوا على الحلقه بتاعت الجوين، مش قصدي اضغط خالص يعني، بس عشان تلاقوا اجابه لاغلب اسئلتكم ليه الفيلم الفلاني ما دخلش. احنا جاهزين للقرعه ولا في مقدمات تانية؟ لا انت قلت كل حاجه، قلت ان هو ممثل واحد في دور واحد، ولو شخصيه معينه يبقى ليها تمثيل واحد بس في القرعه، قلنا ان احنا ما فيش افلام انيميشن، وكان افضليه الحاجات اللي احنا فاكرينها وشايفينها برضو اكتر وعارفينها اكتر وكده، وحاسين ان الناس هتبقى متعلقه بيها شويه أكتر. رغم ان في ادوار تانية احنا اصرينا فيها نشك في ان الناس تكون عارفاها كفايه، بس دي ما ينفعش تتحطش، وكانت لازم تكون موجوده معانا. قبل ما نبتدي نذكركم باللايكس على الحلقه والبروفايلات بتاعه طارق وبتاعه صلاح تحت في الديسكربشن لو حابين ان انتم تطلعوا وتتواصلوا معاهم ويبقوا معاهم على الخط على طول. اوكي انسون دي يعني حرايق يا محمود. انت افتكرت لوحدك صح؟ ايه ده يا ترى مين اللي قشطه. يلا قرعه، حد يسحب لنا اول ماتش. ماشي انا هبتدي. طب بس لا انا بس معلش بس بقوله هو حاطط دول فوق ولا حاجه؟ يا سلام. بسم الله بسم الله. فليتشر جيكي سيمنز من ويبلاش
طبعا انتوا مش شايفين قوي، نفسي والله يبقى في طريقه اوريكم، بس انا مكلف المره دي والله، وطبع ورق مش باين برضو، مفيش فايده. عامل ازاي طيب هانس لاندا؟ اهي كده شويه باينه يعني، يو جيت ذا بيكتشر شويتين صح. ماشي ماشي. هانس لاندا انجلوريوس باستردز باينه. لا اعملها بزاويه كده كده. يعني يا دوب عامله زي ما تكون تذكره مترو. مش مشكله. ماشي. يعني ماتش اني ويلكس ميزري كاتي بيتس ميزري، واحده من دورين فقط نسائيين موجودين معنا في القائمه. ده ادم فيلم في الليسته 90 ولا في حاجه؟ لا ادم محترم. تقابل تقابل هانز جروبر الان ريكمان داي هارد. اتفضل. المباراه الثالثه الونزو هاريس دينزل واشنطن تريننج داي، احد ادوار الفيلنز الفائزه بالاوسكار من القايمه دي لغايه دلوقتي. عندنا اوسكار هنا اوسكار هنا اوسكار هنا، يا عيني مفيش اوسكار هنا. من كام؟ من 5 افلام على 4 اوسكار. وينضم لهم اوسكار كمان مره انتون شيجور هافيير باردام نو كونتري فور اولد مان، وده اللي بيفسر ليه البرفورمانس بتاعت هافيير باردام كاحد البوند فيلنز ما دخلتش معانا لانه ليه تمثيل بفكر دخله في سكاي فول، بس هو ليه تمثيل واحد اسحبوا لنا كمان في الماتش بليز. المباراه الاخيره في الجنب ده هو ذا جوكر هيث ليدجر دارك نايت. ده ازاي وصل ده؟ غير متوقع انه يعمل اي حاجه معانا. ماشي طبعا في ناس ممكن تخرج. انا قفلت اول اوسكار. تصدقوا احنا كان ممكن نحط رول من الاول، احنا بنختار الفيلمز اللي كسبوا اوسكار. لا 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 في ناس هتتظلم برضه. طيب. انا خرجت بس اول ما طلعوا الجوكر. ثانوس جوش برولن افنجرز. لا ثانوس ضد جوكر؟ ثانوس ضد الجوكر. يا نهار ازرق. ايه الوحش؟ مارفل ضد دي سي. ايه الوحش؟ مارفل ضد دي سي يا جماعه. واو وحشة قوي وحشة وحشة. اسحب ماتش هانيبال ليكتر انتوني هوبكنز. هانيبال لا واخد اوسكار. طبعا يعد من تاني اقصر بيرفورمانس فائزة بالاوسكار في ليدنج رول، وهي حاجة غريبة جدا. ليدنج جون جيرل روزمان بايك. روزمان بايك ايمي دون جون جيرل. اسحب انا ماتش. طيب هل عايزين تنقذوا المارفل دي سي ده ولا ما عندكوش اي؟ مفيش النزاهه نزاهه. يتفضلوا يلعبوا بعض ويوروني. ووردن مورتن شاوشانك ريديمشن 1994 يقابل بيل ذا بوتشر دانيال دي لويس جانجز اوف نيويورك 2002. انا جه في بالي حد بس لا بس بلاش اقول. انا كنت هقول بيل بتاع كيل بيل فوليوم 2 بس بيختفي كتير بيطلع يعني برضو بتاعي مش بس ليه المونولوج بتاع سوبرمان فشيء. هو ليه مونولوج فشيء بس كومودوس وكيل فينيكس داخل بفيلمين على فكره. ثانيه انت مش منعت موضوع لا لا سوري ده جوكر تاني. فيلم واحد جوكر تاني ثاني وده اللي خلاني ما احطش الجوكر التاني، والا كان طبعا طبعا لازم احطه طبعا. بس هعمل ايه بقى؟ مش بني مش بني الجوكر التاني هو بطل فيلم مثلا. دي فكره حلوه جدا برضو. كان المفروض فرانك كوستيلو وجاك نيكلسون ذا ديبارتد. يلا جوكر برضو في زمن يعني دول اللي لعبوا دول الجوكر. هابنس تو بي ا جوكر اخر ماتش طارق. When you're facing a loaded gun, what's the difference? قال له هاوز يور ماذر؟ قال له شيز داينج. قال له وي اول ار اكت اكوردنج. ليوناردو دي كابريو كالفن كاندي جانجو انشيند. اول رايت. مين اخر واحد بقى؟ مين اخر واحد بقى؟ تيجون جاس قبل ما مش ست لان الستات كلهم نزلوا خلاص. مش يا عمي شوشانك ريدمشن. لا شوشانك ريدمشن موجود. لا هيلعب بيل ذا بوتشر. اوكي ما عنديش اي فكره ده مين. فينسنت توم كروز. احي ده انا اتخانقت له. عيب يا اخي. ده مين؟ توم كروز هيلعب ليوناردو دي كابريو. اوكي براكت عصيب في شويه مباريات خطيره. مهدي انا هبعد ده شويه اشوف لو هو شور. انتوا احبطتوني يا جماعه. طالع عادي ولا احبطتوني من الاول؟ من الاول خلاص انا كده مش عارف اعمل ايه. لا ليه؟ طب ما تكتب حاجتك دافع عن حبك براحتك. في قلم؟ انت معاك قلم؟ ده قاسي قوي. انا بس انا مش هغير رايي حتى لو خسران. انا عاوز اكتب اللي انا يا جماعه الماتشات صعبه صعوبه. يا نهار اسود. طب انت ما توريناش. طيب خلاص ما انا عشان يبقى فيها فرصه للتلاعب.
مين قال لك انا كتبت ايه؟ طيب. كلمه كذبت. ما انا بصيت. يمكن انت بصيت، يمكن انت غشاش يا اخي. انا هكتب حاجه. انا عاوز بس اللي احطه يكسب اول ماتش عشان يبقى شكلها وحش قوي لو ما كسبش اول ماتش. انا والله ما عارف بجد، عايز اكتب حاجه يعني واحد بس ابقى ضامن انه هيكسب اول ماتش. خلاص مفقوس هو بجد. انا ما عنديش اي فكره هيكتب مين. انت عرفت منين؟ طب ايه قول لي. عايز يكسب يكسب حب الجمهور. انت عرفت؟ شفت؟ لا بس متوقع. شكلك شفت والله متوقع. حب الجمهور. اذا كنت انا مش متوقع هو كتب ايه. وبعدين طارق فيه بينه وبين الجمهور حاله من حالات اللعب اصلا. لا 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 لا، انت بقالك فتره ما تكتبش على تويتر فالناس ابتدت تحبك تاني. انا بخاف على الجمهور يجي لي اي حاجه. لا ده انا غلبان والله، ده انا بقالي فتره مكتئب على تويتر. ده حقيقي. ان شاء الله النهارده هنبسطك بالكاتيجوري السعيد اللي احنا موجودين فيه دوت. كميه شخصيات ماتت في اخر الفيلم انت مش متخيل. يلا المباراه الاولى، فليتشر من ويبلاش وهانز لاندا من جلوريس باسترد. انت كنت عاوز تعرف لنا من وجهه نظر كاتب السيناريو ما هو الفيلم. اوكي طيب، الموضوع بيتقسم حاجتين. احنا دايما عندنا عشان يبقى فيه دراما بنقول ان في حاجه اسمها انتاجونست وحاجه اسمها بروتاجونست. بروتاجونست هو البطل، هو صاحب القصه. انتاجونست هو الضد. كل الانتاجونست سوري كل الفيلينات انتاجونست، وليس كل الانتاجونست فيلين. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انت النهارده الشيء الضد يبقى مرض، يبقى زمن، يبقى غباء، يبقى علاقه مدمره، يبقى اي حاجه، يبقى شيء نفسي، ممكن يبقى اي حاجه. ولكن دايما الفيلن هو انتاجونست. طيب انا في رايي الشخصي او الكريتيريا اللي انا اختار عليها ان الفيلن له امور بالنسبه لي بتقرر ده الفيلن كويس ولا. اول حاجه ان دور الفيلن في القصه ان هو يخلي البطل يتحسن او يبقى في افضل نسخه من نفسه عشان يكسب. فطول ما الفيلن ما قداش ان البطل يتحسن او ان البطل يوصل لده، ده بالنسبه لي فيلن ضعيف. تاني حاجه، الفيلن في رايي لازم يكون مسيطر على اغلب الاليمنتس اللي في الستوري، مش ان الستوري بتحصل وهو بالتالي موجود، هو مسيطر على الستوري، هو بيحرك الستوري والبطل بيحاول يقف ضد ده. الحاجه الثالثه ان هو عنده ادفانتج على البطل. عمرك ما هتلاقي فيلن الا في حاله نادره جدا عنده الادفانتج على هذا البطل. دي حالات نادره، ممكن فيلنات كويسه مختلفه، لكن في الغالبيه العظمى الفيلن هتلاقيه دايما هو النسخه الاجدد، النسخه الاكثر شبابا، النسخه الاكثر خبره. يخليك وانت بتتفرج تقعد تسال نهار اسود انا هكسبه ازاي ده بالظبط. وبالتالي البطل يعني عليه ان هو يتحسن عنه. فدول بالنسبه لي الكريتيريز المهمه. مزيكا والله. كنت عايز اسالك على حاجه، لان وانت بتتكلم انا عديت بسرعه القايمه ولقيت ان احنا مش هنقابلها. ماذا عن الفيلن اللي بيقبل اللي بيقلب كويس في الاخر؟ مش هتلاقي كده في الفيلنات الكويسه، لان الفيلن دايما يعني ده يضاعف من بروفايل الفيلن. في مقوله دايما the villain is the hero of his own story، ان دايما الشرير هو بطل قصته، هو بطل قصته وعنده وجهه نظره، وبالتالي وجود البطل ده شيء بالنسبه له عائق، فهو ما بيحكي وجهه نظره. مش كده في المونولوج بتاع بوند ده دايما الفيلنات يعني التاريخين اللي بيقعد يحكي يقول له انت جيت فبوظت لي كذا، او انا عايز اعمل ده، فهو عنده وجهه نظر الفيلن بيظهر بيبوظها له، وبالتالي انه يقلب في الاخر ده معنى كده ان الموتيفز بتاعته من البدايه كانت ضعيفه، فده يخليه مش بالظبط حلو. مع ان انا دراماتيكلي انا بحب دي قوي بصراحه، يعني لما بتحصل في الاخر عاده ما بتحصلش من الالف، عاده ما بتحصل من البيت. ما هي دي المشكله، ان هو الفيلن الاساسي بيظل لغايه اخر لحظه بيدافع عن فكرته. اوكي حلو، ده انا هيوقع البطل ده. جميل الكلام. اتهيالي احنا الاركس او الاضلاع بتاعت التقييم بتاعتنا ليها دعوه بكتابه الشخصيه وليها دعوه بتجسيدها. بالظبط، لان التجسيد عامل مهم جدا في الموضوع، وليها دعوه بالبطل عمل ايه عشان يكسب في الاخر الراجل ده، يعني تاثيره على البطل. بريليانت. انا كنت عايز اقول لكم على الحته دي، يعني ممكن ما يبقاش قد ايه هو مثلا بني ادم شرير او وضيع او ايا كان، بس هو في القصه بيعمل ايه او الامباكت بتاعه على البطل عامل ازاي. يعني مش شرط نجرده يعني من الكونتكست يعني. والله اللي انت قلته دوت خلاني ابص الهيت مره اخرى بعيون متامله لدرجه العبقريه. لا درجه العبقريه انك لو بتبص لها
من المنظور بتاع الباتشينو يصبح دينيرو الفيلن، لو بيوصلها من دينيرو يصبح الباتشينو فيلن، صح؟ مش مجرد بتاع ده فيلن، ده شرير، ده بيأذي البطل بتاعي اللي انا بحبه. ف واو ماشي. فليتشر جيكي سيمنز من ويبلاش يقابل كريستوف فولز هانز لاندا من انجلوريوس باستردز، الاثنين فائزين بالاوسكار عندهم. ممكن انا ابتدي اتكلم عن ويبلاش. ويبلاش انا بحبه جدا، وويبلاش في سنه 2014 هو كان من افلامي المفضله يعني في السنه، وممكن يكون عندي يعني سوفت سبوت شويه او عنده يعني معزه خاصه شويه عندي، لان انا كنت بريليت ليه بشكل او باخر في فترتي ايام كنت كان عندك معذب اكاديميا. اوكي انا كنت حابب اعرف هو ايه الموضوع تلقى حارس مرمى. كنت حارس مرمى في نادي المعادي زمان، كان عندي 16 سنه او حاجه زي كده، وكنت في سيزن صغير جدا كان قبليه جوان كتير جدا. انا مش عايز طبعا اطول في الموضوع يعني، بس هديكوا كونتكست سريع. كان قبليه جوان كتير جدا مثلا 5، وانا لسه اول احتكاكي بحراسه المرمى. واحد مشي، واحد راح الاهلي، وواحد مش عارف ما بقاش بيجي، وواحد الحارس الاساسي اتصاب وبقيت احسن من الحارس الاحتياطي، بقيت انا الحارس الاحتياطي. مدرب الاجوان نسخه من فليتشر. انا مدرب الاجوان ده، شوف الكلام ده 2009، انا لو شفته في النادي لغايه دلوقتي بلف في الناحيه الثانيه. تيريفاينج. وكان بيحطني في ظروف وفي تعب وفي ارهاق وتمرين بشكل هستيري. انا كنت صغير جدا وما كنتش فاهم التاثير ده عليا، بس في المقابل انا في السيزن، ده السيزن الوحيد اللي لعبته في حياتي ككوره، انا كنت عظيم. اوكي يعني وصلت الليفل. طب هو السؤال، هل هو خلاك احسن؟ يعني هل انت لو كنت كملت النهارده ده بقى كاريرك، كان الراجل ده هتدين له بالفضل، ولا كنت هتعتبره عدوك لحد النهارده؟ ما ده الستراجل او ده الصراع اللي انا بفكر فيه هنا. السؤال بتاع ويبلاش، هل انت مضطر تحط حد في التحديات وفي الضغط العصبي وفي الهبل ده كله عشان يطلع احسن ما فيه، ولا ممكن يبقى في طريقه تانية تعرف تطلع منه الحاجه دي؟ هو الفكره كلها في كده. فليتشر مقتنع ان انا مش هطلع منه احسن حاجه غير كده، والمدرب بتاعي كان مش مقتنع ان انا مش هطلع مني احسن غير كده، والفتره قليله جدا ولازم اضغط عليه وادوس عليه عشان ما عندناش الحارس بتاعنا مصاب، الطارق لازم يقف، الطارق لازم يبقى في الليفل ده. فانا اتمرنت تمرينات وبضغط في وقت قليل جدا كان عشان انا املى الفراغ ده. بس الراجل ده فعلا لغايه دلوقتي بالنسبه لي شخص مرعب، يعني انا لسه ما عدتش الموضوع ده. فانا كنت بريليت فيه جدا، لان عارف المينتاليتي بتاعت الناس اللي هي انا عارف يعني. هنا مثلا لو احنا بنتكلم على اللي انت قلته ان هو بيحاول يطلع احسن ما في الشخصيه، هما الاثنين متفقين ان هو هي وونتس تو بي وان اوف ذا جريتست، وده متفق وده بيقول له انا عايزك تبقى وان اوف ذا جريتست. هما الاثنين عايزين يوصلوا لنفس الحاجه، بس الفكره هما بيوصلوا لها ازاي، وهو بيعمل فيه ايه، وهل هو هيصمد مع الضغط ومع التعذيب اللي كان بيعمله فيه ده ولا لا. فانا حاسس ان دي يعني من ناحيه لو قلنا ان هي رؤيه للفيلن او وجهه نظر للفيلن، انا حاسسها حاجه مختلفه، وهو بالتاكيد دور طبعا يستحق اوسكار عليه. ده لو انا هتكلم على ويبلاش. مش عايز تقول حاجه على انجلوريوس باستردز؟ انجلوريوس باستردز طبعا يعني كريستوف وولتس، كوينتن تارانتينو عرفنا عليه يعني بشكل اكتشاف. او باخر اكتشاف طبعا. و يؤسفني بس ان هو بره تارانتينو ما بيعملش حاجه خالص، ما بيعملش وعمره ما عارف عندوش برضه حد او ملفت. هم الدورين اللي تفتكرهم دايما في فيلم بيج ايز، بيج ايز شويه يعني، بس يعني انا قصدي ان هو ودور جانجو انشيند الاثنين كويسين جدا. ولا فيلن برضه يعني لو هنتكلم على الوضاعه والانحطاط والحاجات دي كلها، هو نازي والمشهد بتاعه اللي في الاول لما ضربوا الناس تحت الارض وكده، وحضوره ان هو شخص مستفز، وان هو يبين لك ان هو عادي وتشيل وانا تمام والدنيا لذيذه بس انا ان كنترول في كل حاجه، والابتسامه ولما كان بياكل الجاتو ده ولا البتاعه دي. لا حد طبعا حضوره مرعب، وعنده ايديولوجيه يعني متطرفه متخلفه. ويعني اعتقد لا يعني برضو مش عارف شاف اقول عليه تاني، راجل فشيخ يعني. انا بحاول افتكر الشخصيات اللي شبه فليتشر في افلام تانية. جه في مخي بلاك سوان، جه في مخي يعني دايما هتلاقي كاركتر الكوتش بنسون كسل. الفكره دي، فكره ان انت بتضغط على حد عشان يوصل للنسخه الافضل من نفسه، اللي هي بقول لك بيزيكلي انت ما هو في الاخر خلاك تبقى بطل. هتعمل كرر في افلام كتير جدا على فكره، هتلاقي يمكن هو من قوه الفيلم ده انه في الاخر انا عايز العب درامز.
يعني ما راحش الهدف، ولا عايز تبقى بطل اولمبي، ولا عايز تحرر العالم، ولا عايز تبقى مش عارف يعني، ما فيش اي شيء ضخم جدا قد ما ده واحد في الاخر بيلعب ده الموضوع كله. فانت بتحس انها حاجه قد تكون زي ما بقول لك بسيطه، وقد تكون ممكن توصلك. وهو ده الفرق ما بين هل البطل هيتكسر ولا هينجح فيظل هو بيبص. حتى المشهد الاخيري العظيم لما هو بيخش وبيلعب وبيبص له، ما بصص له كده، مشاور له، عمل على عينيه كده بس وبص له بصه كده بس فاهم قصدي؟ عمرك ما، ودي فكره التضحيه عشان النجاح، والتضحيه عشان ده موضوع يعني فاهم فيه. انا بريليت شويه بحته ان انا ممكن احط نفسي في ضغط نفسي، او ان انا اعيش في حاجه زي كده. في الاخر ما اعرفش هل وصولك للنجاح بيلغي فيلينيت الشخص ده ولا لا، بس هو دور. بس هو كان في مشهد كان قبلها بيتكلم معاه، لما تقريبا مشوه قابله في بار كده ولا حاجه، وقعد يتكلم عليه لما قال له there are no words in the English language more harmful than good job، حاجه زي كده، شرح له الفلسفه بتاعته كلها. وفجاه حسيت والله انا شكلي كنت ظالم الراجل ده. الراجل طلع طيب قوي. المشهد اللي بعده فشخه طلع بينصب له فخ. ايوه، من الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها برضو فيلم اماديوس، وازاي ان في شيء من، وان كان يمكن هل فلتشر غيران منه ان هو افضل، في غيره. كان في اشاره في بعض المراحل، يمكن في المشهد بتاع البار هو كان بيشير لان هو نفسه ما قدرش يوصل لحاجه بالطريقه دي. ممكن مش يتهيألي في اشاره في الفيلم في مرحله ما بان هو ممكن، يعني وارد جدا طبعا. قصه ريليتبل بقول لك جدا، هتلاقي طلبه في جامعه معاك استاذ بيعمل بيشرف على الدكتوراه بتاعتك، يعني هتلاقي دايما فكره ان ممكن حد يبقى مكتفك او مدير في شغل، او يعني الفيلم ده لو جربته من الدرامز والمدرب وفكرت فيه بشكل مسطح هتلاقيه صالح للتطبيق في حاجات، صالح تطبيق في حاجات كتير جدا. فكره المدير اللي بيعمل فيك كده ويقول لك على فكره انا كده عشان مصلحتك، عشان تجيب التارجت، عشان تعمل مش عارف ايه. هل هي غيره ولا لا؟ اماديوس يمكن الوضع كان اوضح ان هم في الاخر اتنين منافسين. وان كان باي ذا واي اماديوس كان راكب موزارت، لانه ده الموسيقار بتاع الدوله وبتاع الملك وبتاع كده، ولازم يوافق عليه عشان يعني كان في عنده السوبريورتي دي. نفس الفكره الموجوده هنا، ان هو عشان فلتشر يشاور عليه يحطه في بس موتزر ما كانش بيدور على الابروفل بتاعت ساليري، ما كانش بيدور منه على انه لازم يصرح له، لكن ده ما فيش. بس عشان يوصل ان هي الدوله بتعمله كان لازم ساليري يشاور ويقول ده انا موافق على الراجل ده. كان عنده بس هو ما كانش حاسس بدونيه تجاهه لدرجه ان هو كان بيتريق عليه، لان موتزر مش فارق معاه. لكن كان عنده، لا في مشهد متشال من الفيلم اللي هي مرات موتزر بتروح لساليري. انا شفته. فقصدي لا، انت الموضوع كان وصل الدرجات دي ان هو كان محتاج الابروفل، وان كان من بس دوافع مراته لما راحت له كانت من دماغها، كان شايفاه ان هو معذب، وان كان ان موزارت مش فاهم ده لان هو الموضوع مش فارق له. هو صعبوك بس قصدي في دي، يعني في فكره الملك اللي هي لدرجه المشهد الكوميدي بتاع كريم عبد العزيز بتاع فيلم لما الولد بيروح للمدرب وبيدوله اكل اللي اسمه ايه، حطابه طلعت زكريا، هي نفس الفكره، ان فكره ان في واحد النهارده لازم يشاور عليك عشان انت توصل، وبالتالي التركيبه دي واسعه جدا يا جماعه. على الجانب الاخر هانز لاندا ده اول واحد يمكن يشرب لبن، كان فكره الناس ركزوا مش من الاول، ركزوا بعده بس ما كانش أول كان عنده مشهد انه طلب اللبن، وكان كلوك وورك اورنج برضه لما فكرت فيه على فكره. ما يعني ما كان انا اصلا ما بحبش كلوك وورك اورنج مع كامل احترامي يعني، وانا شويه فهانز لاندا عنده فرصة حلوة انه عنده الاوبننج سين بتاعه هو اللي بيفتح الفيلم، 10 دقايق من المونولوج الرهيب والمشهد اللي فيه كل حاجة مع مؤلف ومخرج عاشق للحوار وعاشق للمشاهد الطويلة وعاشق بيتكلم ثلاث لغات، فاداله الفرصة دي في جوه الفيلم اللي هو في الواقع بيتكلم اكتر من كده. لا بس قصدي يعني في مشاهد بالانجلش وبالالماني وبالفرنسي، فاداله الفرصة دي ان انت تشوف الكاركتر. برضه في معلومة يمكن هتلاقيها مكررة، ان اغلب الفيلنز بتوعنا ما بترجعش تعرف تاريخهم. يعني شخصيات جزء من ان انت انه يفضل محافظ على المستيك بتاعه والحالة من الغموض والحالة من دي، ما بتشوفلوش مشاهد وهو طفل، ما بتشوفلوش مشاهد وهو صغير، ما بتعرفش قصته. هتلاقي اغلب الفيلنز عندها ده، وبالتالي انت بتبقى عايز مشهد في الحاضر تبني بيه الفيلن. صح. اتفضل.
هانس لاندا كان انا ما بحبش يعني انا مش مبالغ قوي في تقدير ويبلاش، ما عنديش قصه مشابهه في حياتي، فكان بالنسبه لي حاجه بتفرج عليها من نافذه مش قادر المسها او احس بيها على الاطلاق. ممكن ده يكون فصلني شويتين. والنقطه الثانيه ان الشخصيه اللي كان بيجسدها مايلز تيلر انا لو كنت المدرس بتاعها غالبا كنت هلطش لها انا كمان، لان هو ارتكب عدد كبير من الحماقات. يعني يا سيدي معدل التمرين الساعه 7 الصبح، انت جيت متاخر، خد النوت تحافظ عليها، ضيعتها، تعالى في الميعاد الفلاني ما جيتش، رحت جريت بقى العربيه واتقلبت بيها. انا ممكن اكون افتريت عليك جوه الكلاس روم شويتين، ممكن هو اللي بيخبى اصلا النوته بتاعته، يعني دي حاجه مطروحه شويتين، بس في النهايه انت برضو كان عندك شويه حاجات هو مش متحكم فيها وانت اخفقت فيها. يعني انا حاسس ان ده ديميان شازيل عملها، لان اعتقد الموضوع كان شخصي بالنسبه لديميان شازيل شويتين، لان في حاجه في حياته شبه الموضوع دوت، وهو حاول يمرر الحته دي من تحت لتحت على اساس انا طبيعي. لا انت مش طبيعي، انت مهمل وتستاهل شويه اللي جرى لك في الموضوع. انا مش مهمل بقى، انا في قصتي انا كنت مش لكن هانز لاندا لا هانز لاندا بالنسبه لي مبهر جدا في تفصيله معينه، انه هو في البدايه كان بيبرر احتقاره لليهود اللي هو بيضطهدهم. الفار شوف انت درجه الاحتقار اللي هو كان بيكلمهم عليها، كان بيكلم ازاي متقمصا دوره داخل الجنس الاري او النازيين اللي هم يعتبروا ارقى بكتير وعندهم قيم ومبادئ وامور زي دي، ولكن الارك بتاعه جوه شخصيه بنكتشف في الاخر ان هو اصلا لا يدين بالولاء للناتسيز ولا اي حاجه في الدنيا، هو ولاؤه الاول لمصلحته، وفي النهايه باع كل حاجه من اجل مصلحته. اذا فاحنا بنتكلم على التشبيه اللي انت شخصيا طرحته، انت مش احسن منهم، انت زيهم، انت فار في النهايه. فدي عبقرية الارك في تقدير الشخصي. التجسيد احنا بنتكلم على كاستنج تشويس، حتى باعتراف كوينتن ترنتينو هو لو الراجل ده مش موجود يبقى الدور ده مش هيتعمل، خلصنا خلاص، مفيش غيره يعرف يعمل حاجه بالطريقه دي. يعني احنا دلوقتي لو بنتكلم على فان كاست ولا حاجه، محدش ما اعتقدش في حد هو اعتقد هو شخصيا كان يأس من ان هو يعرف يكاست الشخصيه، فكان هيفكس الفيلم كله، لان الشخصيه ديت لو انا فاكر صح كان مرشح لها الاسماء الكبار بتوع هوليوود، ديكابريو بتاع، وقعدوا يختبروا فكره انك تحفظ اللاينز بتاعتك باللغات الثانيه، وطبعا ده موضوع فشل جدا علشان احنا دايما عندنا الانطباع ان ممثلين هوليوود دول هم قمه الهرم الثقافي، وهم في الحقيقه حاجه ادنى من ده بكثير قوي يعني، بس هم بيتعمل عليهم خدع، ولو الناس تقعد تركز شويه هتكشفهم كلهم والله، سهله جدا يعني. فالراجل ده لا ده بقى كان ممثل، هو ده جنس غير الجنس وكلاس غير الكلاس بكل تاكيد. انا انجلوريس باسترز ذاتس ماي فوت. خلي بالك جزء من الباور بتاع الكاستنج في الفيلم ده، اللي كنت انا رايي الشخصي ان يكون ممثل جديد الناس مش متعوده عليه، ده زود طبعا الحاجة. طبعا عن انك كنت تجيب حد فتبقى شويه حاسس ان لا ده فلان يمثل صح، وده كان موجود في كذا شخصيه في انجلوريس باسترز، عشان كده انا بحترم انجلوريس باسترز جدا. يعني اسمه ايه، مايكل فاسبندر، هو ساعتها ما كانش معروف يعني بالنسبه للسينما الامريكيه وبالنسبه لنا احنا التجاريه ما كانش منتشر قبل فيرست كلاس. فيرست كلاس كان 2011، انجلوريس باسترز 10. انا كنت اول مره رحت اشوفه هانز داون يعني. دانيال برول اللي هو الضابط الالماني برضه ما كانش حد يعرفه، اللي بعد كده عمل زيمو ورش. على فكره زيمو زيمو محترم جدا، زيمو كان فيلن مهم صراحه. يعني انا بالنسبه لي زيمو اقوى من لوكي. انا موافق. اي اجري تو ا سيرتن اكستنت صراحه. طيب بس ده ما جاش في ال 45 خالص يا جماعه، فده دلوقتي ما لا هو الموضوع صعب جدا جدا جدا. احنا ممكن على فكره نوصل ل 100 وي لو عايزين. طبعا الموضوع صعب جدا. طيب عايز تختار؟ انا حاسس ان انا هختار زيك. دي استراتيجي جديده. بس لا دي مش استراتيجي، دي حاجه غريبه قوي يعني. هو مش عارف اختار ايه. انا هختار انجلوريس بس. ما انا توقعت. بس انا كان لازم ادي ويبلاش حقه، وويبلاش على فكره بغض النظر عن تجربتي اللي انا حكيتها، بس ويبلاش فعلا فيلم حلو، والبيس بتاعه سريع جدا، والمزيكا والمشهد بتاع النهايه خلي بالك وهو بيعلى. لا ويبلاش برضه فيلم جميل جدا. بتتكلم على حاجه، ده فيلم اندبندنت صغير وبيسد على شورت فيلم، كان في شورت فيلم عمله هو ديفلوب شورت، بس قصدي متصور في اوضه وصاله على برودكشن رهيب. yes, yes. بكوينتن ترانتينو بعظمته جاي يعمل فيلم وعلى فكره فيلم 3 ساعات وعلى فكره كاست غلبان يعني، هو لو كان عنده كاستنج باور اقوى من كده ما كانش جاب دول. كان يعني ممكن اقول ان مايلز تيلر يعني معاه يعني ده كان فيلم ما عملش دور فشيخ، كان عيل بلاد بتاع ميز رانر او حاجه. لا مش ميز رانر، انسرجنت والمعرفش ايه ممكن بتاع شيلين وودلي اللي هو كان الفيلم بتاعها في نفس السنه وبعدها بسنه عمل فانتاستيك فور. يعني قصدي فاهم، فهو برده ده كان وهو حاليا في ولا حته يعني، رغم انه كان في توب جن، كان في المسلسل بتاع والمسلسل ده مش ما عملش حلو يعني. احنا انا عجبني بصراحه بس هو ما عملش حاجه يعني. ماشي يبقى انجلوريس باسترز.
اني ويلكس كيتي. هي ويلكس ولا ويلكس؟ لا يا راجل هيقولك زي انسون دي يعني هي حريق يعني هي حريقه ولا كاتي بيتس في ميزري اللي اتفاجئنا ان هو من انتاج سنه 90 احنا كنا متصورين انه اقدم من كده تقابل هانز جروبر الان ريكمان داي هارد 1988 اوسكار وينر فيلم ما اعتقدش ان هم بفكروا فيه في الاوسكار من اصلي داي هارد قبل ميزري احنا كنا ميزري اقدم واحد داي هارد اقدم صح داي هارد خد اوسكارز جرافيكس واكشن وحاجات كده بقى في زمن وصوت وميكس ويعني في واحد انت خدت فاكر ذا موفيز ذات ميد اس كان في كان في حلقه عن كان في حلقه عن داي هارد ولفتوا النظر لحاجه عبقريه جدا فيه انا مش فاكر مين اللي كان مخرج الفيلم بس المشهد الاخراني وهما بيهربوا لما كانت العربيه اللي موجوده في الجراج في عربيه تانية خرجت من الفان وهي اللي حاولوا يهربوا بيها وراح مقابلها السواق وخبطها قبلها في بيقول تو شوتس جوه الفيلم عدوا على الفان ديت وما كانش في عربيه جواها بيقول لك في الايديتنج روم قفشوا ديت وعملوا مناحه قالوا هنحلها ازاي هنعملها المخرج عدى لهم انتوا عاملين ايه كده ولا حد هياخد باله سيبوها وخلاص فقط كان يعني ده موفيز ذات ميد اس عظيم. طب انا يعني ميزري انا قلت لكم انا مش فاكره قوي مش يعني فاكره طشاش بس انا ممكن اقول ان كاثي بيتس شكلها بيوترني فشخ بجد يعني هي تحسها نظره مدرسه رزله كده او دكتوره في كليه بايخه في حاجه كده فيها بتوترني جدا يعني حتى دورها كانت طالعه في مسلسل ذا اوفيس دور صغير كده كانت المديره بتاعتهم في حاجه دور عادي جدا بس انا برضو مش مأمن لها هي شخص بيخليني انكومفورتبل بشكل دي كانت طالعه طيبه ودبدوبه قوي في تايتانيك ايوه انا ما اعرفش انا الست دي بتوترني جدا ما مش عارف بالعكس هي بس ماجده زكي بتاعت هناك بس مش عارف هي البروفايل فيلن مهمه قوي في اللي احنا بنتكلم فيه هي الكريزي فان الوحيده اللي موجوده معانا حد بقى يبتدي تاني اكتر مني طيب احنا بنتكلم على خلي بالك فيلمين برضو دخلوا الثقافه الشعبيه في بره يعني داي هارد ده فيلم اصبح هو الريفرنس هانز جروبر ده الريفرنس باي ذا واي بتاع الفيلن اللي ما بعد مرحله بوند فكره الفيلن الفيلن الحرامي اللي مسيطر على مجموعه من يعني ده اتعمل منه كفيلم وكفيلن اظن نسخ كتير جدا من داي هارد مش بس اجزاء داي هارد الخمسه او السته لا هنتكلم على كتير هو جنسيته كانت ايه الماني الماني صح وخبرك ده اول مره اعمله الماني مش نازي روسي او بتاع جه في بالي بس انا ما كنتش فاكر هو روسي اخوه اسمه ايه مين شاطر يقول لي اخوه اللي كان في الجزء الثالث ده هانز اخوه اسمه ايه مش فاكر اصلا شكله بس عارف ان انا بحب جدا الفيلم بتاع الجزء بحب الجزء الثالث انا سلام عليك الجزء الثالث بتاع جاك نيكلسون الجزء الثالث بتاع جاك نيكلسون بتاع سامويل جاكسون سامويل جاكسون قصدي لما ماشي في الشارع وكتب ايوه انا بالنسبه لي ده فشل يعني ده طبعا ده خايش بس انا بالنسبه لي قد يكون احلام يعني انا بحب السيجنيفيكانس التاريخي الثاني محدش بيظنش بيحبه ولا اي حاجه بس بحب الثالث جدا انا بموت في الثالث والفيلنج وشايف ان البلوت بتاعته عبقريه وكل حاجه يا جماعه هو انا لما افتكر فيلن المفروض اقوله بصوت عالي ولا لا انا بس يعني هو يندرج تحت حاجات فيس اوف كون اير جون مالكوفيتش طبعا سايرس ذا فايروس كان رزل قوي برضه فشيخ انا بس انا عايز اقول حاجه اخو هانز جروبر كان اسمه انا المدرب بتاعي كان وش جون مالكوفيتش بشخصيه فليتشر انت متخيل فيلم انت متخيل كان عامل ازاي هو عيب ان جون مالكوفيتش عموما مش ممثل جوه الايام ديت بس ما علينا هو فيلن اكيد ليه ادوار انا بس مش مجمع يعني طيب هنحط على ما بقولك هم الفيلمين تاريخيين داي هارد الضابط انا بتكلم على البطل تعال نتكلم على البطل وسيجنيفيكانس الفيلم بالنسبه لي مبدئيا الاخ والزميل ستيفن كينج على الاخ والزميل في حاجه غريبه جدا في الفيلم بتاع ميزري ده الراجل ده عمل فكره المؤلف اللي راح في كابينه يكتب كتير جدا يعني اي سيكريت ويندو ميزري ده غالبا كل مره كان بيكتب بيجي له كابوس بيروح عامله فيلم مش عارف يعني. في معلومه عن الفيلم ده ما اعرفش ناس عارفه ولا لا هو كان بيتكلم على الادمان اوكي وهي بترمز للادمان ان هو فكره ان هو كان بيحاول يبطل مخدرات فكان شايف ان هو اسير الادمان وانه مش عارف يكتب من غير مخدرات فهي مش عارف الموضوع ده فهي كاركتر امي ويلكس هي المخدرات او هي بترمز للمخدرات ان هو اسير ده في ميزري؟ ميزري اوكي الحاجه الثانيه اللي برضو مهمه في تركيبه ميزري ان المؤلف انا خباك انا ما بحبش الافلام بتاعه المؤلف يعني بحس ان ده دايما
لشيء مؤلف بيجي يكتب اول حاجه ادابتيشن. تحبش فيلم ادابتيشن؟ بحبه بس بقولك دايما في مشكله انك اول مؤلف يعني المؤلفين دايما بتبقى كبيجنرز يا اما بيكتب عن المؤلف بيحاول يكتب او عن ضابط بوليس. فدايما دول اول فكرتين بيجوا لاي حد. اوكي طبعا ستيفن كينج عنده مثلا 300 روايه ولا معرفش رقم مهول فبالتالي مش هنحاسبه على الخمس ست مرات اللي عمل مؤلف يعني. فالموضوع بالنسبه له ولكن في حاجه في الفيلم ده. الفيلم ده عن راجل مؤلف ميديوكر بمعنى المؤلفين يعني كلمه ميديوكر ما بحبهاش بس عن فكره ان راجل بيكتب النوفلز الرخيصه جدا اللي هي النوفلز الستاتي دي اللي هي اللي بقت 50 شيدز اوف جراي والنوعيه دي يعني. الراجل ده بيتحبس وفي حاجه حصلت انا بالنسبه لي ايريليت ليها وان كان كنت عكس اللي كنت لسه بقوله ان هو كان خلص الروايه وحصلت الحادثه وبعدين هي قرت الروايه هي دي الفان الاعظم له وطلع ما يعرفش بس هي يعني اكتشف ان هي حافظه كل حاجه عنه. فبجيب بدايه يعني برضه من الحاجات الحلوه ان انت بتتخدع فيها ومع الوقت بتبتدي تكتشف كل شويه سايد هي ايه ده دي ست طيبه لا دي عندها تاتش مجنون لا دي مجنونة جدا لا دي شريرة لا دي سيريال كيلر. فالتطور ده حلو ده اللي مخلي الفيلم رغم انه فور لوكيشن او ليميتد لوكيشنز ما بتحسش ان كل شويه بتاخد معلومه جديده عنها لغايه ما في مشهد في الاخر بيفتح الكتاب وبيكتشف قصص كتيره جدا قد ايه دي طلعت قتلت عيلتها وقتلت شعيب وهي اللي مخططه له الحادثه وهي يعني. وده بيرجعنا لفكره الفيلن اللي مسيطر على الستوري. هو واقع وكانه في شبكه عنكبوت ودخل عند الارمله السوداء ومحبوس عندها ومش عارف يخرج من الشبكه لدرجه انها كسرت رجله و و الحاجه المشهد صعب. انا فاكر المشهد مؤلم بشكل مش طبيعي يعني يوجع يعني. الحاجه اللي برضو نرجع زي في فلاتشر في نيل لما حرقت له الكتاب وانا بتكلم كمؤلف يعني انك صعب جدا تريكريت حاجه انت كتبتها تاني يعني لو انت مش عامل سيف لو انت عندك مشهد وقع مش عامل سيف انك ترجع تكتبه تاني صعب كتير مكتوبه مره ما اعرفش ليه. فهم ولعت له الروايه انت عارف مش عارف يرجع يكتبها تاني وحرقت له الروايه دي وقالت له على فكره ده قرف انا مستني منك حاجه احسن. واللي حصل ان هو كتب افضل روايه في تاريخه وخرج عن المنطقه اللي هو حاصل نفسه فيها اللي كان في الاول بيقول انا مش قادر اعمله. فهي ان واي خرجت افضل فيرجن من البطل فليتشر بالضغط اللي هي عملته عليه. فده جزء من الفيلن اللي قد ايه هو مؤذي بس خرج البطل من ده. هانز جروبر مسيطر على العماره مسيطر على التاور مسيطر على الجروب بتاعه سابق البطل بخطوه في الاول لغايه ما هذا البطل اللي بره بلده اللي هو من الي وهو ولم يخطئ يعني حتى يعني جون ماكلين ما دخلش من ثغره هو يعني زي ما رغم اني ما بحبش الجزء الثاني بس عجبني الوصف بتاعه في الجزء الثاني من الراجل بتاع الامن لما بيقول له يو ار ذا رونج مان ان ذا رونج بليس ات ذا رونج تايم انت مش مفروض تكون هنا. أيوة. انا ما عملتش حاجه غلط انت اللي غلط. أيوة. فبالظبط فهو الراجل ده ظهر له برضو الفيلن اللي باي ذا واي خطته ماشيه حياته زي الفل ما عندوش مشاكل مسيطر فكره البونز والمش عارف ايه والكلام ده كله بيظهر له الراجل ده قلع الجزمه اندر باور جدا ما عندوش اي حاجه ده واحد لوحده من غير سلاح من غير اي حاجه بازاز مكسر لما كسر له الازاز و فخرج النسخه الاقوى من هذا الرجل اللي اوريدي عنده مشاكل مع مراته وجاي يصلحها فبالتالي اصبح بطل في الاخر وكسب مراته. فالنسختين الفيلينات طلعوا النسخه الاقوى من هذا الرجل. اتفضل. كاتي بيتس بالنسبه لي في ميزري فيلن يخوف مشهد الهوبلينج زي ما هي وصفته بتاع تكسير رجله دوت ده من احقر التصرفات اللي ممكن نشوف اي حد ارتكبها على المستوى السادي في تعذيب الضحيه بتاعته بكل التفاصيل اللي حصلت في حته البروفايل بتاعت الفان المجنون وزي ما مش عارف احنا كنا بنقول دوت جوه التصوير غالبا كنا بنقوله بره التصوير فكرتنا بشكل كبير قوي بمارثا كان اسمها مارثا في بيبي ريندير رغم ان الثانيه ديت نفسيا عندها مشكله المشهد الاخير لما بيكتشف لما اخيرا بيعرف يفك اللغز كله على بعضه مش مؤلم قوي. انت ما خلصتوش؟ سوري انا اسف.
يعني اللي يشوف اللي ما يعرفش مزري ويتفرج عليه وبعدين يروح يتفرج على البيبي ريندير هيعرف يعني حاجه ظريفه قوي. انا شفت البوستر في مارثا قلت ده يعني كان في حاجه كده سيميلر جدا. وطبعا ده كاستنج تشويس من اعظم ما يمكن لانك بتتكلم على مراه انت يعني عملت تشبيه بماجدة زكي وهو تشبيه صحيح جدا في حته انك بتتكلم على مراه بتكوين جسماني معين يبرر انعزالها او رغبتها في ان هي تبتدي تعيش خيالات مع نفسها لفتره طويله انك تلاقي ممثله متمكنه قوي تحت البروفايل ده وحد يتحمس لها علشان يجيبها ويخلي ويقودها الطريق كله لغايه الاوسكار دي انجماتيك شويتين ما هياش حاجه صالحه للتكرار جدا. ألان ريكمان دوت حاجه من العبقريات اللي موجوده في الدنيا. ليه دور تاني كفيلن على فكره بتاع روبن هود بتاع كيفن كوستنر كان عامل ذا مير اوف نوتنغهام. ده برضه فيلن عظيم وقع مننا. لا هو ما وقعش مني بس انا عارف ان انا لازم هنروح للضيار يعني في كذا فيلن وقع بس هو لا والله ده ما وقعش مني بس عشان انا عارف ان ألان ريكمان لو هيخش هيخش الضيار. خلوني انا يعني ابقى الفيلن انا دلوقتي في الكلام ده. هل حاسين ان داي هارد الفيلن بتاعه من الحاجات اللي شايله الفيلم او طبعًا. من الحاجات اللي خليته ايكونيك طبعا. طيب بنفس الوزن بتاع ميزري يعني حجم الفيلن في القصه في ميزري بأداء بإمباكت بكده ميزري اكيد اقوى بكتير. خلي بالك هو ميزري اتنين ممثلين تقريبا في شخصيتين كمان او ثلاثة كمان يعني حاجات قليلة جدا بس هو تقريبا اغلب الوقت الموضوع يبدو اقرب مسرحية ان هم اتنين قاعدين في اللوكيشن بيكلموا بعض وبيحصل بينهم ده تحسوا دي تركيبة مسرح فطبعا هي عليها عيب كبير على عكس داي هارد يعني في ناس كتيره في هوستجز وراجل عنده مساعدين بيموتوا بالترتيب وعنده ده من ضمن الحاجات اللي انا مش عارف مين اللي هيطلع بالمره نقولها انا مش عارف انا بقى انا محتار ان هانز جروبر عنده مشهد تاريخي برضو تم تقليده كتير اللي هو مشهد السطوح لما بيطلع وبيبتدي يتكلم مع جون ماكلين على انه واحد من الهوستجز وبيمثل وبيقلب اللحظه دي انه بيقلب واحد غلبان وكذا كذا وهو بيحاول يصطاده ده اصبح ريفرنس لمشاهد افلام الاكشن والفيلينات وحكيه يتكرر بعد كده كتير لو ركزت فيه لانه من كتر ما كان يمكن ده من المشاهد المميزه قوي يمكن من غيره كان هانز جروبر وقع منه كتير في رايي الشخصي من ده من المشاهد المهمه قوي. انا في جمله لهانز جروبر مش فاكر كان بيقولها لجون ماكلين ولا كان بيقولها لمراته لما في الاخر بتقول له على كل الـ 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 الشكل الثوري اللي وراه مذهب اللي انت عامله مع الفريق بتاعك دوت انت مجرد حرامي يو جاست ا تيف فغضب قوي من الجمله وقال جمله بموت فيها لا ام ا فيري ريسبكتفول تيف يعني انا مش يعني انا لا كده ولا كده انا حاجه في النص طيب يعني لما بنقول فيلن ايه اللي بيجي في يعني مين دي فيلن مسيكبه اه ده فيلن مخطط برنس أنا في حاله وعي عشان احطكم في المزنق بما ان احنا لسه في حاله مرحله التجديد انا مش فارق معايا اصلا بس انا رايي الشخصي ان شفنا نسخ من هانز جروبر كتيره انا ده اللي كنت عايز اقوله من زمن بوند وما قبله ميشن امبوسيبل بالحلقه يعني فكره الفيلن اللي في فيلم اكشن بنسخه الكتيره قوي انا لكن انا ما شفتش اني ويلكستين شفتش ده مش دينيرو عملها في ذا فان وما كانش حلو بصراحه لا فكره الفان المجنون يعني لو حزقنا شويه هنطلع والتكشف بتاع خلي بالك انه يعني انت خلي بالك انت برضو هي عندها التكشف بيحصل بقول لك في كده كيرف بيحصل كل شويه بتعرف معلومه اكتر 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 بتكتشف ان يا بنت اللذينة دي انت عامله كل ده من الاول دي انت اللي عامله له الحادثه وعملتي مش عارف ايه وعامله كل حاجه على عكس داي هارد لا انت راجل معاك ناس كتير معاك رجالتك داخلين جامدين معاكم مدافع داخلين مش يعني انت فاهم فبرضو انا بس في الباور فانا هختار ميزي انا بس داي هارد الحاجه اللي عندي شويه انا جايز طبعا اكيد ما شفتش داي هارد ما كنتش موجود اصلا لما نزل يعني بس انا شفت قبل ما اشوف داي هارد شفت نسخ من الفيلن ده ممكن ما تبقاش بنفس الجوده ممكن يبقى ده احسن منها بكتير بس شفت النسخ دي كتير يعني شفت اشكال من كده كتير حد جاي من بلد تانية تلاقيه روسي بقى ولا الماني ولا مش عارف ايه ولا بتاع وهنشمن يعني هو ارجبني ممكن يكون هو اللي ابتدعها ما هو ما ده بقى اللي انا ممكن انتوا ممكن تفيدوني فيه اكتر منه انا ما اعرفش مين اللي ابتدعها يعني انا ما اعرفش هقول لك حاجه هحاول افتكر معاك الانطباع بتاعي لما شفت داي هارد لاول مره ما كنتش مركز قوي في عبقريه الفيلن قد ما كنت مركز في عبقريه السيت اب
فكره المبنى اللي اتقفل مفيش حد هيطلع ومفيش حد هيدخل. خلصنا. حيد الشرطه تماما، حيد الجيش، طلع حاجات كتير قوي من المعادله، وزارع مفيش يعني كيرف بول او اتنين بس، ان في سواق تحت محدش يعرف عنه حاجه، وان الراجل دوت مش لابس جزمه. يعني دول الحاجتين العبقريتين اللي اتقدموا. وعلى فكره انا بقدر قوي طريقه اعداد جون ماكلين للمواجهه بتاعته، وهو ازاي اكتسب الثقه للموضوع دوت، لان اول عمليه قتل عملها كانت بالصدفه. هو كان في خناقه مع واحد، والواحد كان عنده ابر هاند عليه، وبعدين وقع عليه من السلم لقى رقبته مقسومه في ايده بس، وبعدين اكتسب الثقه. فدي كانت حلوه. دي كلها حاجات لفتت نظري قبل ما ابتدي افكر في البروفايل بتاع الفيلا بمنتهى الامان. بالنسبه لي ما كانش يونيك لهذه الدرجه. ما ده انا ميال له شويه. يعني انا حاسس انه ال في ميزري حاسس ان الموضوع لا ده حد فعلا انت بتبقى قاعد عمال تنبهر بال بص انا ميال ميال لهانز جروبر بس مش محمول عشان اجيب من الاخر. ممكن بس اضرب مفك سريع في هانز جروبر رغم ان انا مختارتوش. يعني الاثنين بالنسبه لي جولد ممبر هو الاصلي بتاع الفيلن اللي بيتكلم بلكنه الماني هو الاصلي، بس يعني ممكن الناس ممكن ما تبقاش كلها شافته، ولكن برضو في تاتش. لا يعني انا كان ما كانش قصدي البروفايل ده، انا كان قصدي بتاع الراجل اللي داخل بالجيش بتاعه علشان في خزنه وهم مخططين خطط عميقه ما حصلتش قبل كده وبتاع. طيب اختاروا. احنا اختار. انت ميال لكاتيبيت صح؟ انا ميال ليها شويه. يعني حاسس ان هي فعلا ليتس جو اهيد فيها حاجه كده. ليت مي سيف يو ذا حركات. اوكي. المباراه الثالثه اوسكار وينرز الونزو هاريس دينزل واشنطن من تريننج داي 2001، انتون شيجور هافير باردام من كونتري فور اولد مان 2007. عندي ديفرنشنشيايا بسرعه في الونزو ممكن تكون مش متكرره في شخصيات كتير هنشوفها معانا، انه انت بتقضي لغايه الفصل الاخير ما تعرفش انه فيلن. ما اعرفش انه فيلن. التصرفات بتاعته ليها تفسيرين، والمفترض ان هو بيترين الراجل بتاعه وكل شويه عنده فلسفه. انا بعمل ده تريننج داي. انا بكلم تريننج داي. انا قلت حاجه تانية. انا سمعت قلت انطوان الونزو. انا قلت الونزو. لا أوكي. لا انا مش شايف الورق من عندي بس. اصل انا معتاد ان انا اتكلم على حاجه وتطلع بتكلم على حاجه تانية. لا انا بس انا مش شايف الحاجات اتلخبطت ما بين انطوان والونزو. انا مش شايف الونزو دينزل واشنطن. يعني بتقعد شويه لغايه فتره طويله قوي في الفيلم كل التصرفات عملت صفات، بينما انطون شيجور هافير باردام من اول لحظه انت فاهم ده. ما انا بس عشان كده بالي الراجل ده ازاي مش بالي. لا طيب انا ممكن اقول بس انه خافير باردام في نو كونتري فور اولد مان من اكتر حضوره كان قوي بشكل يعني منس، تقدر تقول ان هو منس. هو اداه القتل بتاعته اسطوانه وهوى، وشكله غريب، شعره غريب، وشه غريب، ملامحه غريبه، ما تعرفش تحسه حد، تحسه حد في باند البيتلز مثلا فاهم، بس هو مش كده. تصرفاته حد واضح ان هو بروفيشنال جدا، واضح ان هو عارف هو بيعمل ايه. حوار ان هو مختار اصلا اداه القتل دي ليها باك ستوري اكيد، بس برضو ما اعتقدش ان هو يعني ما كان ممكن يبقى هيتمان مع مسدس عادي في سايلنسر مثلا ولا حاجه. ايه اللي خلاه يوصل لكده؟ دي حاجه انت حاجه برضو جيمك كده فيه مخلياه شخصيه مش تقليديه اطلاقا. بيشرب لبن صح؟ بيشرب لبن. بيشرب لبن طبعا عشان لما يجي عشان يكبر بس. ومن رسل العبثيه. ده في قرارات كان بياخدها بالكوين لما عمل له كده اللي هو الراجل بتاع السوبر ماركت او البقاله ده. عملها مرتين. فبرضو هو شخص هي انتيتي كده برجلين رعب، شخص مرعب جدا، شخص انت لما تشوفه انت عارف ان الشخص ده خطر 100%. وده مش بيعمله بان هو بيقعد يحزق ويزعق ويعمل مش عارف ايه صمت. الصمت ده مرعب. مين الشخصيه الوحيده اللي ما فكرش يقتلها في الفيلم؟ حد فيكم يفتكرها؟ الحته دي تاملت فيها شويه. الست اللاند لورد بتاعت التريلرز في اليارد اللي كانت فيها اللي كان ساكن فيها ليولن، لما راح قال لها هو فين؟ قالت له اغلبا راح الشغل. قال لها انا عاوز عنوان الشغل بتاعته. قلت له ما اقدرش اقول لك، انا ما عنديش حريه ان ادي معلومات ديت. فللحظه كده توحش وحاول يخوفها فهي ما خافتش وما تهزتش. قلت له انا ما اقدرش ادي لك المعلومات ديت. راح سابها ومشي. الشخصيه الوحيده اللي ما فكرش اللحظه ان هو يقتلها. تفتكر ليه؟ شي didn't stutter and she was professional. هو ما شافهاش زي بقيه الشخصيات الكتيره اللي كان بيبص لها نظره دونيه عن انكم a waste of life.
زي الراجل بتاع السوبر ماركت. انت من الاخر اتجوزت الست وخدت منها السوبر ماركت، انت عالة على المجتمع، انت مش مفروض تكون موجود من اساسه. بقيت الشخصيات كلها هو بيبصلها على انكم، لكن دي اللحظة كده حسيت وانا بتأمل فيها ان هو professional to professional انت تمام. ايه هو في الحتة دي ان هو برضو يعني هو ده هو الراجل بيشوف شغله، هو مش عامل اي حاجة بيرس. المشهد بتاعه بتاع لما خنق الجارد بالكلبشات بتاعته في الاول، ووشه هو مبرق كده في الكاميرا ومن فوق والبصر بعد كده يغسل ايدي. لا يعني خلي بالك هو مرعب، مرعب جدا. طيب على الجانب الاخر، دينزل واشنطن عنده مونولوج في الاخر رهيب، عنده مشاهد تاريخيه للتاريخ، عنده فكره ال خلي بالك ده اسمه ايه دوت تريننج داي برضو دي، ده حكايه بتتكرر كتير، فكره الفيلن الاكثر خبره في نفس الشغلانه يواجه البطل الاقل خبره الروكي. او الجديد الروكي. دي تركيبه هنا اتعملت ظباط، هتلاقيها بتحصل كتير، هتلاقيها في افلام السبورتس موفيز بتحصل كتير، هتلاقيها حصلت في روكي كتير، هتلاقيها حصلت في يعني من نفس العالم. حصل كان زمان في فيلم اسمه بروكن ايرو مثلا، جه في مخي دلوقتي، عارفه طبعا. حصل يعني دايما التركيبه دي موجوده، اللي هو على فكره كونغ فو باندا في فكرة ده اللي بيكسبهم كلهم وده اللي لسه جديد، يعني من الأول في التركيبة دي كعلاقة ما بين البطل والفيلن مكررة. طبعا أداء دينزل واشنطن يمكن خلى الدور ده يبقى برضو عظيم. دينزل واشنطن هو اللي شايل الفيلم يعني. الموتيفز واضحة وصريحة. الناحية التانية الموتيفز واضحة، وإن كان الفيلم فلسفي شوية. No Country for Old Men أظن إنه فيلم من الأفلام اللي كل ما بتكبر بتفرج عليه تاني ممكن رأيك يختلف. أنا شفته لما نزل ما حبيتهوش باي ذا واي، وكان عندي جملة قلت له أحسن تقول ده فيلم لو اتعمل في مصر لسه هتكسر السينما بنهايته على المونولوج الغريب بتاع تومي دي جونز. هو ده كون براذرز صح؟ كون براذرز. كون طبعا. فهو فيلم غريب، هو فيلم هو فيلم لازم يتشاف مبدئيا فتح كلام ثلاث مرات، مره من منظور كل واحد من ثلاثه، وبعدين بقى نبتدي نفصص. باي ذا واي هو المنظور الاهم بتاع تومي لي جونز على فكره، اللي هي ان احنا عجزنا نو كونتري فور اولد مان. هو اللي كنت عامل ايدي كده، هو هافير باردم على راي ان انت بتقول هو غريب، هو بيرمز للموت. أيوة. هو الفيلم ده بشكله بلبسه، ايوه صح، بانه لابس اسود، لو ماسك السكينه الكبيره دي واسود ووشه جمجمه وبتاع يبقى هو الموت. هو الفيلم ده بيتكلم، هو اتس ديكونستراكتد، او هو النسخه الجديده من لو عملنا فيلم كاوبوي في الزمن ده، فعملوا فيلم كاوبوي راجل لابس اسود، راجل جاي بيقتل، وان كان هم في الويست او الميد ويست زي ما بيقولوا، فهو فيلم كاوبوي في الزمن ده، وان كان هم راحوا في حته مش عباسيه قد ما عايز يقول ايه، ان يا جماعه ان الحقيقه والسينما ما فيهاش الطيب بيكسب في الاخر والشرير بيموت. هو الموضوع كده، يمكن حد يعيش وحد يموت. وده الفيلم عشان كده هو عمل الكوين توس كتير بتاع هتعيش وهتموت. هو الفيلم راح في الحته دي شويه، عشان كده بقول لك هو يمكن فيلم مش لكل الناس، ولكن هافير باردم بالتركيبه دي ودى الدور في حته. هو فيلم مش لكل الناس بس وحدته كلها جذابه. يعني انا افهم كتير افلام مش لكل الناس لانه ممل لما بتقعد تتفرج عليه لانه مفيهوش جماليات، بس نو كونتري فور اولد مان سهل قوي الوصول لجماليات وانت بتتفرج عليه. انت مشهد اللي هم بيهجم عليه في الموتيل ده وبيجي الشباك ده، الماين جيم اللي موجوده فيه كلها. انا الماين جيم بتاع تخبيه الشنطه نفسها بيني حبوشت في البتاع وهاخد اوضتين مقابلين لبعض وادي البلاي. انا مشهد انا شفت الفيلم ده من سنين يعني، ما شفتوش تاني قريب، بس انا فاكر المشهد الاوكرا دي لما ضربها واتخبط، انا فاكر وجعها، انا يعني فاكر الوجع كانها ترزع في قلبي. بص برده من الاوكرا وافتكره جوه وخد وعلى فكره كوين توس. هو الفيلم ملعوب على التيمه دي، تيمه ال 50-50، انت ممكن تعيش وممكن تموت، انت ممكن تموت. حتى لما بص من الاوكرا افتكروا جوه، ففضل يفكر شويه كده وقام داخل فما لقوش فعاش. يعني قصدي هو بيلعب على دي اغلب الفيلم، وزي ان الحياه بالعبثيه دي والموضوع كده. هو مش اتس نوت ا كاوبوي موفي، ما فيهوش المشهد وثيمة متكرره عند الكوينز، يعني فكره العبثيه يعني في دي ثيم في بكل الاشكال. حتى فارجو فيلم عبثي جدا طبعًا. جدا طبعًا. جدا يعني، فحاجه كومن يعني. بس انا بس احنا طبعا احنا بنقرر مين فيلم افضل مين فيلم كده، احنا بنتكلم على فيلم طيب معلش نرجع تاني نقول ان دايما في ريليشن ما بين الفيلن والبطل. هل
الفيلن ادى ان الفيلم يبقى احسن او ان البطل يبقى احسن بالتالي في الحالتين يمكن يتساوي في النقطه دي في المقارنه دي بالتحديد. الفيلم ديفينتلي احسن في نو كانتري فور اولد مان ديفينتلي طبعا ليه نو كانتري فور اولد مان انت بتتكلم على ان لا انا بقول في فيلم نو كانتري فور اولد مان الفكره دي ريبريزنتد بشكل افضل ده قصدك ديفينتلي موجوده قصدي ان هو اكيد يعني الشخصيه بتاعته طب ونفس الموضوع بالنسبه لتريننج دي لا انا مش بقول ان هو مش موجود هنا انا بقول ان هو في نو كانتري فور اولد مان يعني شكل الشخصيه بحاجات هي اللي ميزت الفيلم هي اللي اديتها ادج هي اللي قوت الفيلم ده ممكن لو كان الفيلم بشكل تاني او بدوافع مختلفه او باشكال مختلفه ممكن ما كنتش اتعلقت بيه كده هو يعني انا شايف ان هو ضلع من ثلاث اضلاع ويمكن اكتر كمان بينما دينزل واشنطن هو 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 كل تريننج كل تريننج داي بالظبط وده قلناها بس خلي بالك ما هو ده جزء من المشكله اللي انا مش مختلف على فكره بس تمام الموضوع اللي انت قلته فكره ان دينزل في الاخر اكتشفنا انه فيلن خلي بالك ده مؤدي ان الثاني هو كبطل ضعيف وفضل طول الوقت مهبوط واخد اللقطه اللي في الاخر لما خرج وقرر يواجه يعني دي المومنت اللي حولته الهيرو تومي جونز ما قتلوش في الاخر ما عملش حاجه قال الدنيا تومي جونز ما عملش حاجه ده كان قال الدنيا بقت صعبه علينا وقال الدنيا كده ده هو مجرد مراقب للامور ما عملش حاجه يعني او بمعنى اصح ممكن يكون مبشر بالقدر لان هو قال له انت متخيل انك تقدر تقف قصاده وانت ما تقدرش تقف قصاده وقدرك محتوم زي ما هو بيقول لك بالظبط يعني قصدي فده ادى ان الفيلم ما فيهوش لحظه بطوله خلص يعني فده برضو ونهايته فلات قوي 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 يعني. فما فيهوش المومنت يعني قصدي انا في تريننج داي هنتصر لفكره تحول الروكي ان هو يواجه الرجل الاكثر قوه منه اللي هو كابته من اول فيلم واعلى منه وكل حاجه عن البطل اللي في الاخر قال والله يا جماعه الدنيا دي انا ليا من ده بايه انا اروح اقعد على القهوه واعتزل واعيش شويتين فاضلين لي يعني المومنت دي بالنسبه لي اقوى ما اعرفش يعني تريننج داي وان كان انت هتفتكر دايما هيفيربرج دايما بالبتاع اللي ماسكها دايما يعني طب شخص يترسم سلوات هتعرف مين ده يعني يس. يعني كاركتر تريننج داي في لحظه مهمه قوي في الاخر في لحظه شيء من الخوف ثوره اهل القريه على قمعهم لما في الاخر بياخدوا الامر زمام الامور شيت اون مي دي من اللحظات الهامه جدا جاهزين صوتوا صعبه قوي هي صعبه جدا صعبه قوي بس الماتش مش عاوزه يخلص عشان مش عايز اخش في الماتش ده بصراحه انا يعني عقلي بيقول لي حاجه وقلبي بيقول لي حاجه ثانيه انا عقلي وغالبا ده اللي انا هختاره تريننج داي عليه كده هذا احبه وهذا اريده من بطوله الفنان هاني شاكر يعني بغض النظر عن البتاع واحد تاني شاكر بالظبط كان مين يا رب ونورك فاكرين الصوره اللي كانت بتتحط فاكرين الكوميك اللي كان بيتحط وبتدي شبه بعض كانوا جايبين صوره هاني شاكر وتهيألي كانت نوره مش متاكد قوي كانوا قاعدين جنب بعض كانوا قاعدين على بعض ايوه كان بيقول لك في بنت اموره ولذيذه ودمها خفيف دي اموره وفي بنت ثانيه رخمه بالظبط يعني انا حاسس تريننج داي كفيلم كامل كحد بيفت في الرول كفيلم يعني ما فيهوش الجانب الفلسفي والعبسي والاكزيستنشال والحاجات دي طب معلش انا عارف ان هو مش السؤال معلش انا اسف في نقطتك بس خلونا نسأله خلاص ايهما الفيلم الافضل تريننج داي انا اقول لك على حاجه انا شايف نو كانتري فور ماشي نو كانتري فور اولد مان انا ممكن اقول ان انا تريننج داي على فكره في فصول كتير جدا بايخه ورخمه ما انا بالنسبه لي مش متمثله حلو نو كانتري فور اولد مان انا ممكن اقول عليه كده شويه مع ان انا بحب يا نهارك ازرق انا بحب الفيلم على بعض فرحان فينا شويه لا 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 انا اقول لك انا نو كانتري فور اولد مان انا 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 ما بقدرش قوي اشوفه يعني ما عنديش التقل ان انا اقعد اتفرج عليه تاني بس لا 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 انتهي من مشاهدته لو موجود في التلفزيون لازم اشوفه أزوق لكن طب انت اخترت خليه يختار انا اخترت انت اخترت تريننج داي كفيلن وكحد وكاداء ودنزل واشنطن يعني الدور ده من اهم ادوار دنزل واشنطن كفيلن كدوافع الراجل دوت عنده دافع كويس قوي حوله في اللحظه ديت لان هو يرتكب هو مجرم عموما احنا اكتشفنا يعني احنا عارفين ان هو مجرم انه بيعمل حاجات ضد القانون بس كنا دايما حاطينه في البروفايل بتاع الضابط الصايع اللي مش بالضروره فيلن بعد كده بنكتشف ان هو فيلن لان هو ليه هدف معين علشان ينقذ نفسه من مأزق معين فاحنا بنتكلم على حاجه براجماتيه جدا خدته في هذا الطريق وكل حاجه كانت بتمشي في صالحه لولا ان البطل بتاعنا عمل اجود ديد من سذاجته من هيافته هو اللي انقذ حياته وهو اللي قلب الترابيزه بعد كده وعلى فكره دي من لحظه الانقلابات العظيمه في السينما عموما لما كانوا هيقتلوه بيكتشفوا ان هو انقذ اختهم فده اللي بيقلب الترابيزه بالكامل انطون شيجور لا دي حاجه دايما وانت بتتفرج عليه عارف انها بترمز لحاجه
زي ما صلاح قال انت ما ينفعش انت لوحدك كده مالكش معنى، انت لازم تكون بترمز لحاجه، وانا المفروض وانا بتفرج عليك اكون مشغل مخي عشان احللك، عشان اكتشف في الاخر ان اي حاجه هتوصل لها هتلاقي لها مضاد، لان في الاخر احنا بننتصر للعبثيه، ده اللي احنا عارفينه عشان عارفين الكونز. فدنزل ابروتشبل اكتر في رايي الشخصي، الخطبه بتاعته من اعظم ما يمكن، ورائعه انها تطلع من فيلم زي ده، لان اصلا زفت انطون في كو دوت مخرج تعبان انا ما بحبوش. ده بتاع ده اللي عمل نو تايم تو داي، نو تايم ده عمل انطوان، هو عمل جيمس بوند، هو ضيع مستقبل دينزل واشنطن وعمل ده ايكوالايزر والحاجات التعبانه دي. لو سبحان الله تريننج داي طلع منه كده، وكتب السيناريو حد جامد بس انا نسيت هو مين، هدور عليه بقى. انا دلوقتي عمال افكر انا فعلا مش عارف بفضل مين، لا بس انا هروح لتريننج داي شويه. يعني نو كانتري فور اولد مان انا ممكن ابريشيت الفيلم واقدره كل حاجه، بس يعني تقيل شويه، يعني تقيل شويه عليا من تريننج داي. ماشي انا موافق تريننج داي. يا خلاص انت موافق ولا حاجه؟ بس للجمهور انا موافق على تريننج داي. يعني انا بالنسبه لي في بطوله في تريننج داي، قصدي لحظه ان البطل تحول عن فكره الراجل اللي قال يا اخوانا احنا انا فاهم انت بايه. اه بالظبط، انا طول الفيلم عمالين يقول يا ابني انت مش قده، يا ابني انت مش قده، انت مش قده، في الاخر طلع مش قده فعلا. ويعني برضو ممكن نقول انه ده يعني بوردر لاين سلاشر فيلن يعني. انا واي والله مارفل فيرسس دي سي. وين انت كان زمان بتتهم ممكنك ايه، بتحب ايه وبتكره ايه؟ مارفل، انا مارفل فان بوي. انت مارفل فان بوي وبتكره دي سي؟ بالظبط، انا احب كل الناس، ودي لحظه الحقيقه يا محمود. طيب انا بس عايز اعرف مين اللي كاتب سيناريو تريننج داي، خلوني الدنيا 10 دقايق ادور عليه بينما انت بتتكلم. طيب انا بس عايز اقول حاجه، هو دلوقتي طبعا جوكر مع جوكر في دارك نايت مع ثانوس في انفينيتي وور، دي مواجهه انا ما كنتش احب ان هي تكون موجوده، ما احبش ان احنا نشوفها في ملعبنا. دي 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 ده فعل غلط، احنا بنرفضه يا جماعه، ده احنا مش ده على فكره ده الديربي بتاع بجد. عيب يا كباتن، اللي كاتب تريننج داي ديفيد اير، اند اوف واتش وفيوري. اوه ايه ده، وسوسايد سكواد انا لسه. طيب دارك نايت وثانوس. ثانوس في نسخه افنجرز انفينيتي وور اللي هو فيلم هو البطل الاوحد بتاعه، وهو يعني احسن حاجه في الفيلم، في الباك ستوري بتاعته، مشاهده مش باك ستوري قوي بس مشاهده مع بنته. عكس مهدي، انت قلت ان انت ما بتحبوش في انفينيتي وور زي ما بتحبه في لا لا في انا بحب ان جيم اكتر من انفينيتي وور، بس كثانوس نفسه. لا 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 انفينيتي وور طبعا. طيب انا بس عايز اقول انه اصلا انفينيتي وور اولا في حاجه مشتركه بينهم شويه، ان الفيلن مفاجاه الى حد ما مع الاثنين. جايز جوكر ممكن يبقى معروف كاسم شويه عن ثانوس اعتقد، اكيد طبعا، بس ثانوس مفاجاه، لانه حتى ظهوره في الافلام اللي قبل كده كان ظهور كده كان لونه ازرق قوي، وكان شخص تحس ان هو ما كانوش لسه كاستو جوش برولن وكانوا عاملين حاجه سي جي اي تعبانه كده، حاجه من بعيد كده، فقلت يا تمام هاو جود كانت بي، وطلع جود. لا ثانوس هو يعني ممكن نقول عليه يعني بمعنى او باخر ان هو شكسبيريان فيلن شويه، وشخص عاشق للمونولوجات الطويله، وبرده الحاجات اللي هي الاكزيستنشال والافكار اللي هي عنده برده كده، نقدر نقول اللي هي متنازمه الاله او الجود كومبلكس. شايف ان هو بطل بكل الاشكال، عارف ان اللي هو بيعمله ده صح، وعارف ان هو في طريق الصح، وعارف ان هو مش مهتم باي حاجه، ودي كانت حاجه مستعد يضحي عشان فكرته. وحتى هي اسمها ايه، اسمها ايه بنته، جامورا ما كانتش مقتنعه، قالت له بجد تيرز وبتاع، وطلع فعلا ان هو كان كده، هو مقتنع، مع انه في الكوميكس هو كان بيعمل كل الحاجات دي كان بيعملها علشان يمبرس ليدي ديث بشكل او باخر، هنا ادوا له دافع تاني خالص وخلوه صاحب فلسفه. صاحب فلسفه شويه، فلسفه منطقيه الى حد ما. انا كنت مستمتع جدا هو اون كاميرا، وطلعت منه قلت انا بقالي سنين ما شفتش فيلن، حتى مش في الكوميك بوكس ما شفتش فيلن بالقوه دي وبالحضور ده، بس كانت عندي لي ازمه قلبيه صغيره وبالحضور ده وبال شكيت انه مش شغال ولا احنا من الاول يبقى كده بالحضور ده. و لا ثانوس رهيب، ليه كام مونولوج انا حافظهم، وليه كذا لقطه فشيخه، وغير ان هو فيلن عمل اللي هو عايز يعمله بشكل او باخر، والمشهد بتاعه في الاخر لما كان ماشي على البورش وقعد وخد نفسه كده والفيلم خلص، ده 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 ده, ده يعني ده ده فيلن مختلف بكل الاشكال، غير ان هو كوميك بوك فيلن مختلف، هو فيلن
انه اصلا برضو ده جزء يرجع له برضو انفينيتي وور، ان هو فيلم الشر انتصر بشكل او باخر يعني. ودي حاجه غريبه. انا حكيت لك قبل كده احنا كنا عاملين في السينما ازاي، لغايه ما ركبنا العربيه ومشينا كلنا ساكتين مش فاهمين ايه ده، يعني ايه هو في ايه، ايه اللي حصل. فلا تجربه مختلفه خالص يعني. تانوس للاسف هو وقع مع جوكر. عامل ايه طيب؟ يعني جوكر ممكن نقول ان جوكر برضو ليه تاثير يعني موجود محدش يقدر ينكره على فيلنز وعلى حاجات هنا وحاجات بره، وعلى كوميك بوك فيلنز وعلى فيلنز عاديين. الاداء اللي هو السايكوباتي اللي بيتكلم مش عارف ازاي ويقعد يتحرك ويقعد يجي، ما اقدرش اقول ان هو ابتدعها، مش لازم اوصل للمرحله دي، بس كل الفيلنز بتوع اي حاجه بعد جوكر حاجه وقبل حاجه تانية خالص، على الاقل الناس بتروح للسكه عامله ازاي يعني. ثانوس ما اقدرش اقول انه عمل نفس الامباكت ده. جوكر لا، جوكر يا جماعه، جوكر هيث ليدجر مفاجاه بنت لذينه، محدش كان عارف ايه ده اصلا. انا قفلت الحلقه اول ما عرفت الواحد من هنا ياخد. انا 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 يعني انا انا قضيت وقت اطول من اللازم على التعليقات عندي يا صلاح. لا بجد انا انا يعني انا انا ثانوس ممكن في ادوار تانية ممكن يبقى عنده فرصه اكبر من كده بكتير. يعني ثانوس انا ممكن اقول لك فعلا هو شكسبيريان فيلن. الماتش ده في واقع الامر ممكن يكون اسهل مما كان يبدو. اكيد. بس تعالى نقول، عايز اقول حاجتين. انا بحب ثانوس قوي. اول حاجه انا رجعت اتفرجت على انفينيتي وور لاني ما انا شفته في السينما من 6 سنين كده. في متعه مرعبه في الفيلم ده. الفيلم ده متعه فيلم فشار كما يجب. الناس دي بنت حاجه احنا عشناها من 2010، اظن ان احنا كنا محظوظين، وان كان في افكت حصل على صناعه السينما في العالم، تعالى مش مهم، بس تعالى نتكلم ان الصراحه اللي عاشت من بدايه ايرون مان 1 2007 لاند جيم 2008 حاجه كده، احنا شفنا حاجه بتتبني قدام عينينا. صح. بشكل رهيب. ده شيء يعني عبقري. يمكن بيها. في جزء صدفه، في جزء، بس في مرحله كده لما ابتدى يعني. انا اذكر مثلا ان انا شفت مع انا لا ادعي ان انا يعني ملك الافلام او ملك الكوميك بوكس، او بس انا لما شفت جاردينز اوف ذا جالاكسي في السينما وكنا رايحين ومش فاهمين يعني ايه ده، كنتش عارفهم خالص، خرجت من السينما قلت اليونيفرس ده will never be the same بعد اللحظه دي. وفضلت من ساعه ما قلت الجمله دي، انا كان برضو بالنسبه لي دي اللقطه اللي مارفل خدت بالها من ايه، من التركيبه ظبطت قوي هنا، بتاعت الكوميديا مع الاكشن، مع يعني في كده فورمولا وصلوها في الفيلم ده، اند ات وركت مع شخصيات اظن انها كانت فرعيه في اليونيفرس في الوقت ده. انا ممكن اقول ان انا بحب جاردينز اكتر من افنجرز الاولاني. بالنسبه لي انا جاردينز الاولاني، جاردينز الاولاني بحب جاردينز الثاني اكتر من جاردينز. جاردينز الثاني اخره في مشاهد، وللامانه انا بحب جاردينز الثالث اكتر من الاولاني والثاني. انا ممكن اروح للسكه دي. انا التالت ده اثر فيا بشكل، التالت ده مشكلته بس ان هو طلع زهره في وسط كوم زباله فمحدش خد باله منه. لا انا في السينما، في السينما انا كنت منهار. انا بجد الفيلم تقيل قوي. حاسس ان انا شفت التالت بتاع روكت طبعا. في الحته بتاعت الكلب انا دي من الحاجات دي بقى. بص، ما دي افلام ما ينفعش يكتبها بني ادم لوحده، دي في شركه بتكتب يعني. انسى اللي فيه ثلاثه بيكتبوا على، بس دي شركه بتكتب. في مومنت بتاع البنا، المشهد بتاع الكلب اللي هو كوزمو ده، اللي هو من الاول الراجل بيقول له اللي هو لما واحد خد بتاع بيصفر بيها بتاعه الفيلم الراجل بتاع جاردينز اوف ذا جالاكسي، اخدها وعنده الكلب الروسي ده، فهو اخدها منه وعملها في قاله باد دوج، ففضل الكلب طول الفيلم متضايق لغايه ما انقذه في الاخر قال له يور جود دوج. المشهد اللحظه دي يا جماعه، انتوا بنيتوا شخصيتين صغيرين جدا، عملتوا بينهم مومنت يعني. بص بدايه ووسط ونهايه، عملت السيت اب وبي اوف. لا هم شاطرين قوي ده. لا شاطرين. وان كان طبعا انت تحس ان لا، هو كان بعد ان جيم كان كفايه. اللي حصل بعد كده في حاجه غلط، تحس ان عايز تقول ايه يعني، بس بذلوا كل المجهود ده للبنى المرعب ده. في شيء عبقري. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها عشان برضه انا يعني اتشتل معاكم، انا ما بحبش ثلاثيه نولان قوي. انا بحب فيلم دارك نايت، ما بحبش باتمان بجينز. انا مستعد اتشتم معاك. ما بحبش انا بحب انا اوكي مع باتمان بيجينز، وانا وشايف ان دارك نايت از عبقريه بكل تاكيد، وشايف ان دارك نايت از فيلم وحش الحقيقه. انا شايف انه فيلم مش كويس. أي واحد؟ رايزز. رايزز ما
ما انا بقول لك مليان مشاكل يعني، ما مش عايز اوصل لدرجه تقول عليه فيلم وحش، بس اوفر ريتد قوي يعني. دخلنا باتمان بيجينز 2008 اظن او كان في السينما او يمكن قبل، وخرجنا بنقول يا جماعه احنا 2000 الفيلم ده وليه رجعوا يعملوا باتمان تاني والفيلم ده وحش ما بصناش خالص، وكنا قاعدين في شفتوش السينما يمكن ده. شفت الاوقات الثاني شفت في السينما وشفت شفت الثلاثه في السينما، بس انا اذكر اني وكنت رافض اشوف دارك نايت من كتر ما انا ما حبيتش باتمان بيجينز، وشايف راس الهول يعني كان فيلم بالنسبه مش اي معنى، وقع في البتاع يعني ما حبيتوش خالص. فعندي مشكله في ده. البنى اللي اتعمل في المارفل يونيفرس وصولا للحظه بتاعت ان جيم مرعب، لازم نسقف لده. ده شيء يعني كنا سعداء الحظ ان احنا عشناه في رايي الشخصي، ان احنا شفنا الشيء ده. الفيلمين عندهم ادفانتج مرعبه، الفيلينين هنا ان اتعمل سيت اب لكل الشخصيات ما عدا هم في كل الافلام اللي قبل كده، فخدوا وقتهم على الشاشه. يبقى انت دايما عندك مشكله هتدي الفيلن وقت قد ايه على الشاشه. الفيلمين فتحوا بمشاهد للفيلن، خلي بالك هنا في مشهد البدايه بتاع الجوكر، وهنا في مشهد البدايه بتاع هجوم ان الافنجرز او سوري ثور مع ان هو بيكسر السرفايفرز بتوع اسجارد سرفايفرز وثور. في حاجه مرعبه حصلت وغريبه جدا، ان لاول مره في رايي ان يبقى باين قوي قد ايه الفيلن اوفر باورنج بالنسبه لبقيه الشخصيات. انت في حاجه في عالم مارفل، انا لا ادعي ان انا فاهم قوي في عالم مارفل او الكوميك بوكس، ولكن دايما ولا احنا بس احنا بنفتي انا بقول انا بهز في دماغي ايوه قول لي وانا اقول لك ايوه بس دايما الريفرنس بتاع السوبر هيروز هتعمل ايه ضد الهالك صح. دايما يعني دايما في فكره مين هيعرف يضرب الهالك او الهالك هيعمل ايه مع فلان، دايما ده في الديبيت ده عند الناس الهاردكور. هو خلص الديبيت في اول لحظه ان قالوا وي هاف ا هالك، دخل الهالك ضربه قام قال له سيبه هو بيحب التمرين، هو بيحب ومكسحه وفضل الهالك مقبوس وما رضيش يطلع ثاني الفيلم كله. فدي لحظه يعني اظن لك انها بالنسبه للناس مهمه برضه ليها سيجنيفيكانس عند لا لا لان الناس ممكن تقول ما هالك ضخم لتحديد ميزان القوه بالظبط. ثم قام عامل حاجه اعلى ان ام لوكي متمسكن عليه، فطلع ان هو هارش ان لوكي عمل شويتين فلو هي لو مخ ولا عضلات هو كسب الخناقتين في اول 10 دقايق. فانت من اول لحظه قلنا لك لا الفيلن ده اوفر باورنج يا جماعه، الراجل ده جامد جدا، الجدع ده ما بيخ يعني ما حدش هيقدر عليه. فدي لا تكمل فدي اظن مختلفه شويه عن اي فيلم تاني، ان انت ما استنيتش يعني حتى في داي هارد حتى بتاع لا انت شويه لغايه ما عرفت الموتيفز عرفت اغلب الفيلنز. الحاله بتاعت سانوس دي غريبه جدا، مختلفه والحاله بتاعت نهايه الفيلم غريبه جدا. ومن الحاجات اللي انا كمؤلف يعني ادعي اني ان ان كنت مستغربها انها ما حصلتش، ان كنت ليه كنت متخيل ان فودي يتعمل مسلسل في لحظه ما بعد فرقعه ثانوس بصبعه عن العالم اللي فقد نصه. ما اعرفش ليه ما عملوهاش، هم عملوها في حاجات ثانيه لا يعني هم بس مش لا بس يعني وندا فيجن وبتاع هم هربوا قوي من ده لان كانوا عايزين يجروا ان هم ينزلوا اند جيم لانه خافوا يحصل حاجاتكم الفيلمين منهم سنة. لا هم رجعوا بعد اند جيم بس كانوا اللحظه دي يعني يستاهل يبني لها حاجه، ولكن هو كل اللي اتعمل عمل وحش. هو على حلوة. فكره هو انا سمعت ان كان في اقتراح انه الفيلم يخلص بعد السناب، ما تعرفش ايه اللي حصل. ده كان من اقتراحات اللي في الاول. واضح تبقى واضح واضح هم عارفين بقى السناب تيس فينجر ايه بقى اللي حصل. اي شوت سنه اشوف دول بقى لصوني. فخلي بالك حصل احسن. البنى ده في حاجه ثانيه على بنى الفيلم ده مش مبني كفيلم يعني مارفل اتقنوا ده، بس هي بنت قوي 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 في فيلم افنجرز اظن من سيفل وور لا يمكن من وينتر سولدر. سيفل وور ابتدوا يبنوا افلامهم كمسلسلات، لو بصيت على الفيلم هتكتشف ان هو عباره عن حلقات مسلسل متلزقه في بعض. قلت كده فاكر لما كنت بتخانق معاك وبقول مش فاكر انت كنت واحد من الناس اللي بتخانق معاهم ولا لا بتخانق معاك في وقت ثانوس يدخل هذا المكان، ثانوس يدخل في حرب في هذا المكان، ثانوس يطلع بالسكون وياخد بعضه ويمشي، ثانوس يدخل هذا المكان. هي حلقات مسلسل يعني متلزقه في بعض ابيسودك والله كنت عامله مونتاجها جدا يعني انا اظن فاهم هي بتتكتب كحلقات انلايك اند جيم. اند جيم از ا فلوي موفي في تدفق بس عشان كمان كل كاركترز تديها وقتها خلاكم هو تشالنج مرعب. بس ان كم الشخصيات اللي طلعت في الفيلم ده يا جماعه
تدي لكل واحد وقته ويبقى عنده المومنتس. انت واندا وفيجن يعني بنهزر واخدين وقت على الشاشه كبير جدا. بس انا عايز ايرون مان هالك ومشكلة. لا طبعا الاتزان ده عبقري. انا عايز اقول حاجه بس ان جيم يعني ممكن ميبقاش ايبيسوديك بس هو ماشي في سكه ان هو ميموريال. انا كنت عارف اللي هو عارف في الاوسكارز لما بيبقى في ناس ماتت مثلا وكاتبين اساميهم في الاول. انا كنت حاسس ان احنا ماشيين كده في اللي هو تعالوا نسترجع. بس حاسس ان دي ان اكسترا رورد على فكره الناس كلها وهي مستنيه ان جيم. ما كانوش متوقعين ان هو هيرجع يقفل. لا هو 100% انا اتبسطت من ده. بس يعني بدايه اند جيم انا حضرته في السينما مع اصدقائي مارفلوية جدا وكانت ناس بقى رايحه معاها اللي ماسك شاكوش واللي ماسك الايد ثانوس. انا عندي جنطي رحت مع انا اتخضيت. ده كان شكل السينما الساعه 1 بالليل. ده كان المنظر ويعني تفهم قد ايه الماجنيتيود بتاع اللي حصل. اغرب سينمتين دخلناهم ان جيم طبعا وسبايدر مان نو واي هوم. اغرب تجربتين في حياتي يعني. ففي حاله من ده طبعا انا مش عايزين بس النط بس ان جيم اللي عمله برضو دخلت العشر دقايق الاولينك ايه ده يا جماعه خلصتوا الفيلم وبعدين عملتوا. لا دي من اللحظات اللي هو واو انا انبهرت. بدل الفوكال بوينت بتاعه انطلاقه ان جيم عبقريه لانها مش ايبك. اول مشهد مع مين؟ ان جيم لما راحوا لثانوس. هوكاي اول مشهد في ان جيم مع هوكاي لما كان رونن. لا مش لا لما ولاده راحوا في البليب. صح فده الموضوع بناتشل يعني. انا حاسس ان احنا اتكلمنا على ثانوس كتير قوي وادينا له حق. احنا عايزين ناخد القرار. مش عارف ليه يعني. انا بس اللي عايز اقول لو ممكن يعني خلي الجوكر الماتش الجاي. يعني ايه يعني خلاص يعني نتكلم عنه في حاجه ثانيه عايز تقولها. لا انا بس كنت عايز اقول الفرق بينهم انه يعني لو هنختزل الفيلن ده بيتمحور في ايه. واحد اناركي بيور اناركست والتاني بيور باور في كل حاجه كنترول او كومبليت باور. ولكن ده عنده ذكاء وعنده مانيبيليشن وعنده حاجات كتير. الحاجه برضو اللي كنت عايز اقولها على موضوع ان الاثنين بيقول لك استفادوا من فكره ان هما جايين على ما بني من قبل. ان اديت لهم وقتهم على الشاشه. انت العادي بتبقى عايز تدي عمرك ما هتعمل فيلم 50-50 ما بين البطل والفيلم. بتدي 70-30 واتيفر يعني في حسابات. لان باتمان له فيلم كامل حكى كل الاوريجين ستوري. قدر يقعد اول 10 دقايق مع الجوكر براحته لان التانيين قعدوا 8 سنين ولا 10 سنين من الافلام كلهم. قدر ان يدي لثانوس وقته. يعني دي حالتين يا جماعه مش ده العادي في الافلام. دي افلام جت في وسط افلام. صح. فخدت وثانوس اكتر طبعا عشان افلام اكتر وحاجات اكتر يعني. صح جدا. ولكن بس انا بحب ثانوس برضه. باي باي ثانوس. هم اللي عملوا كده. انا ما يعني احنا ممكن نختلف في الضلع بتاع الكتابه ممكن نختلف في الضلع بتاع الفلسفه التاثير على الهيرو والكلام ده كله ولكن في البرفورمانس الفرق كبير قوي قوي قوي. اورايت هانيبال ليكتر يقابل جون جيرل ايمي جون ولا دان مش فاكر دان. هانيبال ليكتر سايلنس اوف ذا لامز جدلا مش هو الفيلن بتاعنا في سايلنس اوف ذا لامز. الفيلن الحقيقي هو قاتل محترف اسمه بافلو بيل. انتوني هوبكنز هو الخبير اللي بيلجأوا له علشان يساعدهم وبنكتشف في الاخر انه كان بيلعب على الحبلين وانه عنده فلسفته الخاصه بيه اللي بيتم اسمها ايه نكسبلورها نستكشفها بشكل اعمق شويتين في افلام اقل شويتين زي ريد دراجون وزي هانيبال. على فكره هم فيلمين كويسين بس اربع افلام. في فيلم كمان هانيبال رايزنج او حاجه كده اللي هو بيرجع يشوف الاوريجين ستوري بس هو وده مش انتوني هوبكنز. غير انتوني هوبكنز. لا انا بتكلم على الافلام بتاعه انتوني هوبكنز. ودوره في ريد دراجون اكبر واصعب. يس فريد دراجون البدايه اصلا بتكتشف هو اتمسك ازاي. بس يمكن اكبر مساحه ليه على الاطلاق كانت في هانيبال اللي هو الفيلم بتاع جوليا مور الجودي فوستر ما رجعتش فيه ولا عملت دور ده اللي في ريليوت. وفي واحد من اصعب المشاهد الجروسم في مشهدين جروسم من اصعب ما يمكن يعني. بس الايكون هو سايلنس اوف ذا لامز. يعني احنا لو عايزين نشوف الافلام اللي هو طبق فيها الفيلن السايد او الجانب الشرير بتاعه او الجانب الدموي والكانيباليزم والامور دي كلها هو عملها في الاثنين التانيين اكتر. بس هنا خلي بالك هو هنا على عكس ثانوس والجوكر ما استفادش في الجزء ده من ان اتبنى قبل كده. يعني انت بترجع من كتر ما الشخصيه علمت ناس. طبعا هي روايات اظن كان موجوده قبل كده okay. بس هي ان انت بتعرف عنه اكتر في افلامه الثانيه يس انكلودنج الفيلم الاخرين اللي هو هانيبال رايزنج ثم مسلسل. يعني
انت ما تعرفش قصته غير من ده. فهو هنا السكرين تايم مأذي من فكرة ان لا انا عندي مواضيع تانية وعندي فيلن اللي هو بافلو بيل وعندي دور كلاريس اللي عملها جولي فوستر. جولي فوستر عندي ده. فما خدش وقته يعني ما خدش وقته على الشاشة اكيد، ولكن اللي تقدم منه واللي تقدم منه زي ما بيقولوا كده بيليف يو وانتينج مور، اللي هو خلاص انت انا انت مش يعني سايلنس اوف ذا لامز فيلم بايع نفسه وبايع فيلمين تانيين من قبل ما نتكلم. هو لو في هانبل فانا عاوز اكتر بكل تاكيد. هانبل الجنان اللي فيه هو انه بيقدم لك من البدايه كابوس لهذه الشخصيه، ان انت خايف من ان التامينات اللي محطوطه حواليه تامينات مبالغ فيها جدا جدا جدا، ومع ذلك هو بس يعني هو هق كلاريس مرتين فاهم، وطر الدنيا كلها. طبعا ما شفتوش في السينما، ده انتاج 91، انا شفته في الفيديو. لا حاجة انا ما شفتوش، كان طبعا عينيه بيخوفونا، انا كان الافيش بيخوفني طبعا. بس اللي كان مرعب يعني بتفرج على فيلم فيديو والامور كانت مرعبه جدا جدا جدا، ورغم ان هو مؤمن يعني ده راجل خلاص ده مقبوض عليه، ده جوه سجن ممكن يعمل ايه ومقفول وبعدين الابداع بتاع الفيلم انك في منتصف وبتشوف هو ممكن يعمل ايه، بتلاقي بيعرضك للفرصه انك بتشوف هو يقدر يعمل ايه، ودي من اكثر الحاجات اللي في الدنيا في البروفايل بتاع الشخصيه. روزفلت بايك جون جيرل، هل احنا تزولنا قوي في جون جيرل؟ بالامانه بقى خلاص يعني الكريز خلصت وعد عليها 10 سنين، هو احنا كنا متزولين قوي في جون جيرل ولا العمليه كانت باينه من الاول؟ لا انا بالنسبه انا للاسف انا ما شفتوش تاني من ساعه المشاهده الاولى في زمنه. لكن كان له وقع طبعا، الفيلم كان مختلف جدا. لا انت قصدك مزاوله كان احنا انت قافش ان هي فيلن ولا قصدك ايه؟ انا قافش انها لا اتخطفت ولا ماتت ولا حاجه. انا للاسف للاسف الشديد وقت ما نزل الناس كانت عماله تقول يا لا وي ده انت مش عارفه ايه. بالظبط، فده بالنسبه لي كده. ولكن انا مش عايز احرق لكم جون جيرل يا جماعه، بس انك ايه ده هم. بالظبط. الشيء الغريب هنا انه رغم ان فيلم سايلنس اوف ذا لامز هو فيلم فيمينست جدا، هو فيلم نسوي بشكل رهيب، على عكس الفيلم الثاني هو فيلم يعني فاهم انا اويه ومفترق مدمر للاجنده النسويه. لو انا مش غلطان انا تقريبا قريت ان ديفيد فينشر وبروديوسر مش فاكر جاري اولدمان ولا حد تاني، حد من البروديوسرز قرروا يعملوا الفيلم ده عشان هما الاثنين عندهم هيستوري مع اكس كانت مطلعني وحاكت يعني انا قريت بس تاكدوا منها زي انصن دي كده لان انا مش فاكر المعلومه دي، بس هما داي موتيفيتد يعني ان هما يعملوا الفيلم علشان كده. جون جيرل انا شفته اعتقد طبعا شفته وقت ما نزل وشفته بعدها مره، واعتقد ممكن يكون شفته مره ثالثه، وكل مره كنت بحبه اكتر من مره اللي قبلها. جون جيرل من الافلام دي بالنسبه لي ومن اكتر المشاهد اللي بحبها اللي هو مشهد عادي جدا بس بحبه فشخ بتاع بين افليك وبيرمي الزباله بره، معرفش ليه معرفش، بس هو مين برضو كتير هو طالع كده بيرمي الزباله وراح باصص على البيت كده مش عارف يرجع ولا لا وراح داخل. انا بحب المشهد ده جدا، بحس ان انا حاسس باللي هو فيه، عارف لما تكواش من كل حاجه اللي هو انا بفكر اهرب عارف. وكان برضو من الافلام، انا عارف ده طبعا كومبليتلي ايرليفنت يعني، بس التريلر بتاع الفيلم ده كان حلو فشخ لو انا فاكره صح، لان التريلر كان ماشي في سكه انه حد بيتهم بين افليك بحاجه، وكل شويه في لاين لبين افليك بيرد، حد بيقول حاجه بين افليك بيرد، حد بيقول حاجه بين افليك بيرد. فكان راسم احنا ماشيين في سكه ايه، ان في حد متهم ان هو عمل حاجه معينه، وتعال نشوف القصه دي هتمشي ازاي. فالتريلر كان معلق معايا جدا، ما حرقش حاجه. وطبعا هو اكيد فينشر ما كانش عايز يحرق اللفه بتاعت ان كادون عظيم. في مشهد تاريخي اللي هي لما اكلت صاحبها الشاشه وهي بتسود، وصوت تحس عامل زي عارف لما تحط تبقى في نبض فيز لايك ا بولس، ان هو في حاجه كده عماله فاهم تعمل كده والدم عامل عيب. المشهد ده بس احنا ما شفناهوش في السينما. ما شفتوش في السينما برضو، انا شفته في البيت. لا وهي ليها حاجات، عملت حاجات وضربت وشها بمفك ومش عارف عملت اكنه اغتصبها لما جابت الواين وهي وقعدت ربطت البتاع في ايديها. وفي مشهدين ليها انا بحبهم، لما قالت له I killed a man for you who else is gonna say that وبتاع، وكان بصص لها بخوف، وبعد كده وهو قاعد على السرير دخلت له قالت له I would never ever hurt you وهو بصص لها اللي هو فشخص لا شخص سايكوباتي. وفي الاخر خالص بيضطر ده اكيد مش ابنه، ويضطر يتعامل مع الموضوع ويأكسبت النيو فاميلي دي، وهو حاطط يعني جزمه في بقه وما يقدرش يعمل حاجه فيها، وهي بشكل او باخر الفيلن هو اللي كسب. ده يرجعنا لنقطه حل تاثير وجود هذا الفيلن على البطل برضو، ادى ان هو يتحسن من نفسه
انا مش حاسس ان في الفيلم دوت بالتحديد لا البطل ولا الفيلن وبروفايلاتهم كانوا الاساس، هم مجرد اداه لتقديم القصه، الاعلام بيعمل ايه في القضايا المباشره والراي العام ممكن يحرك الدنيا عامله ازاي، وازاي ان في مانيبيليترز لهذا الموضوع، ان في ناس الحركه ومقه اسمها ومقه الايماءه يعني بتاعت العين، الهدوم، الطريقه الابتسامه اللي في وقتها غير مناسب ازاي بتحرك الدنيا والبوصله بشكل كبير. هما بالنسبه لي اثر ثانوي مش اثر اساسي. ده شيء غريب جدا الفيلم ده مثلا قبل موضوع ميتو اللي هو في ناس طبعا في ناس كتير تستاهل، في ناس اتظلمت، او فكره ان الاعلام يعني الكونسبت ده راحوله كتير في افلام اللي هي فكره ان يا جماعه مش كل حاجه برده كده، يعني مش اي حد بيقول حاجه، دي تقدميه شويه، ده سبق الكونسبت ده، لان خرج بعد ميتو بسنتين ثلاثه ابتدت الناس تقول على فكره مش كل اللي اتقال كان حقيقي. انا بس حابب اقول انه في الفيلم ده انا فاكر جدا اداء اخت بن أفلك، الممثلة دي بدورها انا معلق معايا جدا، مش فاكر اسمها، كاريكوني تهيألي، مش فاكر، بس هي طلع في فيلم جديد نازل في السينما، مش فاكر شفتها في تريلر. انا عارفها حاجة كمل هتأكد لك، دورها بخور من نفسي لو جبت دورها في الفيلم كانت الاخت اللي هي اعقل من اخوها، يعني انت عارف ان في اسئلة مطروحة عن البوسيبل انسست ما بين الشخصيتين بجد؟ في ناس كتير بتفسر ان هو فعلا يعني الادعاء اللي تم طرحه كفكره مجنونه قوي ان هو في حاجه مش طبيعيه ما بينهم هما الاثنين، في واقع الامر شيء حقيقي. بالعكس انا ما حسيتش كده، وكان عاجبني ان هي علاقه كاريكون عليا نعمه جمال جدا. كانت طلعت تقريبا في فيلم جوست بوسترز لو انا مش غلطان، يعني شفتها في تريلر وقفشتها على طول، يعني كانت شكلها متغير خالص في جونجر، بس كان عاجبني الديناميك بتاعها هي واخوها دي، ان هي مثلا مش اولد لافر مثلا ولا مش عارف ايه، يعني اخ واخته وفي فاميلي دايناميك كده بشكل او باخر بيحاولوا يساعدوا بعض، وهي الاخت الاعقل منها، كانت توين او كانت حاجه كده، كان عاجبني الدايناميك ده جدا ودورها كان معلق معايا شويه. بس جون جيرل بقى مين يختار؟ هانيبال ليكتر قلبا وقالبا. ووردن نورتن، بوب جونتون، شاوشانك ريدمشن ممكن يكون اضعف بروفايل لممثل. هو ووردن نورتن ده طلع في ايس فنتورا لو انا مش غلطان، والله يمكن الممثل لما كان بيغيظه كان عامل جوز زمان. لا لا لا, لا. هو مش ووردن نورتن ده تقريبا شفت ايس فنتورا 2 والنيتشر كولز لما كان بيعمل له بالشوكه والسكينه كده، وكان حاسس اي ثينك سو، فعشان كده بروفايل اكتر مش جامد قوي. شاوشانك ريدمشن 1994، بيل ذا بوتشر، دانيال دي لويس، جانجز اوف نيويورك 2002. الاوسكارز ايه بقى هنا؟ وينر ولا حاجه، بس انا متهيألي لان المساعد يعتبر اسمه ايه؟ ريد. ويتهيألي مترشح بس ما كسبش برضه. شاوشانك ريدمشن هيستوريكلي ما كسبش ولا اوسكار. فعلا. مترشح لحاجات كتير ما كسبش. يبقى نكسبه بقى. كنت هقول لك ايه، شاوشانك ريدمشن هذا كان من المرشحين للخروج، ولكن صلاح عمل كيسة قوية جدا ليه ما قدرتش اقاومها بصراحة، اذا فانت اللي لازم تشرح لي. شاوشانك ريدمشن اظن انه من لستة اهم افلام عند ناس كتير، هو الفيلم الافضل في التاريخ بالنسبة لي، وانا في رأيي الشخصي انا مش قادر اقول الكلام بس عشان ما يعني فاهم، بس انا جمد قلبك يا عم، الفيلم الافضل ليا وفي رأيي الشخصي ان جزء من قوه الفيلم لا علاقه بقوه الفيلم ده، لو الفيلم بتاعه مش بهذه القوه ما كانش هيبقى له هذا الافكت، والفرحه بتاعه او اللحظه في لحظه الانتصار اللي حصل في اخر الفيلم والتغلب على هذا الرجل من اول لما بيشوف الصوره وبيقول هي بيقول له مش عارف ريدمشن لايز هير او حاجه زي كده، لما بيشوفها فبيلاقي اللي هي وراها الخزنه وخدها، ثم البوستر وفتحه البتاع، وعلى فكره ده مين برضو اللي هو بتاع الخرم فاللحظه التاريخيه دي والراجل ده بيعدي. انت عارف السؤال المنطقي اللي عمال يتسائل على الموضوع ده، هو لزق البوستر ازاي بعد ما عدى؟ هي حلوه بصراحه بس يعني. يا عم دبل فيس بلو تاج يا عم بخاف. فقوه الفيلم ده هي من قوه الفيلم، وده اللي يفهمنا يعني ايه لما الفيلن يبقى كويس بيخلي الفيلم كله يبقى جامد. طب ازاي بقى الفيلن كان ليه قوه في الفيلم وازاي كان هو انت كنت بتقول قبل كده ان هو
دايما الفيلن ده لازم يبقى بيتحكم ولازم يبقى مش عارف ايه ولازم تبقى كل حاجه. ازاي هو كان بيعمل ده بقى في انت في التريتوري بتاعته، انت في السجن بتاعه، هو مسيطر على كل شيء من اول هم هياكلوا ايه، هيناموا فين، هيحميهم ولا لا، هينزلوا عند المغسله اللي فيها الناس اللي بتغتصبه، هيديله المكتبه، هو مسيطر على كل ارجاء حياته. فانت في هذا الضغط بيقدر الراجل بتاعنا ده تكتشف انه اذكى منه بالعلم وهو مسؤول عن حريته وعن حياته كل حاجه. فالراجل ده مسيطر على كل نفس للبطل بتاعك، وانت مش عارف هو هيقدر يخرج من ده ولا لا، وبتتصور انه مش هيقدر يخرج من ده. يعني ما اظنش للحظه ان حد كان متخيل ان اندي ممكن يهرب خلص. فلما من لحظه الجزمه وابتسامه اندي، المونتاج ده كله للحظه لما بيخبطه وما بيفتحش، انت بتدخل لحاله السعاده دي، لانه واو ايه ده، هو عملها ازاي. فلو ما كنتش عشت كل الضغط النفسي ده على البطل بتاعك، ما كنتش هتحس بنفس النشوه دي في انتصار. يعني هو ممكن ده بيرجع لكاركتر الفيلم، ممكن يكون هو الـ يعني كان تجسيد للظلم وللكنترول وللكل وللاختصار، كل حاجه متجسده في اكتر من كده. ده ارخ من خلاله تاريخ من الكوربشن امريكا عاشته فعلا، اللي هو كيفيه استخدام برنامج السجون في معرفش مين، وانتقالهم من المكان الفلاني للمكان الفلاني. الفويس اوفر كان بيقول لك انتوا تفتكروا الكلام ده حصل قدامكم، ما هياش حاجه خياليه بالكامل. يعني الحاجه الثانيه ان انت برضو انت في الاول لما بيخش عندي السجن بتشوف الظلم اللي بيحصل له، وما بتتخيلش ان الراجل ده هو في ايده. بتفتكر في الاول ده الحراس دول شويه مساجين في بعض، فاولاد كلب بيغتصبوه، ده مش عارف ايه، حتى لغايه ما تكتشف ان لا، ده هو عارف دبه النمله. هو في مشهد تاريخي بيقول له انا انزلك عندهم تاني يعملوا فيك كده. انت عارف يا ابن اللذين، انت عارف كل حاجه، انت مسيطر، انت ما بتتخيلش كده. هو حتى دي هو مسكها. فلا هو بالنسبه لي فيلن، يعني بقول لك جزء من حب الناس للفيلم، لو شفته تاني النهارده هتكتشف ان الفيلن ده كان مسيطر عليه. بيل ذا بوتشر على الجانب الاخر ممثل تاريخي، ادواره ايقونيه، ما اظنش ان طبعا بالعين بالسكينه مشهد التقطيع مع الكلام، طبعا ده من التكنيكس اللي في الكتابه المعروفه، اللي هي فكره انك لما تقطع حاجه لو عندك مونولوج طويل فتخلي الشخصيات تعمل حاجه عشان تكسر حده مايزنر المونولوج الكتير اللي هو بيقعد يقطع اللحمه ويتكلم. فطبعا مشهد تاريخي، قصة في الآخر تبدو قصة بسيطة. فيلم أميتاب باتشان عمله كتير، اتقتل الأب، اتقتل هو البلد الصغير بيكبر عشان يرجع ينتقل، قصة عادية جدا. يعني من أضعف أفلام سكورسيزي من وجهة نظري بصراحة، ولكن إخراجين هو فيلم جامد. آه لا بس إنه على مستوى البنى للبرودكشن ديزاين وشكل الشخصيات وشكل لبسها والتفاصيل دي، لا هو فيلم إخراجين إنك بنيت العالم ده بتفاصيله، لا ده جزء مهم جدا من. انا مش عارف، انا شفته زمان وفاكره طبعا، بس يعني انا حاسس ان السحر اللي في جانجز اوف نيويورك اللي بيخليه فيلم مهم بجانب الكاست بتاعه والامور اللي احنا عارفينها السينمائيا، ان ايه هو دانيال دي لويس بس. لا فكره ان الكلام دوت هو تاريخ نيويورك الحقيقي، تاريخ امريكا الحقيقي اللي محدش كان ممكن يتصور، لانه حتى مش صحيق قوي لدرجه ان هو في الاخر هو عنده في منتج في الاخر مش احلى حاجه التايم لابس اللي بيحصل. أيوة. على مكان دفنهم بيقول لك دي حد يعني ده مش من مليون سنه، يعني ده اول امبارح. الواقع بتاع البلد كان كده، وطريقه حكمها كان كده، طريقه التعامل مع الديمقراطيه دي من الانجلز اللي الناس كتير بتنساها جوه الفيلم، فكره الانتخابات وكيفيه التاثير عليها والحاجات دي، انها كانت يعني انتخابات بس بقوه السكينه والسطور في الاخر، هي عصابات في بعض. أيوة. كانوا مدورين الدنيا، والبرودكشن ديزاين بتاع الفيلم حلو قوي، تلوينه حلو قوي في حته بيسموها الساتوريشن بتاعه الازرق والاحمر والامور اللي انت عارف ان دول اول لونين جم في بالي، ازرق واحمر جدا. طبعا ده برودكشن ديزاين محترم وتلوين. صح. محترم 100%. صح. واداء الراجل رائع. يذكر له بالنسبه لي في البروفايل بتاع الفيلم بتاعه، لما بيعيط في مشهد معين وبعدين ما تبقاش عارف هو انت بتمثل ولا بتتكلم بجد ولا ايه، لما فكره احساسه بالخيانه
من ان الولد اللي هو اتخده تحت جناحه بيكتشف بعد كده ان هو كان بيبلوت ضده. فهو لما لما الولد دوت بيطلع وبيعمل اول عمليه ضده وهو بيتكلم للمأمور او البتاع وانت المفروض تحقق في مين اللي قتل الارنب اللي معرفش مين, بعدين ابتدى يعيط وما بقتش عارف انت بتمثل ولا بتتكلم بجد ولا ايه الموضوع. بالاضافه طبعا لمشهد تمكنه من ديكابريو نفسه لما كان بيقول له cut his heart قال لك this boy has no heart, فهو كان متالم فعلا. وده موضوع انه في جانب عاطفي للفيلن بتاعنا. تصور الاكسبلوريشن بتاعته كويسه. الكاستنج تشويس بتاع كاميرون دياز كارثي, ويمكن هو دوت هقول هي نقطه ضعف في كارثي حاجه غريبه على مستوى الكتابه وعلى مستوى كل حاجه. الكاركتر فيه مشكله بتاع كاميرون دياز, ما اعرفش حاجه ملهاش هي اضعف حاجه في اصلا. هو ليوناردو دي كابريو يعني حتى مش حاسس ان هو يعني كان عادي جدا, ما كنتش هو برضه مش اقوى ادواره. خلي بالك ده اول فيلم كان يعمله مع سكورسيزي ولا عمل دي افيتر قبله؟ لا ده فيتر بعده, فيتر 2007 2004 حاجة. فيمكن هو بس يعني كان مسمرايز شويه فكره انه هيشتغل مع سكورسيزي يعني. بس ما كانش اختيار موفق يعني. ما اقدرش اقول ان حتى ان الكاست كله يعني هو دانيال دي لويس هو اللي انقذ الفيلم. هو خلي بالك دي المشكله, انت بتتكلم النهارده لو هتحط شاوشانك ريدمشن قدام جانجز اوف نيويورك لا طبعا كفيلم قصاد فيلم المنافسه واضحه. لكن لو هتحط فيلن قصاد فيلن بأداء دانيال دي لويس هو ده الصراع الصعب يعني. بنتكلم على الفيلن, ولكن انا رايي بقول لك الشخصي ان شاوشانك الناس بتتغافل عن قوه الفيلن اللي ادى ان الفيلم ده يبقى صح. دي الجمله. هو برضو تحسه حد بيورك ان ذا شادوز شويه, مش حد صح. ملوش مشاهد فيها اداء يعني. انا ما اعرفش هو ممثل جيد ولا لا يعني حقيقي. يعني الدور بتاعه اهم منه هو كشخص ككتابه او كده. لكن صح. دانيال دي لويس عندك الاثنين, عندك الاداء وعندك الشكل وعندك الشنب بتاعه وطريقته وهو بيكلم نفخه الشنب كده وعينيه ولبسه يعني حاسس ان ده كاركتر فيلن اوضح على الاقل, او بيجي في بال الناس لما نقول فيلن بس. لكن باللي انت قلته طبعا على واردن نورتن يعني ايه ده؟ لا يعني برضو يخليك تفكر شوية يعني. لا ما انا بخليك تفكر, عايزك خليك تتصوص. مشهد الباي في شاوشانك لما بيجيب طبي انا التجسيد بتاع الشر بتاع هذه الشخصية لما بعد ما بيموت له الولد التاني وهو بيقعد في السجن. زي ما حدش خد باله الولد ده شبه حرائي جدا يا مش فاكره شبه محمد حرائي بالظبط. لما كان بيقول له خلاص بقى يعني كل اللي في ايدي اعمله دلوقتي هو انه خلاص مش هشتغل معاك ومش هعمل لك العمليات الوسخه بتاعتك, قال له الموضوع مش بايدك, انا ممكن المكتبه بتاعتك ديت احرقها لك هنا واصحابك دول انا ممكن اضايقهم وارجع ارميك في المغسله. انت فاكر نفسك انت بقيت بني ادم وعايش عز بسببي وانا ممكن احرمك من ده كله في ثانيه. فرجعه غصب عنه يعمل العمليات بتاعته. وعبقريه الفيلم اللقطه بتاعت لما بص للوردن بص بتاع الحارس وقتل الولد, اظن دي لقطه تاريخيه محمود مش هتنسي اللي هي قال له يعني انت كذا كذا وبيبتلع. على فكره هو ممثل حلو في الحته دي انه لما قال له وقال له يا ابني دي امانه لازم لازم اتاكد منك انك بتتكلم بجد. لو وقفت قدام قاضي ومعاك البايب قال له هتحلف اقول يلا بينا دلعوا يا لولو جامد علق له الرمان. طيب ستيل صعب. انا اختياري واضح من الاول, فانا مع شاوشانك هسيبكم لبعض. انتوا قلت انت بصيت لي عارف اسمه ايه يا دينو. انت عندك موضوعين معلقين دلوقتي لو مش عارف تفتكروا والبوت بتاعتك سعيد صالح لما كان عادل امام لما كانوا بيبصوا لبعض. هقول حاجة. مش هقول قلبي وعقلي بقى المرة دي جو هصلي استخارة وده عريس ما يترفضش مش هعمل الجو ده. انا حاسس انه كتقل لا والله بجد كتقل فعلا لشر يعني. انا مثلا وارد النورتن ده ممكن اكون من جوايا ان الراجل ده انا عايز امسكه اسكعه كام قلم. انا فعلا شخص بغيض صحيح. فككره كحد تبقى كارهه هو في السكه دي جدا ممكن يكون اكتر يعني بوتشر ممكن تمام يعني قشطه تمام في كاريزما كده ما وبتاع مش عارف ايه وبتاع. يعني انت اصبحت فيلن علشان عركه في الاخر طبعا يعني تمام. هو التاني ما كانش احسن منك قشطة. يعني ده خلي بالك البوتشر في الاخر هو عايز مصلحه الناس بتاعته برضو, لكن ده سيلفش تماما يعني ادم شيء بغيض هو بغيض يعني ده في سكه الفكر اللي احنا شلناه بتاع نوكتورنال انيمالز ارنتيلين جونسون. لا
اللي هو شخص تشوفه تبقى عايز تمسكه تديله كام قلم كده تقول له انت بني ادم وضيع، فده بيمثل الوضاعه اكتر من كده. فانا احس ان انا عايز اقول شوشانك ريدمشن. انا عملتها ازاي دي؟ انا مش عارف انت عملتها ازاي. بس بقول لك ايه، هو تقريبا كاتبه في الخساره في الاخر. مش عشان حاجه، هو ممكن يكسب بس فاهم نخسره برضه. انا قفلت الحلقه لما شوشانك ريدمشن خلص. المباراه التاليه فرانك كاستيلو جاك نيكلسون ذا ديبارتد، ولا منشن في الاوسكارز. كومودوس امبرور كومودوس خواكين فينيكس جلادييتر، اعتقد في ترشيح. اوكي انت قلت جلادييتر كسب، انت قلت حد قال كده ولا لا؟ خواكين فينيكس كسب اوسكار عن جلادييتر ديفينتلي. لا ممكن يكون ترشح بس. طب انا بتشك ماشي. انا 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 فيلم ذا بارتد انا بحبه جدا. وما اعرفش احنا مش فاكر احنا اتكلمنا عليه قبل كده ولا لا، بس انا فاكر دخلته مع اصحابي في السينما واحنا صغيرين شويه، وفاكر ان احنا قعدنا طلعنا منه بنتريق عليه انه كله مات في الاخر. ده الراجل اتزنق ثم مات المشاهدون جميعا. ولكن لما اتفرجت عليه تاني وكده، لا فيلم جميل جدا. خواكين فينيكس مرشح ولا ميافوز؟ لا ميافوز. فديبورتد جاك نيكلسون بالنسبه لي هو ذا رايزنج ستار، يعني في مش رايزنج ستار قصدي، هو الحاجه الكبيره اللي ماسكه الفيلم ده بجد؟ مع بعض يعني في ذا ديبورتد انا شايف كده بجد؟ اكتر من شايف ان ديكابريو عظيم في الفيلم ده، بس شايف ان جاك نيكلسون لا. المونولوجات بتاعه جاك نيكلسون هو بيتكلم معاه وكده ليه حضور رهيب. أوكي. على فكره انا ملاحظ ان في ناس كتير، في فيلنز كتير قوي طلعوا من قدام ليوناردو دي كابريو. يعني بحس ممكن ليوناردو دي كابريو ممثل طبعا مفيش حد يختلف عليه، بس افتكرت معلومه ظريفه دلوقتي، هو في ترشيح واحد للاداءات التمثيليه في ذا ديبورتد. انا عارف مين. مين؟ مارك وولبرغ. مارك وولبرغ ولا واحد من الناس بتفتكره. ومارك وولبرغ هو كان دوره فشيخ برضو. بس يعني طبعا كان ثانوي شويه. جاك نيكلسون لا، جاك نيكلسون ليه ادواره وهو بيعلم، ولما كان بيضرب الراجل بالجزمه عشان يكسره ده مشهد وحش جدا. مشهد وحش جدا. ليه مشاهد، في مشهد طبعا ليوناردو دي كابريو لما كان قاعد بيفتكر الراجل اللي هم دخلوه رماهم باللعبه بتاعه العيل الصغير في ظهره، وكان بيعيط، كان في مزيكا كده شغاله، والمشهد لما لا ماي هاندز دونت شيك، وكانت معموله بالجرافيكس اللي مستحيل دي كابريو. بس جاك نيكلسون لا، جاك نيكلسون ليه حاجات، ليه مشاهد كتير قويه، وشخص فعلا يعني مشاهده تبقى بتستناها اكتر من مشاهد ليوناردو دي كابريو من وجهه نظري. عايز استنى هيقول ايه، عايز اشوف هيعمل ايه، عايز اعرف الراجل ده اب تو ايه، بيفكر ازاي، بيعمل ايه وكده. وفي الاخر التويست ان هو يطلع هو رات بشكل او باخر، دي برضو ضافت له شويه، دي ممكن تضعفه شويه ان هو هل هو فيلن. ان هو يعني لو هنفترض ان فيلن مع الخير ومع الشر، لو هو مع البوليس فده معناه ان هو كويس، ولا هو معناه ان هو وحش؟ هو بكل تاكيد، لان في انشطته الاجراميه المباشره كان مقطع جثث وقاتل ناس وكل حاجه انت عايزها. ف يعني قصدي مش لازم يبقى شر مطلق، يعني ده ممكن كده. هو بكل تاكيد هو شخصيه مختلفه تماما عن واكين فينيكس. شخص متردد جدا وجبان جدا، وفي كل الحاجات اللي تخليه برضو ما تحترموش كبني ادم باي شكل من الاشكال. هو شخصية ضعيفة وحقيرة، وكل عوامل القوة والحكمة اللي كانت عنده والده مفقودة منه، لدرجة ان والده كان مقرر انه مش هيسيبه يسيطر على الحكم منفردا، لانه هو مش محلف، لانه غير مؤهل لدوت. وبعد كده بيقرر انه والده دفعه في طريق انه علشان يحصل على ما يستحق لازم يعمل تصرفات اجرامية، وسلك هذا الطريق ولم يتوقف لحد النهاية. وهو يعني يصنف تحت برضو فكرة الفيلن السايكوباتي في حد ما، لانه غير مستقر عقليا وغير هو مستقر بكل مستقر. شكل بكل شكل من الاشكال مش يعني هو بس تحسه يعرف هبل امسكوها طبله، يعني هو عارف حد مجنون ماسك مسدس في ايده، فاللي هو انت مش عارف بس ده بس ده شرير. ايوه طبعا طبعا. بس قصدي هو في الليفل اللي هو يعني مش عشان هو منسنج وعشان بيخطط وعشان كده، بس هو حد اولا ما تعرفش مورالز بتاعته، ما تعرفش اخلاقياته عامله ازاي، او انت عارف ان هي وحشه، ما تضمنلوش حاجه، ما تضمنلوش رياكشن، ما تضمنلوش تفكير سوي في اي حاجه. فشخص ما هي دي الميزه بتاعته، حتى لو بيعملها مش بشكل ان هو ذكي وغير متوقع، هو بشكل ان هو ملوش امان، لان انت نفسك بني ادم وضيع. فهي الفكره في الحته دي، مسيطر على اقوى امبراطوريه في التاريخ. دي برضو حاجه بالظبط، يعني تخيل هذا المجنون ماسك هبل مسكوه طبعا، فده شيء برضو يحسب له.
هما اثنين مختلفين خالص عن بعض. لا 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 انا كنت بقول التعقيب ده بس انا بقول بس ان هما مختلفين جدا عن بعض. طبعا جاك نيكلسون في دوره وفي ذا ديبورتد انا بحبه جدا برضه. طيب بص خليني اقول لك رايي في الموضوع ده. ديبورتد انا من الافلام اللي دايما رايي فيها ما بتعجبش الناس قوي. انا شايف انه فيلم حلو بيعجبني كتير في تفاصيله ولكن انا اعتقد انه مش افضل افلام مارتن سكورسيزي. وفوزه بالاوسكار للاخراج عن هذا الفيلم ليه علاقه بالمنافسه اللي كانت معاه وليه علاقه بان بينسب له دايما ابداع ما في المشروع دوت على مستوى التماسك لان ما حدش تخيل ان هو هيبقى كده لان هو متخيل من انفيرنال افيرز فيلم من هونج كونج والفيلم الهونج كونجي جزئين فكل الناس كانت متوقعه ان السيناريو دوت لما يندمج هيبقى حاجه كومباكت جدا وملهاش اي معنى دايما بينسب له الفضل داخليا لان طبعا برضو احنا عمرنا ما بنعرف هو كاتب السيناريو عامل ايه ومش عامل ايه والمخرج ضاف ايه وما ضافش ايه هم من جوه باعوا البيعه ان الانجاز ده كله بتاع مارتن سكورسيزي ان هو اللي خلى دوت كله ممكن. جاك نيكلسون بروفايل فيلن انا مش ماسكه مع كل اسف لانه حتى الانشطه الاجراميه اللي هو كان بيعملها ملهاش فايدة مباشرة عليه احنا فاهمين ابعادها. يعني انت عامل عملية تهريب لمايكرو بروسيسورز ولا معرفش مين دي جت منين وراحت فين ما بيهمناش. انت بتعدم شخصيتين في نقطة من النقاط دول جايين منين ورايحين فين ما بنعرفش. في نقطة معينة بتمسك ايد مقطوعة وبتسلك منها خاتم دي بتاعت مين وايه الحكاية ما بنعرفش. انت بس عاوز تبين ان الرجل دوت حقير وجروسم ومعرفش مين. make no mistake he's a villain. لا عشان ما تسالش السؤال اللي انت سالته من شويه اللي هو بتاع الاخر في الاخر لا اللي هو هو اه ده هو ده كان بيبلغ الاف بي اي اذن فهل هو فيلن مش فيلن لا تعالى تعالى ادي لك يعني. خمسه سته سيكونسز ادي الفرصه لجاك نيكلسون انه يستعرض ياخد بقى راحته ويعمل الحاجات المجنونه بتاعته زي مشهد المطعم والرات والبتاع اللي ضربها والمعرفش ايه والحاجات دي واؤكد لك ان هو بكل تاكيد شخصيه شريره حقيره يعني ده تأكيد على ان جاك نيكلسون جوه الاحداث او الفيلن اللي هو فرانك كوستيلو اصلا مش مهم يعني احنا نفسنا كان عندنا الديبيت بتاع ان الفيلن الحقيقي في هذا الفيلم هو مات ديمون بس خلاك اللي مسيطر وان شارج هو جاك نيكلسون يعني في الاخر هو اللي راكب طبعا انت عارف الرسمه اللي هم عاملينها جوه الفيلم معموله ازاي ان في الضابط الولد وفي الشايب يعني في ولد وفي شايب في الحتتين الشايب اللي هنا اللي هو مارتن شين والشايب اللي هنا اللي هو جاك نيكلسون وبعد كده في المقص اللي بيحصل من ان ده بيروح تحت عباءة ده وده بيروح تحت عباءة دوت واللعبه بتشتغل فهي دي اهميته هو الشايب ممكن اقول رايي فيز. غريب او يعني مش غريب قوي انا رايي الشخصي يعني ان جاك نيكلسون غير موفق في التمثيل في الفيلم خالص اوكي وان سكورسيزي ما عرفش يسيطر عليه تماما يعني لسه اتفرج على الفيلم قبل ما انزل انا شايف ان تمثيله مش شبه الفيلم هو بيمثل الجوكر تحس وحش دور الجوكر اللي عامله زمان فقرر يجي يعمله في الفيلم ده هو الوحيد اللي كده حد بيمثل يعني اداؤه في الفيلم كله فيه قدر من المبالغه مش قصدي مبالغه الرجال كتير هو المخرج مش عارف يسيطر عليه اللي هو معانا جاك نيكلسون فخلاص هعمل شويتين بتوع جاك نيكلسون الاداء مش شبه بقيه الممثلين خالص لما بتشوف ديكابري بيمثل بتحس ان في فرق سنين ضوئيه في شكل التمثيل التمثيل كمان بتتطور جاك نيكلسون ممثل مبدع جدا بس اسلوبه ده انتهى سنه 90 في التمثيل اللي هو الجامد مع احترامي طبعا تاريخي واخد اوسكارز بالبتاع بس تشوف فرق تمثيل ديكابريو سنين ضوئيه ككواليتي بتاع دلوقتي النوع التمثيل بتاع جاك نيكلسون ده التمثيل اللي احنا بنحبه في مصر انا شايفه اوفر ده التمثيل اللي بنحبه في مسلسلات رمضان في الحاجات دي لو شفته النهارده لا انا بالنسبه لي ده مخرج مش عارف يسيطر على الراجل فدي ازمتي معاه مش فكره هو يعني انا وصلت لمرحله اللي هو يا عم خلاص انت جامد طب يعني كفايه بقى انت فاهم تو ماتش المشاهد اللي انت تقول تحس ان في مشاهد معموله عشان نقول ده عشان نعمل كذا عشان نعمل كذا عشان يبين قد ايه هو وضيع قد ايه هو خسيس قد ايه هو انكنترولبل الموضوع شويه كتير على الجانب الاخر جلاديتر دي فكره ابليس فكره اختيار الانسان اللي هو انت ليه اخترته وما اخترتنيش طب انا حواليك ان انا اجمد منه التركيبه على قد ما هي تبدو ايه ده دي سهله قوي والاكزيستنشال راح من على فكره والتاني هو في الحته بتاعت الدوني براسكو وارض الخوف اللي هو اللي عاش مع الحراميه والفكره دي
بس انت هنا عندك فكره انا حواريك ان انا احسن مني، عندك فكره قد ايه. خلي بالك انت الصراع هنا يبدو متكافئ في الاخر، ده عصابه مافيا ضد البوليس او ضد الاف بي اي. الفكره ان في راجل اندر كفر فهو عليه خطر وفي رات وكده. لما تيجي تبص الناحيه الثانيه انت راجل عبد يواجه الامبراطوريه، يواجه الامبراطور في ده في البطوله المرعبه، في ان حتى وهو بيواجهه في الاخر راح للحظه الخسه بتاعه الفيليناتي اللي هو قام ضربه بالخنجر وقام مكمل عليه، اللي هو انت الاخر لحظه واطي انت فاهم. ف زي ما بقول لك البطوله يواجهها ال ده. خلي بالك هو حتى في وسط يعني عشان برضو البطل يبقاش قوي في ديبورتد خلى ديكابريو بينام مع الدكتوره النفسيه، فبرضو بيلوز عشان ما يبقاش ابيض قوي في وسط الجري كتير. الناحيه الثانيه لا انت ده عمل البطل الكلاسيكي اللي قتل له عيلته وقتل له مراته وقتل له ابنه وده بقى عبده وده بقى يعني كل القصه اللي هي التاريخيه الهيستوريكال اللي يمكن مش بقيت بتعمل تاني. البطل القوي ده بيقول لك اللي بزياده. فعندي مشكله انا حاسس ان خلي بالك انا عندي يواكين فينيكس انا من ايام الفيلم ده وانا مقتنع ان الراجل ده مضطرب نفسيا فعلا. انا مش مقتنع ان هو بيمثل، انا مقتنع ان هو عنده ظروف اصلا، عنده حوار اخوه اللي خبك ريفر فينيكس ده مات قدامه انت عارف. هو اتكلم هو اللي مكالمه ال 911 موجوده لحد النهارده بصوت يواكين فينيكس وهو طفل صغير. حاجه صعبه، ممكن تلاقيها اونلاين اكيد اكيد. ويقال ان ريفر فينيكس ده كان اسطوره في زمنه. انا شفت دوكيومنتري عنه قد ايه، وكان يعني انا شفت له ادوار بس ما كانتش حاجات جد، كان بيعمل حاجات في عالم الممثلين كان ده كل الرهان عليه وده اللي جامد وده كده. وهو مات في ايه وهو اللي عامل مكالمه مان وان. اه تصدق انا كنت نسيت، بس طول عمري بقول لك انا بحس ان الراجل ده يا جماعه سايكو فعلا. الناحيه الثانيه بقول لك انت بتعمل الجوكر، انت وحشك الدور جيت تعمله في الفيلم ده. الراجل مش شبه حد تاني في الفيلم. وعلى فكره وولبرج اوفر انا والفيلم فيه حتت من ان احنا عايزين نبقى كليفر ونبقى تارانتينو شويه كده. إيه ان في حتت حوار كليفر ومشاهد عايزه تبقى كليفر ونقول كلام غريب، تحس الممثلين شويه بيرتجلوا باين. انا بالنسبه لي شايفها بحسها اختيار ايه مش قادر يعني. انا الحقيقه رجعت اشوف بلاديتر تاني عشان اشوف الايفكت، بس زي ما بقول لك انت خليته يبقى هيرو يعني من وضاعة الفيلن وباور الفيلن وسيطرة الفيلن. الثاني عمل يستحب. بطولة مرعبة جدا جدا من انه بقى عبد وطلع تاني 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 في المواجهة ده. ومشاهد اللي بقى ان هو في وسط الحلبة الجلاديترز وزي بيقودهم ويشوف استخدام ان هو كان راجل الجنرال زمان ولا الليدر والحاجات دي في وقعة عليا وانا طفل وانا بشوف الافلام دي كنت منبهر بماكسيموس اوريليس ككاركتر. على الجانب الاخر اكيد في ناس شايف ان انتوني هوبكنز وعمل الفور اسمه ايه جاك نيكلسون وعمل الفور وعمل كده مش عارف. انا شايف انا بالنسبه لي حتى لو انت بتقول ان اداؤه مبالغ فيه وكده، بس انا حاسس ان هي اتوركت يعني كان لايق. انا شايف انها اتوركت وبتبيع او بتبيلد اب للي هيحصل في الاخر انه بيفقد السيطره، فالابرنتس يعني بتاعه بيقرر انه يتخلص منه لانك خلاص بقيت وايلد كارد ومحدش ضمنك وبتاع. حاسس ان اتقدس عنده برضو جنون عظمه كده وشايف نفسه قوي. انا مشكلتي بس زي ما بقول لك ان المشاهد بتاعت الانشطه الاجراميه بتاعته لا ليها كوز ولا ليها كونسيكونس، لا ليها اسباب ولا ليها عواقب. انا بس كنت ببقى مبسوط وانا بتفرج عليه اكتر يعني لما بيطلع الكاميرا، وما كنتش متضايق من الانفعالات بتاعته او اي حاجه. سكورسيزي حب يتشقى في الفيلم ده اللي هو تكنيك انه ما يبقاش نوفل. انت برضو في اسمه ايه ده في كازينو وفي جود فيلز بتحس انك بتقرا كتاب وانت بتتفرج على الفيلم. اوكي بالناريشن بالفي او انت بتقرا الكتاب، فما فيش الكتات اللي من غير سبب، ما فيش النطات اللي مش يعني ما تحسش ده. انت هنا ترك ويجيب الايد مش عارف ايه ويجيب اتنين بندفنهم يعني عمل ده شويه تكنيك كم جديد على سكورسيزي في الوقت ده في رايي، انه عشان يفرقوا كمان عن افلام المافيا اللي كده. قد يكون ده اخر افلامه كويسه يعني، اللي بعد كده انا ما بحبهمش قوي. ليه بعد كده عنده ايه سكورسي؟ عنده ذا وولف اوف وول ستريت. لا ماشي اوكي. لا الراجل كان عنده سايلنس، مش انا مش بيك فان اوف سايلنس بس جود بس. وعنده في الاخر كيلرز اوف ذا فلاور مون ده ويستد اوبورتيونيتي جدا. واسمه ايه ده ايرشمان ايرشمان انا حبيته جدا. ده يا راجل حبيته جدا، شفته على كم مره؟
مروحت شفت مروان القاهره، انا كنت مربوط في الكرسي يا راجل. انت اللي قعدوا، انا مشيت يومها. انا قعدت يا راجل، انا قابلتك يوم، انا يوم المهرجان كان حفله الافتتاحه وكان جنبي حد مش هقول هو مين، فبقول له انا مش قادر انا تعبت فانا عايز امشي. فقال لي ما نستنى ربع، فقلت له واحنا في عزم المخرج يعني مش حد. ففعلا وانا كنت قاعد تقريبا اول صف اليوم ده، فبنلف ورا لقيت الناس كلها ماشيه. طبعا موقف حقير من جمهور مهرجان القاهره يا جماعه، عيب اللي انتوا بتعملوه ده، ما تمشوش كده الافلام، عيب. انا كنت كابتيفيتد بذا ايرشمان بصراحه، ومن كبار الفانس لو، بس ما هوش فيلم الواتشمان. انا يعني ممكن ادي لك دي، هو يتشاف مره مره كمان علشان تفيل ده جابس، بعد كده صعب قوي خلاص مش قادر. بس انا يعني مش عايزين احنا ما بنتكلمش عن ذا ايرشمان، ولو ان روبرت دينيرو ممكن يصنف كفيلم كويس، بس ما علينا. بس ما. اوكي لا لا، انا في هذه المباراه هفوت جلاديتر خواكين فينيكس، لان الاداء التمثيلي في جلاديتر بشكل عام ينسب ليه فضل كبير قوي في بيع حاجات ما تتباعش. يعني الحدوته بتاعت جلاديتر ديت، انا لو جبت واحد قعدته جنبي وحكيتها له يقول لي ايه الخرا اللي انت بتحكيه، حاجات مش منطقيه ولا تتقاد على بعضها، والالعن من كده انها تاريخيا مش دقيقه. يعني طبعا الكلام ده ما حصلش طبعا. فاللي هو انت مألف حدوته عليها عشان تدراماتيزها، وبعدين تقعد تتفرج على الممثلين باعوا ايه. على فكره جلاديتر حتى على مستوى السكريبت مش حلو، فيلم رخيص، فيلم ايه يا جماعه انت بتقول مفيش حاجه تقولوها. يعني جلاديتر بجلاله قدره مش كوتبل، مش هتفتكر منه كلمتين ثلاثه تردهم بعد كده بس تقريبا مثلا. انت عارف ان هو يعملوا جلاديتر 2 دلوقتي؟ يس. في بول ميسكل، بول ميسكل دينزل، كله قاعد في واشنطن. قعدوا 20 سنه، بقاله قد ايه دي؟ 30 سنه، 30 سنه اظن، من 2024 سنه. ايه 24 سنه ان هم عشان يعملوا الجزء ده؟ تعرف ان الموضوع صعب. طب إن لا ده في سكريبت اتعمل منه جزء تاني. ما انا في سكريبت سمعت ده اصلا من الاساس، انا مش مشكله بس وقته كان حدث. الالعن بقى ان في فيلم تاني بيتعمل له جزء تاني دلوقتي برضو، حاجه غريبه جدا. اللي هو هيت. بس كان هيتعمل نوفل، هيتعمل نوفل الاول. هو اتعمل بالفعل النوفل موجوده اعتقد. يس. هيعملوا ريبوت بناس تانية بموضوع تاني؟ مش ريبوت، بريكول من وجهه نظر فينسنت يتهيألي. اوكي. طب وطبعا مش باتشينو يعني. يعني طيب انا اي فوت خواكين فينيكس. انا بفوت جلاديتر برضو. ايه ده؟ لا انا يا جماعه، انا صريح، انا حبيت جاك نيكلسون، هفضل ان انا حبيته وكل حاجه، انا برضو معاك، انا مش سخط عليه للدرجه بتاعته، بس انا حاسس انه برضو نوعيه الفيلن بتاعت واكين فينيكس برضو يعني لذيذه، جديده شويه، او مش جديده يعني، قصدي انترستنج. يعني مشهده المفضل بالنسبه لي لما كان بيكلم ابوه فاكر ان هو بيرضيه وبتاع، انت بتحاول تخمد نار مستحيل تتخمد، اللي هو أيوه. التاني كان بيغلي ومش قادر، وانتهى المشهد بقتله، فعظيم يعني. All right. قتل ابوه، مفيش برلين اكتر من كده. قتل ابوه يعني. اخر مباراه في دور 16، احنا داخلين على ساعتين على فكره. بجد؟ طب يلا نجري. لا نجري فين؟ ده كالفن كاندي، ليوناردو دي كابريو، جانجو انشيند 2012، يقابل فينسنت، ده كل اللي نعرفه عن اسمه. توم كروز كولاترال 2004. انا حاسس في حد المفروض هو يبتدي يتكلم الاول، لان في طرف هو كان متمسك بيه قوي. كولاترال طبعا. كولاترال اليد بكولاترال. فيلن صاحب فلسفه، سيريال كيلر يعني كونتراكت كيلر، هو جاي عشان يقدم وظيفه لاغراض ماديه بحته. بروفايل للاسف رغم انتشاره في السينما بشكل عام، ولكن على الترابيزه ديت اندر ريبريزنتد شويتين. مره من ثلاث مرات يتهيالي في تاريخ توم كروز بيلعب فيهم فيلن. انا فكرت على فكره ان انا اجيب انترفيو، فكرت اجيب انترفيو ذا فامباير. ماجنوليا اوكي، يعتبر عامل شخصيه سلبيه، مش فيلن بس شخصيه سلبيه يعني. فينسنت هنا عامل زي الزائر اللي بيخش على الفيلم بتاعك يغير من قدر البطل بتاعنا، ويدفعه لعدد من القرارات المتخصصه بمستقبله. لو انت كنت من شويه بتشير لان تاثير الفيلن على تحسين البطل بتاعنا بيحدد كتير من مصيره، لكن انا مش بقول ان هو حسن البطل بتاعنا، ده حسني انا شخصيا وانا بتفرج. لان
لا بكلم على توم كروز. توم كروز كولاترال. أيوة. لما كان بيقول له كل شويه انت ايه كان عنده المشروع بتاعه انه عايز يعمل ليبو كومباني وبتاع. بيقول له ما بتبتديش ليه؟ بيقول له لسه الظروف ما اجتمعتش والدنيا ما جاتش. عارف انت عندنا احنا في الكريترز بيقعدوا يقولوا ايه لسه طالب الكاميرا ما جاتش وعايز اجيب مايك وعاوز اجيب اضاءه معينه وبتاع. فالتاني قال له يعني انت كل اللي محتاجه انك تحط داون بيمنت على الليمو وانت وات ذا فاكر يو ستيل دوينج درايفنج تاكسي. انا يوم ما استقلت من اخر فول تايم جوب كانت الكلمه العماله بتتردد في مخي وات ذا فاكر يو ستيل دوينج درايفنج تاكسي. المهارات بتاعت الفيلن بتاعنا في الوظيفه بتاعته استثنائيه، بنشوفها على ارض الواقع ازاي بيخلص العمليات بتاعته وايه الفلسفه بتاعته ومساحه للارتجال وبيعرف يتصرف والخطه الكبيره اللي هو كان رسمها من البدايه وبيمشي عليها. مرسال عبثيه بكل تاكيد، لان اصلا اللحظه الاولى في الفيلم بتثبت انه كان على بعد خطوه من ان الفيلم ده كله ما يحصلش. هو راح للبتاع خبط له على الازاز، التاني كان ملهي في حاجه فكان سايبه يركب كان سايبه رايح يركب تاكسي تاني لغايه التاني ندهه ورجعه. فالفيلم كله كان ممكن ما يحصلش في اللحظه دي. كل حاجه كانت ماشيه على الخطه اللي هو كان رسمها من البدايه لولا اللحظه اللي بطلنا بيتمرد فيها. وعلى ما يبدو ان التمرد ده جيب تشجيع منه هو شخصيا لما جرأه ان هو املك مصيرك فراح قلب العربيه بيه. هو كلمه على البنت، تكلموا على البنت مع بعض ولا لا؟ ما كلموش مع البنت مع بعض. هو عرف في الاخر ان هي دي التوقع. هو عرف من التابلت بتاعه ان هي ديت البنت. لكن طب هسألك سؤال معلش، انت كنت بتقول ان هو عنده فلسفه معينه، ايه فلسفه توم كروز؟ ان احنا كلنا سائرين في الحياه لا يمكن ملاحظتنا. هو معتمد في الاساس ان هو الطريقه اللي بيعمل بيها شغله بيخش في بلد بلستة يقتل الناس من خلال سواقين تاكسي ويقتل سواق التاكسي ويمشي ومفيش حد في الدنيا هيلاحظه. محدش هيفتكر ده مين. وكان بيقول له على خبر اراف جورنان عن راجل ركب المترو ومات وفضل يلف في الخط 3 4 مرات قبل ما حد يلاحظه. وسبحان الله دي كانت فور شادوينج لان هو دوت اللي حصل له في النهايه. الفيلم بتاعنا فيلم بروفيشنال في المقام الاول، ومن اللحظات الساحره في رايي الشخصي انه في الاخر لما بيخش في جن ستاند اوف معاه وبيضربوا نار على بعض في اللحظه اللي هو بيتلقى فيها الرصاصه بيرمي المسدس بتاعه خلاص. وقعد قعده كده كانت وقعد وخلص. يعني انا مش عايز اكمل الخناقه معاك، انا مفيش بوينت، انا يعني مش هدفي ان انا اقهرك ولا ضايقك ولا اعملك، هي العمليه خلصت وانا هموت فانتهينا، مفيش داعي ان احنا نكمل اي حاجه من الموضوع. اداء رائع لتوم كروز على فكره، ويسوقني ان الناس ما بتفتكروش. بيقولوا عليه عشان ممثل ما بيعرفش يمثل وبيعمل ادوار فيها مش عارف ايه وهو مش ممثل كويس، وانا شايف ان هو ممثل كويس وبس بيختار ادوار معينه. يب. هو توم كروز نموذج البطل الهوليودي الذي لم يخرج من النطاق ده. يعني كل الناس اللي كانت بتنافسه هو الوحيد اللي له حالات قليله انه خرج منها كلها. واظن انه كان خروج موفق انه خرج من فكره صحيح. الهيرو راح عمل الدور ده، دي خطوه عبقريه وده دور تاريخي له بشكله بشعره الابيض. يعني الراجل ده عمل دور يعني اظن نجوم كتير قوي خافوا يعملوه. هو مين المخرج بتاعه؟ مايكل مان صح؟ طبعا انت خدعتنا في كولاتر ان احنا كناش يعني انت اصريت عليه وجبته ما كانش في الليسته بتاعتنا، فانا ما شفتوش من زمان جدا فمش قادر اتكلم عليه قوي. لا انا شفته ما شفتوش من زمان قوي بس شفته من قريب، ما توش شفته من زمان ففاكره يعني. لا انا مش فاكره قوي، ولكن هو هنا في الفكره بتاعت انه حول التاكسي درايفر انه يبقى هيرو. الراجل اللي كان حتى الصوره اللي حاططها ما بيحلمش باي حاجه في حياته وعايش اليوم بيوم عايز يسافر تحول لانه محتاج ياخد موقف في حياته يبقى بطل، وده عمل اللقطه دي. فبالتالي احنا بنتكلم على تركيبه الفيلن والبطل التقليديه اللي هي ان الفيلن اثر في البطل فخلاه يبقى بطل، او اثر في هذا الشخص العادي فخلاه يبقى بطل. لو كان اختار اي حد تاني فعلا ما كانش ممكن، كان ممكن كل ده ما يحصلش. على الجانب الاخر ده ما حصلش في جانجو. هما فيلمين الحقيقه، وفي فيلم الاولاني بتاع اللي هو اول ساعة اللي هو لما جابوا وعملوا ودخلوا البلد وعمل كل الحاجات دي، ثم يلا بقى نروح عند الجماعة دول. والفيلم خلص على فكرة، هو جابوا الاول عشان التلاتة وقتلهم وخدوا فلوس وبتاع عملوا مونتاج وبعدين قالوا طب يلا بقى نروح نجيب البنت. فده فيلم وده فيلم. انا عندي مشكلة في ده، يعني ده بالنسبة لي كنوع كتابة شوية هو نوع كتابة مش احلى حاجة. عندي مشكلة في تارانتينو انه عبقري جدا كمخرج، عبقري جدا كمؤلف، لكن افلامه على بعض انا الغالبيه العظمى في العشر سنين اللي فاتوا ما بحبهمش. بتحب المشاهد لكن ما بتحبش الفيلم. جانجو بالنسبه لي
انا موتوني. تتاكد ان المايك بتاعك شغال وانت بتقول كده؟ ممكن تقول بنفس الطريقه قولها تاني. جانجو، جانجو بالنسبه لي من الافلام اللي كل مشهد لوحده حلو، بتحطهم على بعض بيعملوا فيلم مش حلو، ودي حاجه يعني تارانتينو بيعملها كتير. فالفيلم ده فيه قدر من المشاهد الحلوه والمونولوجات الحلوه والحاجات، لكن على بعضه الكاركتر بتاع ديكابريو بالنسبه لي مش بقوه الكاركتر بتاع سامويل جاكسون. سامويل جاكسون هو بالنسبه لي في الجزء الثاني من الفيلم هو الفيلم، هو ده الكاركتر اللي عنده الصراع واللي عنده اللحظه واللي انت قاعد طول الوقت بتبص عليه، هو انت ليه كده؟ الحته الديرنج بتاعت قد ايه ديكابريو عنصري عملها قبل كده على فكره تارانتينو كتير، انه كان بيعمل كاركترز عنصريه وبتتكلم بالده اللي هو الناس بتتخض منه. طبعا من ضمن المشاهد الايقونيه والتاريخيه مشهد الكي كي كي لما بيروحوا وبتاع، والمشهد ده كله هنلبس مين اللي جابه ومين اللي خد. وعلى فكره هو مشهد ممكن يتشال من فيلم طبعا، وما عملش اي حاجه في المشهد. بيقول لك هو تارانتينو عنده ده، هو بيفتتن بمشاهد بيعملها حلو جدا. فيلم لو انت شفت افلام ويسترن قبل كده انت شفت ده كتير طبعا. الفكره انك بتشوف ده بواحد اسود بتشوفه، فانت مش متعود على ده في عالم الويسترن، فده الحته الديرنج الجديده. والشوت اوت اللي في الاخر انت مش متعود على النوع ده من المشاهد، لو بتفرج على ويسترن كتير في اماكن مقفوله وبالشكل ده. لكن انا يعني مش عارف، مش يعني هو اصلا الكاركتر بتاع ديكابريو في الفيلم ده اتقدم قبلها في النص الاولاني اللي عمله دون جونسون. ايوه هو بالظبط، وكان عنده بعض العوامل الجذابه الحلوه قوي في حته لما كان بيقول له يعني اعامله زي ما يكون اوايت، اعامله زي ما يكون راجل، لا انا ما تعامليهوش زي ما يكون عبد، بس ما تعامليهوش زي ما. فهو في تركيبه، في غلط في تركيبه الفيلم. بقول لك انك شفت فيلم اول ساعه ثم بنشوف فيلم تاني، دي مش انا فاكر عمرو سلامه وقتها كان كاتب حاجه كان بيقول لك ان اخر يعني تلت تقريبا في الفيلم ده ترنتينو عمل يعني اكنه تف في وش الجمهور، مش فاكر التشبيه يعني، بس قال لك ان هو عمل حاجه. لو عايزين تشتموا حد اكونت عمرو سلامه مفيش انا ما يعني مفيش حد في الدنيا يتوه عن اكونت عمرو سلامه بكل تاكيد. عمرو هو اللي اثر عليا وهو السبب في اللي قلته. لا انا فاكر ان هو ده كان تشبيه. لو اي حد في الدنيا مش عارف الاكونت بتاع عمرو سلامه فانت بتفر على تويتر، لقيت واحد حاطط بولتس جوه التويته بتاعته يبقى عمرو سلامه. لا انا قصدي بس ان انا فاكر ان انا شفت كده، بس انا ما كنتش متفق معاه. انا شوت اوت لعمرو سلامه ده احنا بنهزر، سوري. لا انا بس الفكره ان انا كنت عاجبني جدا يعني الشوت، مشهد الشوت اوت ده ممكن يبقى ضد اي حاجه الفيلم رايح سكتها، هو فجاه في النص كده حد قرر يعمل اي حاجه. انا عندي مشكله واحده مع جانجو انشين، فكره وهو كررها مرتين عموما، مره كانت ريوردنج ومره كانت ريوردنج في الفيلموجرافي بتاع كوينتن تارانتينو بشكل عام. فكره ان لما الشر يتمكن من الخير ومفيش اي حاجه في الدنيا تمنعك من انك تقتله، بس انت ما تقتلوش عشان انا لازم اعذبك الاول وبيعك في المعرفش مين وبتاع. يعني احنا كنا في شوت اوت وهو موت الناس كلها وفجر الدنيا بتاعه وبعدين استسلم، ما موتوش ليه؟ نفس الموضوع ده كان اتزنق. لا مش ما استسلمش، هو كتروا عليه باين او حاجه. طب ما موتوهوش ليه؟ بعدين لبسوه هم دي نقطه عملها قبل كده في كيل بيل لما برضو اخو بيل ضربها بالنار وبدل ما يموتها راح دفنها، بس دي كانت ريوردنج لان مشهد طلوعها من القبر ايكونيك طبعا بكل تاكيد. خلي بالك من حاجه، هو تاثير الفيلن على البطل بتاعي مش كبير هنا، لانه اوريدي هو تحول، تم تدريبه وتمرينه وعنده هو اللي في النص الثاني او النص الخاص بديكابريو، هو بيحاول يعمل على نفسه كنترول ويسيطر على نفسه. هو ده الموضوع على فكره، هو هيقدر يستحمل كل هذا القدر من التهزيق والاستهزاء والسخافه وان البنت ويجيب له سكال ويعمل له تشريح كل هو ده الموضوع، ان قد ايه الراجل بعد ما انت شفته بقى جامد قوي هيقدر يسيطر على نفسه قدام الوقاحات والسخافات دي، ده الموضوع. لكن هو الحقيقه هو وصل للبطوله والبتاع في اول ساعه، هو وصل ايه يعني كان بالنسبه له ايرليفنت طول الفيلم. هو الفكره يصادف ان هي دلوقتي معاه، لكن هي ملهاش هو ما لهمش علاقه ببعض اصلا. انا بس افتكرت هو اصلا لو انت انا اسف يعني كبنى فيلم، لو انت هي دي المين جول بتاعتك قعدت سنتين تعمل ايه قبل ما تروح لها؟ ده شيء يدمر اي سيناريو في العالم. ايه مره وباونتي هانتنج مش عارف، بس هو جايز قال مثلا او يعني مش عارف ما فكرش في الاوبشن ده او ما كانش اوبشن اصلا، او الراجل وعده بعدين او قال له انت نفسك في حاجه كده مش فاكر.
شكرا. بس انا فاكر بس جانجو انشيند معلومه الناس بتحبها قوي على فيسبوك ان ليوناردو دي كابري عور ايده بجد. عور ايده بجد وهو بيخبط على الترابيزه وفضل يعمل كده وكان باين ان هو متوجع ولكنه لم يقف ولم. وزي كان في حد كان بيقول لك هل تعلم ان كريستوفر نولان قام بزراعه شاف كم فدان من الذره واحد قال له يا اخي خرب بيت ام الفدانين. الحاجه الثانيه اللي برضو زي ما قلناها في كولاترال دي كابري يعمل هذا الفيلن ونعمل جديد عليه بالعنصريه مجردا بقى من كل حاجه في كل نجوميته من كل حاجه انه يعمل ده دور برضو ده اختيار دايرين جدا ده اختيار مش سهل خالص. واظن هو الانجم في الفيلم ان هو يوافق انه يطلع ساعه يطلع بعد ساعه نجوميه ويطلع الدور ده ويتقتل الحاجات دي يا جماعه. بس نقدر نقول ان هو هيستول ده شو بشكل او باخر حتى هو كريستو فولتس يعني ما نقدرش نقول هو برضه سامويل جاكسون شويه سامويل جاكسون طبعا دوره انا لسه ملاحظ حاجه غريبه قوي ان كنت اقولها لك ان هما الاثنين في العادي كويسين بس عملوا ادوار شر شويه. يا وفي حاجه تانية الانتاجونست في الفيلمين جيمي فوكس ده هو مش نجم حد المفضل بتاعي على فكره. حلو انا ما بحبوش انا اصلا ما بحبوش ده شيء غريب جدا انا بحسه مش مركز بحسه ممثل انا حبيته بس في هوربل بوسز لما كان الفيلن الراجل هو مدر فكر اسمه مدر فكر لما كان بيشرب الشفاطه كده بص يمين وشمال كان جامد فشخ في الاخر ولا فكر وجايبين له شنطه الفلوس 10000 دولار طلعوا اصغر بكتير من الشنطه نعمل ايه طيب لا هو فاكر ده الحجم ده طالعين لجيمي فوكس يعني دي حاجه برضو غريبه وهو ما استفادش بعدين يعني النهارده جيمي فوكس ما اظنش انه مصنف للتوب. خد بقى تريفيا اكتر من كده جيمي فوكس لم يكن المرشح الاول انه يقوم ببطوله لا الفيلم ده ولا الفيلم ده. مين كان ويل سميث مثلا ويل سميث في جانجو انشيند وفي كولاترال مايند بلوينج ادم ساندلر ايه بس يعني غريبه جدا بعد كده ادم ساندلر عمل ادوار جد يعني هو اصلا ما عملش الفيلم ده عشان يتهيألي عشان يعمل سبانجلش وسبانجلش يعتبر نوعا ما فيلم مش كوميدي والله انا بحبه فيلم تحسه فيلم مش سينما هو فيلم ممكن تشوفه على ممكن فيلم هو الثاني اللي هو بانش درانك لاف انا هتلخبط بينهم بانش درانك لاف قبلهم بشويه يتهيألي انت عارفني في السنين انا ضايع بس تالي قبلهم بشويه سبانجلش هو اللي خفيف اصل دايما اتلخبط بين اساميهم هما الاثنين بس ادم ساندلر اكيد لك معلومه بينما انتوا ادم ساندلر في انكت جيمس كان جامد فشخ جدا انا انكت جيمس بانش درانك لاف كان عظيم انا ما شفتش بانش درانك لاف ما شفتوش لسه لغايه دلوقتي لا بس انا دلوقتي افتكرت انكت جيمز الفيلم ده موتر للاعصاب بشكل غير طبيعي لا بانش درانك لاف 2002 يتهيألي كان قبله بشويه سبانجلش قبله اظن سبانجلش بعد سبانجلش ذات اخر التسعينات يا جماعه سبانجلش 2004 نفس السنه يا جماعه يبقى سبانجلش بعد بانش درانك لاف يس يبقى انا قصدي ان هو ما عملش كولاترال عشان يعمل سبانجلش مش عشان بانش درانك لاف اوكي انا بالنسبه لي اختيار يعني في يعني وانت بتتكلم على شاوشانك ريدمشن لا انت راجل انت راجل بتفتح دماغنا على حاجات ده انت المفهوميه كلها انا هتعور انت لما اتكلمت على شاوشانك ريدمشن وصلت لنا يعني زاويه ثانيه لان احنا اصلا ما كنا دايما او انا شاوشانك ريدمشن بالنسبه لي هو حد بيتحدى الظروف بشكل او باخر هو حظه ان الدنيا بقت كده هو الدنيا جت معاه واتظلم ومش عارف ايه والقهر والظلم والمش عارف ايه وبتاع بس فجاه يا جماعه في تجسيد لده مش التجسيد اللي هو السجن في شخص مسؤول عن كل ده هنا برضو مهدي لما اتكلم على كولاترال برضو ما بقاش يعني احنا ممكن ما نبقاش بنفكر فيه حتى كفيلنز او جيف بالنا على طول بس مادي لما حط فيه حتة الفلسفة وحتة ان هو شخص very انت كنت تتكلم على الموضوع ده ان انت فكرة ان ساعات الشخص ممكن يبقى بيخلي الموضوع شخصي وشخص تاني فيلن يبقى بيخلي الموضوع مش دعوة انا professional جدا الاثنين appealing باشكال مختلفة بس هنا ان هو professional جدا ومش فارق معاه اي حاجة من الحاجات دي حاجة تحسب له وبرضه لما تفكر فيها ان ده في الدورين دول حاجة الكومن بينهم ان ده مش شبه ادوار ليوناردو دي كابريو وده مش شبه ادوار توم كروز بكل صح. بأي شكل ديكابريو هنا كان شخصية يعني مضحكة في كتير من تفاصيلها لم يكن يتمتع بالذكاء الكافي ولا بالقوة الكافية ولا بأي حاجة بس عشان هو عايز يقول برضو ان العنصري ده هو في الاخر ما كانش يقدر يطلعه انت حالة تبقى عنصري الا انت عندك مفهوم ديك افق يعني بتكلم على مستوى التجسيد توم كروز على الجانب الاخر اظهر مهارات عظيمه في الدور اللي هو كان بيلعبه وعنده مشاهد اكشن من اروع ما يمكن مشهد النايت كلاب اللي دخل فيه عمل حاجات بالتاكتكس بتاعه الجن والكلام دوت هايله جدا والبنت لما كانت في المبنى فوق وتحت كان بيحاول يخليها والله هي الحته بتاعه ان جيمي فوكس في الاخر تمكن منه دي غريبه شويه لان المفترض ان فرق المهارات كبير بس ما علينا المشهد بتاع لما مشهد اعترافه بان هو الفيلن قوي جدا
يعني هو لغايه لما اترمى الحد من البتاعه ونزل على التاكسي بتاعه هو ما كانش مضطر انه يعرفه، بس هو اختار السكه ديت عشان اقصر. قال له هو انت اللي عملت كده، انت اللي رميته، انا ما رميتوش، ضربته بالنار وهو اللي وقع يعني. مش دعوه. لا على فكره توم كروز كان مرعب في الفيلم ده يعني. اي فوت توم كروز ده اختيار ده ولدي من الاول. واو يا يا انت ما بتحبش تارنتينو ولا ايه يا محمود؟ انا جانجو مش من افلامي المفضله. اوكي. مش للاسباب اللي انت قلتها، بس مش بالنسبه لي يا ابن الذي لا انا فكره ان انا يعني يا عم تمكنت منه موته خلصنا. أيوة. لا ما هو هو تارنتينو بيهرب في فكره الـ الافلام البي موفي والكيش وان انا اعملها بشكل ارتستيك يعني. ده مهرب عنده كتير في افلام، اللي هي فكره ان احنا ان انا هعمل ده واعمل دمويه واعمل تفاصيل يعني. قصدي انك بتشوف ده في بيج موفي انت مش متعود على ده، فده بيبقى عنده ايدج في النوعيه دي من الافلام، وعشان كده عنده فان بيز. لان انت العادي مش هتشوف ده، مين هيفكر يرجع فيلم ويسترن بالشكل ده يعمله بالشكل يعني. برضو عنده نوع من ال معاك حق. ماشي اتفضل. لا انا ما يعني خلي بالك انا مش قادر افتكر كولاترال قوي لان ما شفتوش من كتير جدا، فمش قادر ابقى برو كولاترال. انا لسه شايف جانجو قريب وقلت مشاكلي مع جانجو، فحاسس ان يعني انا غير مؤهل ان اتكلم يعني. مش قادر انا اخترت كولاترال هبقى من باب ان انا هيتر، وانا مش حاسس ان ديكابريو ده كان ان الفيلن ده رهيب للدرجه دي، ما بحسش ده. انت جايز تو. طب وبعدين عايزين نخلص من ال انا ام بطير يعني. لا ما طب انت اختار عشان ماشي. انا 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 ميال اكتر لجانجو يعني بطريقته. انا هختار كولاترال عشان تاثيره النفسي على بس من غير ما تشرح. محمود مهدي لا ثانيه، لو ما كانش شاف كولاترال ما كانش عمل فيلم جامد، ما كانش حياته اتغيرت، وبالتالي احنا ما كناش موجودين هنا النهارده. عشان كده انا اخترت كولاترال. انا مش فارق معايا مين فيهم يعدي بامانه والله العظيم. طب على ماتش مش فارق معانا، اتكلمنا فيه كتير قوي على فكره. اتكلمنا كويس. يلا اختيارك لسه موجود. اختياري لسه موجود. اختيارك لسه موجود. يا ترى ايه؟ تنسيت ولا انت؟ لا انتوا عارفين من الاول. يس. دور الثمانية. هانس لاندا كريستوف فولتس يقابل اني ويلكس ولا وايلكس كيتي بيتس ميزري. طيب احنا طولنا شويه، محتاجين نجري اكتر او محتاجين يعني لو شوية. لا انا مش عايز ابقى اقمعك برضه، لو عندك حاجه تقولها. لا اقمعني عادي، احنا داخلين على 3 ساعات يبقى كفايه. احنا بالافلام اتكلمنا عليها. بص هي انا في رايي الشخصي حلقات دور 16 ديت فكره ان احنا نقعد نجري وما نبقاش عايزين نتكلم واحنا عندنا وقت، دي خطيئه. مش عشان خاطر الزمن دي حلقه انا بنزلها بتقعد اسبوعين عقبال ما بنزلها حلقه ثانيه. اتفرجوا عليها على 20 مره، اتفرجوا عليها على 30 مره، اقف في ماتش وبعدين نرجع كامل. انا توتالي فاين. السبب الوحيد ممكن يدعونا ان احنا نجري هو ان انتوا وراكم حاجه. لا احنا ما وراناش حاجه. بس لا بس احنا برضو مش عايزين نبقى نعيد الكلام تاني يعني. اكيد يعني لو في حاجه جديده تتقال. لو مفيش كلام جديد خلاص. بالظبط. حد عنده حاجه جديده يقولها؟ تارنتينو مخرجي المفضل انجلوريس باسترز. واحد لو حد جرى مش انا بحق. بس انا عموما انا بحب انجلوريس باسترز اكتر من جانجو بكتير يعني. مفهوم. احنا اخترناه. وان كان انا هختار ميزي. انا هختار هانزلاند. انا هختار هانزلاند برضه. هو هانزلاند اخد اوسكار برضه طبعا. خد في الاثنين خد اوسكار. خلاص يلا. بخاف اتكلم كل ما بتيجي سيره الجوكر انا بقلق. King Kong in that shit on me. ده اللي بيروح عامل حاجه على فكره من النهارده مفيش حكومه على الحكومه. انت عارف دنزل واشنطن انت كده جبت لعمرو السلامه ودلوقتي جبت الدياب وبعدين مش عارف انت عايز تروح فين. مش عايزين. انا دنزل واشنطن شفت ايكولايزر. انا ما بحبش ايكولايزر يعني خالص، ما بحبوش خالص. بس يعني من غير الخوض يعني في تفاصيل، انا اتفرجت على ايكولايزر 3 من غير الخوض في اعراضه. اتفرجت على ايكولايزر 3. دنزل واشنطن فيه كان حلو جدا. الراجل عنده حوالي 70 سنه. بس ده في الفيلم ده هو شكله زي ما هو بقى. ايوه بس هو ايكولايزر 3 ده عمله كله وهو قاعد. يعني عارف انت اللي بيصلي وهو قاعد، هو صلى وهو قاعد في الفيلم بس ده. بس كان برده الراجل برده محترم قوي يا جماعه يعني هو عمل مشهد حلو في ايكولايزر 3 الوحيد بس بصراحه اللي حاسس يعني هو يعني تو جود فور ذا فيلم. لما وهو خارج البنت الصغيره والولد الصغير ضربه بالنار فراح لفف وضرب النار في كل حته. كان متعصف. كانت عجبتني قوي بصراحه. وفي مشهد لما كان قاعد وفارش الحاجات جنبه كده وقاعد بيتكلم مع الست، وفي الاخر خالص لما انا يعني من غير طبعا نخش في افلام تانية عشان ما نبقاش بنطول، بس يعني
طيب مين يا جماعه ايكونيك اكتر من التاني؟ مين اول ما بنقول فيلن بيكسب؟ مين الناس كانت بتحطه بروفايل بيكتشر على ام اس ان زمان يعني؟ لا ما هي لو اكيد تريننج داي يعني كنا ماشيين بمقاييس حلو وبعدين فجاه رحت بحاول بص بص يعني كله تحت الحساب في تاتش رخص كله تحت الحساب عايز يرجع يفتح صفحته انا مش فاهم بعدين ام اس ان زمان يا راجل لدرجه ام اس ان ده 2008 كان عندي ام اس ان والله اصل انا شفت فيلم دارك نايت قبل ما اشوف باتمان بيجنز وفاكر ليتس بوت ا سمايل اون ذات فيس في البتاع اللي تحت تكتب كده بيرسونال مسج احنا ما كلمناش على دارك نايت لحد على دارك نايت هو هيقضيها كده مش عليها عايزين تكلموا عليه ولا هيقضيها انا بس عايز اقول ان فيلم دارك نايت ده فيلم مايكل مان جدا جدا جونرا مختلفه تماما عن افلام السوبر هيروز ده باعتراف نولان مشهد البنك اللي في الاول انسبايرد باي هيت تماما 100% دور يا جماعه ما نقدرش نقول ان هو يعني تاثيره على الجونرا كلها مختلف تاثيره على ادوار الشر بشكل عام هل انتم متفقين ان لو هيث ليدجر ما كانش مات هذا الفيلم بهذا الدور بهذا التجسيد يخس حسبه 10% 15% انا كنت عامل بيج كنت عامل بيج على فيسبوك زمان في 2008 اسمها لو هيث ليدجر ما كانش مات ما كانش حد اتكلم والله العظيم احنا عملنا لحظه نولانيه دلوقتي والله العظيم كنت كده كنت كتبها بالفرانكو كمان عشان تبقى بقى بس كانت الكلام ده 2008 بس انا عايز اقول حاجه برضو تعالوا نرجع نقول شيء مهم الجوكر ككاركتر له تاريخ كبير جدا سواء ككوميكس سواء احنا بنتكلم على كاركتر ارث على ارث ثلاثه خدوا اوسكار عملوه يعني جاك نيكلسون هيث ليدجر هو جاك نيكلسون خد اوسكار على جوكر بس واخد اوسكار قبل كده اوسكار وينر يعني وفي الاخر فيلم جوكر يواكين فينيكس وجاريد ليتو المسكين ده اوسكار نومينيتد وجي عمله فهو دور من الاول ما بيجيبش ممثلين صغارين يعني هو دور من الاول وعليه الضوء ان اللي هيعمل الجوكر هيتبص عليه فهو في ارث لهذا الدور بصعوبته حتى هتلاقي اللي يمكن اللي بيعملوا الفي او في الانيميشن هتلاقيهم دايما شخصيات ممثلين مهمين يعني هو دور معروف انه فيه حاجه عنه مارك هامل الشيخ فالراجل فالدور ده من قبل يعني طبعا هيث ليدجر جامد بس قصدي الدور ده له تاريخه وله حتته وله ملعبه هو الفيلن الاهم والاقوى يمكن في كل السوبر فيلنز في تاريخ الكوميكس من اول ما اتعملت ما اظنش ان في ولا ليكس لوثر ما فيش حد بقوه الجوكر لا ما فيش حد عنده الامباكت ده انا من وانا طفل حتى في عالم باتمان هو الفيلن المفضل عندي المهرج كان اسمه المهرج يعني انا دايما بحس ان ريدلر عنده كتير بس دايما هتيجي كل على فكره هم كل مره بيجوا عايزين يعملوا ريدلر بيعطلوا يقولوا لا تعالى نعمل حاجه ثانيه يعني لو الا طبعا في الاخر يعني الا الفيلم الاخير اللي هو باتمان الاخير ايوه ما هو كل مره بيقول لك وخصوصا ان ريدلر في حته من الجوكر برضو جيم كاري كان جوكر جدا جدا كان جوكر. يعني انت لو سميته جوكر كان هيليق عليه شعره ولبسه اخضر ما انا بقول لك فالكول او اللي عمله نولان هنا ان الجوكر هو مثله عادي هو ما راحش الكوميكس دي قوه الدور ده والتجسيد ده ان الراجل ان برضو في قرار من كريستوفر نولان ان انا مش رايح كوميكس انا رايح ريل بس الراجل ده بيدي وشه اظن دي اللحظه او ده الشيء اللي ادى الادفانتج الكارفز اللي هو بيدريها ان ادى الادفانتج للدور طبعا التجسيد رهيب بس الادفانتج هنا من القرار اللي خده ان انا هعمل الافلام دي على قد ما اقدر دارك مش هعملها في عالم ما فيهوش فانتازيا قوي في عالم ما فيهوش فانتازيا فهو استفاد من ده قوي بس انا اسف لو اقاطعك بس اللي انت بتقوله هو حاجه يعني لو قلت ان هو الجوكر ليه ارث وليه تاريخ وليه مش عارف ايه فهو اللي عمله هنا حاجه عكس التاريخ بتاعه يعني ممكن يبقى فيه فيرجنز من الجوكر ممكن تكون شبه كده بس مش ده اللي مميزه يعني الجوكر مثلا في الشكل بتاع الكوميكس ولا واحد بيلبس نظيف مش عارف ايه عنده عصابه مش عارف بيعمل ازاي بيحط ميك اب شخص تحس ريحته حلوه فاهم كده هنا هو من الشق من المزبله ما هو ده القرار اللي اتاخد في الثلاثيه كلها بالظبط ثم القرار خلي بالك ما هم راحوا في فيلم يواكين فينيكس للاكستريم بقى ريل تعالى ناخده بقى ناخده تحت خالص مفهوم يعني ولا دي في عالم عادي وكده فقصدي التركيبه دي تتحسب الاول برضو لقرار الكتابه وقرار اكيد اكيد
انا قصدي بس ان هو ممكن يعني اقدر اقول ان في ارث في حاجات هو باني عليها بس نولان ما خدش ده فور جرانتد يعني ما خدوش فور جرانتد وبنى عليه من واضح انه لما لقى الممثل بيجيب معاه كم يعني خلي بالك دي حاجه في السينما حتى بره يعني ممكن في اي حته اما بتلاقي الممثل بتاعك بيبدع ما بيستكتفوش سيبه على عكس يعني اللي انا قلته في جاك نيكلسون ان هو انا رايه معلش يكتفه لان هي فرطت منه في لكن هنا لا هو مدي والبعد بتاع ان انت برضو العالم شويه مش على الارض قوي ادى المساحه دي يمكن ده اللي عصبني في جاك نيكلسون لكن هنا هي لايقه حلوه انت فاهم يعني البطل بيلبس خفاش الفيلم بتاعنا عمل حاجه عبقريه في الفيلم ده انه عمل قصه صعود في اول الفيلم ده عباره عن قصه صعود فيلم يعني وعشان كده هو راح 50-50 لان ده قصه صعود ده راجل النهارده خلي بالك يعني كان طول عمره قوه باتمان في رايي انا كراجل يعني مش 100% جامد في الكوميكس ان باتمان السوبر هيرو الوحيد اللي مش سوبر هيرو بس يظل هو البليونير اللي بيصرف عشان يبقى سوبر هيرو واخد القرار انه يعمل ده بمزاجه يبقى فيجيلانتي وينزل في الشارع يتخانق مع الحراميه رغم انه ممكن ما يعملش ده ويبقى بتاع بس هو في الاخر بفلوسه بيواجه واحد ما عندوش حاجه خالص معاه قلم رصاص هنا العظمه الكتابه هنا وعظمه الكاركتر ده والتجسيد ان الراجل ده بقلم رصاص احتل العالم احتل جوثام من غير اي حاجه ثانيه فركب العصابات ركب كل حاجه وفي الاخر هو عدمي مولع في الفلوس الشارع معايا مش عارف عايز ايه اصلا انا عايز اهدها وخلاص فدي الحاله بتاعت اللي جننك ان دارك نايت از موفي بشكل عام لا يدور عن ذلك الفكره الاساسيه بتاعته هي المقاييس الاخلاقيه ومراعاه الاستقامه القانونيه في الايقاع بالدائره المجرمه اللي موجوده either die a hero or long live enough to be a villain. الحاجه الثانيه اللي انا برضو عطلت فيها فكره طيب وانا بتفرج على الفيلم تاني قريب هل الفيلن يصنع الهيرو او يودي النسخه الافضل من الهيرو الحقيقه لا ده ما حصلش في الفيلم ده لانه باتمان عشان يكسب جوكر استخدم فلوسه استخدم اسمه ايه دوت واخل بالبوصله الاخلاقيه بتاعته ولكن بشكل غير معلن أوكي. يعني هو ما هو ده برضو من الحاجات الذكيه جدا في الدارك نايت انه بيطلعك في الاخر هو مين اللي كسب ما هو جوكر. في الاخر جوكر مش فارق معاه هو خلاه يبقى زيه يعني لا في على احد الابعاد وما اعرفش تتفقوا معايا ولا لا هو فلسفه الجوكر انتصرت بس هو ما عرفش هو علشان ما يقولش ان الجوكر انتصر قرر يكذب او قرر يخبي الحقيقه قرر ان هو يعمل الحقيقه بقى يعني عكس وطبعا بقى طبعا طبعا هيت ليدجر لو كان استمر على قيد الحياه الجزء الثالث ده كان هيبقى حاجه تانية خالص انا بقعد افكر ساعات في الاحتماليه دي ببقى مش عارف يعني الحياه كده هو تحس كان عامله الثالث حتى لو اللي شفناه بعدين رجعوا طب ما تيجي نرجع الجوكر بقى يعني مشهد فيه بينه والجوكر مع بعض في اوضه واحده انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يطلع منه فبقول لك قصه الصعود دي هي اللي مخليه الفيلم ده مميز جدا انت جايب الملياردير اللي بيصرف بقول لك هو في الاخر عمل له البتاع بتاعت الباد فيجن ويعني انت كسبت بالكنافه انت ما كسبتش الراجل ده بان انت الاحسن انت اضطريت تعمل كل ده عشان تكسبه ولكن فانا دي برضو تتحسب بالمشقلب عندي ليه؟ لان انت ما خليتش النسخه الافضل من الفيلن الهيرو الهيرو ما اضطرش انه يبقى افضل حاجه عشان يكسبه خلي بالك في خطه انا لما رجعت اتفرج على الفيلم في حته حتى عدتها اللي هي بتاعه تو فيس لما اسمه ايه بقى تو فيس فانت كان عندك كل ده ومتخيل انه هيقلب فيلن فيكمل فيساعدك فانا اول مره قلت لا اكيد الخطه فهو حتى في الاخر في مشهد بينهم قال له بينه هو وتو فيس قال له على فكره انا ما كنتش اعرف ولا ان ده هيحصل وانا ماشيها كده يعني هو برضو العشوائيه بتاعته هي جزء من الاليرو جزء من الناس حباه بس برضو خلي بالك هو مش ماستر مايند رهيب هو عارف يسيطر على العصابه ومشيت معاه كذا 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 ده حلو انك بتشوف قصه سعود لكن هو برضو ما عندوش الخطه المرعبه اللي يعمل ده هو واختلال المبدا ما يفرقش معاه كتير يعني حتى لما كان بيراهن على موضوع السفنتين اللي هيفجروا بعض لما ما عملهاش انا كنت لو عاملها انا يعني ما انا بقول لك مش المبدا يعني مش الفكره فبرضو خلي بالك العشوائيه اللي عاجبه الناس او الناس حباها هي على قد ما هي بوزيتيف لا هي فيها جزء نيجاتيف فيها جزء ان انت لا خليت البطل بتاعك يبقى في اعظم صورته لا وبالعكس انت وسخته معاك
وخليته عشان يكسبك يستخدم جادجتس مرعبه، وفي نفس الوقت انت خطتك مش 100% ممسوكه، انت فاهم؟ هي مشيت كده، فالعصابه فوادوا الفلوس فجابوا الراجل الياباني، ففي شويه كده من الحاجات، ولكن بس هو ده شبه فلسفته، هي فلسفه الكايوس بتاعته برضو يعني. هي لايقه على فلسفته، لايقه على الاتجاه اللي هو ماشي فيه، هو في هو في كده ده. في الفيلم ده بس بيقول لك العظمه كلها والنجاح كله القلم الرصاص. الراجل ده طبعاً. احتل العالم بقلم رصاص، عشان كده هيظل يعيش المشهد ده، مشهد التحقيق اللي في البوليس اللي هو بكل الحاجات دي طبعا يعني. مشهد حرق الفلوس ده مهم جدا جدا، لو لما قال له some men just want to watch the world burn، يعني برضو عقليه حد مش فارق معايا حاجه، وهي you cannot bargain with، you cannot make a deal with، ما تعرفش تمسكه منين، ما تعرفش تسيطر عليه منين، ما تعرفش ايه ده وافعه اصلا، انت مش عارفه بيعمل كده ليه. مخزون المشاهد الايبك اللي موجوده لهيت ليدجر في الفيلم دوت، وصلت ان هو مثلا مالينا ايبكنس ولسه في حاجات كتير مش واخده حقها. صح حقيقي. يعني المشهد بتاع لما كان عاوز يان ماسك الباتمان وبعد كده جه if you can just give me one moment can you please just give me a minute. راح يا جماعه المشهد الاولاني بتاع ازاي بيسيطر على سرقه البنك، أيوة هو وهم عاملين يحكوا عليه، المشهد ده يتدرس ازاي تسخنهم على بعض بكل حاجه، واللاين وتركب العصابه وتقتلهم كلهم وتاخد انت العربيه اللي هو حتى ما قتلهمش وخلاهم يقتلوا بعض. أيوة. يعني هو وقعهم في بعض من اول واحد، ده قال لي هنقسم الحاجات ده قال لي ده المفروض اعمل كذا عشان احنا عددنا يقل، فشخهم في بعض. حتى لما لا عمل انترو حتى لما عمل برضو، خلي بالك ده يعرفك قد ايه المخرج والميزانيه. في مشهد اللي هو في البنك في الاول خالص، لما بيجي مدير البنك بيطلع الشوت جان، طبعا هو بنك مافيا، في الاول تتفرج ليه مدير البنك معاه شوت جان، بس حتى الممثل ده مش جايب ممثل عادي عشان المشهد اللي بينهم يبقى حلو. هل انتم جاهزين لكي تصوتوا؟ انا بقول هيث ليدجر. انا خايف من حاجه، انا عملت كنت عامل حلقه للاهلي افضل لاعب من بعد اعتزال ابو تريكه، انا اللي كنت بشوفها وانا جاي ما شفتهاش، وجالي فيض من التعليقات بانها كانت سهله جدا ومحسومه من الاول لعلي معلول، وانتوا ده اللي كان في دماغي، ونتفرج على ايه؟ مش عايز الحلقه دي تبقى كده، يعني نفسي يبقى في كيرف بول في مرحله ما، ومش فورست، لاني برضو مش عاوز ابقى ايه بالعافيه ما تكسبش الجوكر. طبعا الناس مستنيين الجوكر يكسب، بس انا هنشوف. اللي بعده هانبل ليكتر يقابل ووردن نورتون. اوه انتوا جيتوا في الاثنين اللي انا يعني فاهم. انتوا بس شوفوا انتوا هتعملوا ايه. النصف الاول من التسعينات يعود مره اخرى. انا بالنسبه لي دول فاهم دول اكتر فيلمين. ها لا انا تهيألي انت اللي هتسوينج في الاخر. ليه مين؟ انا خدت مين معايا في لا انا بس انا كده كده قلت لكم، انا يعني انتوني هوبكنز ساينس اوف ذا لامبس انا يا اما شفته زمان جدا يا اما مش فاكره، بس انا فاكر مشاهد وشفت حاجات كتير ليه، بس انا مش متعلق. انا مفيش فيلن في حياتي خوفني قد هانيبال. انا ما مريتش بالتجربه دي، بس انا ما اقدرش ما اصوتش لهانيبال. انا عايز اتكلم على هانيبال ريكتر، انه انا شفت الفيلم قريب جدا عشان الحلقه، وفضلت في مود بعد يعني مش خايف زي ما انا طفل، بس فضلت في مود الفيلم في حاجه. الفيلم ده فيلم كويس قوي على فكره جدا، يعني فيلم وعايش كويس، يعني ميزري لا بتحس بالزمن، لا ساينس اوف ذا لامز بينهم سنه ايكونيك ايه الفيلم ده، ايه الفيلم حلو فعلا، الفيلم قوي على كل الاصعده، على كل الممثلين، على مفيش ممثل وحش في الفيلم، الافلام مشهد كل حاجه فيلم قوي. المشهد الاخير مشهد النايت فيجن ده انا ما اعتقدش ان اتنفست فيه، يعني خلال المشاهده الاولى اعتقد ان انا قطعت النفس لغايه لما خلص يعني. وكوينتن ترنتينو النصاب كان طلع في فيديو من فتره بيحاول يعمل إيسي يبرر بيها او يشرح بيها ان مشهده في وانس ابون تايم ان هوليوود بتاع الرانش بتاع المزرعه في سسبنس اكتر من حمرا يا حمرا وقرعة يا قوي يعني. لا 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 حمرا بقى حمرا بيك تايم، يعني مفيش حاجه زي المشهد دوت في سايلنس اوف ذا لامز. لا لا سايلنس اوف ذا لامز مرعب. الحاجه اللي بس هقولها على سايلنس اوف ذا لامز ان انا عندي مشكله مع الجزء الاخير في الفيلم، انه المرحله اللي قال فيها سوبر هيرو وهرب من قتل سته دي مش شبه الفيلم خالص. الراجل ده على امكانياته الجسمانيه والصحيه والعمريه استحاله يعني. انت عشان الفيلم يعني فيها لوي دراع كده لما عمرت ايه يا صلاح في الفتره ديت ما كانش من المفترض ان هو رجل عجوز يعني. لا اتفرج، لا ما كانش صغير
يعني في النص الخمسينات التاني يعني. فالراجل ده النهارده انه مره واحده قلب سوبرمان وقتل 6 بني ادمين ومش عارف ايه وبتاع، يعني الجزء لما قال له قرب لحد ما قرب وهرب وخرج من الكيج انا تمام، اللي بعد كده لا انا عندي مشكله حقيقيه. لا هو ما كانوش حطوه في ورا 500 باب ازاز. أيوة. وامنوه وربطوه وعملوه وفكره الضج ما اعرفش مين اللي بيتربط على وشه عشان ما اعرفش ايه، لا دي كلها مقدمات لانه بالفعل عنده سوبر باورز، ان هو من كونه كانبل هو مش طبيعي، هو مش عادي، ليه ردود فعل معينه. الجزء اللي في الاخر انا عندي فيه مشكله انه مش حقيقي، مش راكب على الكرة. انا جادلتك خلاص ما عنديش حاجه بجسمه بانتوني هوبكنز اللي يقتل كل الناس دي وظباط بوليس باسلحه عادي يعني عادل امام وينزل من الاسانسير ويعمل مش عارف ايه يعني فيها عنصر المكيده وفيها عنصر المكيده وفيها عنصر والاثنين مبررين. فعندي فيها مشكله. ماشي انا الفيلم ده فيه حاجه غريبه، انا ما رجعتش لبيت الافلام باي ذا واي بتاعت الثلاثه التانيين. معرفش انت خدت بالك من ده ولا لا، معرفش هل هو قتل ستات في الافلام التانية ولا لا، لكن هانيبال برو المرأة، هو بيساعد كلاريس، هو رجل في الفيلم ده ما قتلش ولا ست، ما اذاش ستات خالص. المرأة الوحيدة هو كان وقح مع الكونجرس وومن اللي هي قال لها بنتك ومش عارف ايه، كانت ام الطفلة، ولكن دي شخصيته. وانا مش عايز بقول لك اتكلم قوي لان انا مش فاكر الفيلمين، انا شفتهم كلهم. ولكن هو في ريد دراجون تقريبا نفس الستركتشر، هو الخبير اللي بيساعد على القبض على المجرم. لا لا شخصيه ريد دراجون نفسها ما كانتش هانيبال ليكتر، ريد دراجون أيوة كان أيوة رالف فاينز. أيوة كان اللي عامل الدور الشرير بتاعه. كان فيلم حلو على فكره قوي، فيلم حلو واخد حقه خالص، واخد ريتنج مرعب على فكره فوق السبعة. فهانيبال لا، فهانيبال هو الشرير، ما اعتقدش وقت الستات. انا بقول لك اما ترجع للفيلم الوحش هو ده جزء من فلسفته يعني ان هو ما يقتلش ستات. ما انا بقول لك لما ترجع يكون للجزء بتاع هانيبال رايزنج اللي هو الجزء الاول، هو تحول لكانيبال لما اخته ماتت قدام عينيه. هو فيلم وحش قوي، الفيلم اللي هو الرابع اللي هو طلع اللي هو الاوريجين ستوري، بس هو ما بيقتلش، فهو كان بيساعدها طول الفيلم. الفيلم ده بيتكلم على العالم الذكوري وقد ايه كلاريس بتحارب من اول يساعدها يعني. من اول مشهد ليها او هي بتجري في اكاديميه الشرطه وفي وسط الرجاله وعرقانه وتعبانه وقد ايه هو حاول يوريك براءتها. جودي فوستر يعني مش الست الشكل ناعم، ولكن هو برضو عملها بشكل كده ان طول الوقت في فكره على جسم المراه وفكره ان الرجاله شايفين الست. حتى في مشهد هو قرر يساعدها لما في واحد رمى عليها حيوانات منويه في غضب جدا فدي اللحظه اللي قرر يساعدها وهو في جنبها. فهو شويه في ده، حتى الفيلن هو ناقم على الستات وعايز جسم الستات. الفيلم كله بيتكلم على الحته دي، في جزئيه في ده. فالفيلم عنده شيء ما في الموضوع دوت، اجندته نسويه، ان عنده اجنده لها علاقه بقد ايه هذا العالم، لدرجه ان هو حتى لما بيقول لها الراجل اللي هو جايبك ليه ومعتبرك مساعد يعني مديكي اكبر من حجم، كان هانيبال ليكتر بيقول لكلاريس كده، هو بينكم حاجه جنسيه ولا لا؟ هو طول الوقت في فكره الجنس وجسم الست. الفيلم فيه ده قوي يعني، تيما واضحه. لا هو في البروفايل ده هو على فكره هو ما بيقتلش او ما بياكلش غير الشخصيات اللي بيحتقرها، اللي بيحتقرها بالظبط، واغلبهم كده مصاحب مد. فهو عنده حاجه، هو مش فيلن تقليدي، مش فيلن عادي، هو عنده الخبره وبيلعب بيهم وبيدور على مصلحته الشخصيه. عندي مشكله لو انا النهارده هقف قدام الوردن حبيبي، انه لا الجزء الاخير انا شايف ان الحلقه السوبرمان دي هتخليني اختار الوردن. طيب انا عم عبد الحلاق اهو مش مع حد. انا شايف حاسس كصوره كده للفيلنز والامباكت بتاع سايلنس اوف ذا لامز، حاسه اكبر بكتير قوي يعني. حاسس ان هو يبقى موجود كده ما يعديش، يبقى في حاجه، مع ان الارجمنت بتاع شوشانك ريدمشن طبعا عظيم، بس حاسس ان سايلنس اوف ذا لامز لا، شكله والافيهات والريفرنسز اللي اتعملت على حاجات بعد كده يعني كان ليه امباكت اكيد. انا جايز ما حضرتوش بس فاهم الامباكت ده يعني، عارف ابص اكيد
مشاهد انتوني هوبكنز في سايلنس اوف ذا لامز محدوده جدا، ما اعرفش زمنه على الشاشه 19 دقيقه ولا حاجه زي كده. نتكلم فيها بقى، هل هو فيلن فيلن هتلاقيه برضو يا يا بس يا الفكره بقى ان سطوتك تطلع. بس خلي بالك، ما انا عايز، ما انا برضو معلش هقول حاجه تانية عشان برضو نقول وجهتين النظر. هو هانيبال ساي الفيلم وساي الناس دي كلها من اوضه ازاز، على عكس الوردن ده في عالمه، هو البوس، هو البوس وراكب الناس دي كلها وعنده رجالته وعنده الحراس بتوعه وعنده ننزل انت هنا وده ياكل وده يعني هو اللي سايق. الراجل ده سايق من ولا حاجه، ده سايق بدماغه، يعني بدماغه تسوق بشريه مش عارف فاهم. انا عمال افتكر مشاهد حتى من الافلام التانية كمان الثلاثيه ديت. طبعا الاداء، اداء وايز هانيبال يكسب كمان الحقيقه. طبعا يعني انا بس عمال افكر حتى كشخصيات، مين الشخص الاذكى، مين الشخص المرعب اكتر، مين الشخص اللي تهديده اكبر، مين انا هختار هانيبال يعني فاهم. هانيبال طبعا، هانيبال ده ليه مشاهد ايقونيه من الافلام التانية، والله الفيلمين التانيين دول مش واخدين حقهم على الاطلاق، سواء هانيبال او ريد دراجون. فهانيبال كانوا بيدوروا عليه، يعني هو بقى اصبح هو الفيلن في هانيبال، هو اللي بيدور عليه وهو عنصر رئيسي في الموضوع. فكان في حد بيحاول يجيب له بصمته، فكانت الفكره ان هو كان في ايطاليا وفي واحد هيلبس زي اسوره كده، فهو يمسكه منها لما يجي ينشله فياخده بصمته. ايوه، في ماشي في شارع ضلمه كده. yes. انت بتحسه كانه دراكولا. yes. في المشهد ده مشهد جبار. وبعدين هو في الاخر التاني على ووكي توكي او على سماعه ولا بتاع، فبيقول له انا خدت البصمه بتاعته وحاولت انشله. he tried to hit me in the balls but he failed. هو الفكره بتاعت هانيبال اكشلي، هو قتلك يا برنس وانت مش واخد بالك يعني. هو ضربه بسكينه في الشريان اللي في انا مش حاسس. اتس جروسم بنت اللذينة ومقبضه جدا، فكره ان في واحد بيتكلم انت اتقتلت وانت مش مدرك انك اتقتلت يعني. على فكره احنا جاري اولدمان دراكولا وقع مننا. لا ما وقعش مني عشان كنت ميال، عمري بيعصبني البتاع يا yeah, yeah. وانا كنت ميال لستانسفيلد ليون ذا بروفيشنال. ف سواء جاري اولدمان عموما طبعا، هو لا جاري اولدمان ممكن الاقي له ادوار فيلنز كتير على فكره. ترو رومانس، ترو رومانس عنده فشيخ فيه. حقيقي مش عارف. طيب كومودوس خواكين فينيكس جلاديتر تارنتينو ترو رومانس. يس سكرين بلاي. سكرين بلاي تارنتينو. اوكي لا ما هو ترو رومانس وبعد كده ناتشورال بورن كيلرز. هو دول الفيلمين اللي دفعوا لا انا عايز ابقى مخرج بقى عشان اولاد الجزمه دول عمالين يبوظوا لي في افلامي. انا عايز اطلع اقول الكلمتين اللي انا عاوز. طيب انا حاسس ان كفايه جلاديتر يقابل كولاترال. حاسس كفايه على كولاترال. زقنا كولاترال ابعد نقطه ممكنه. ماشي انا موافق. مش نقطه. اوكي ما عشان انتم مش شايفينه قريب. هو بس وصول برضو جلاديتر للحظه دي برضو خد شويه شويه. طب احنا لسه فيها لو عايزين نرجعها عادي. احنا تمام، احنا لسه فيها. احنا ما عندناش كده، كنا من الاول ممكن لا خلاص يعني هو بس ممكن يعني انا ادعي لو رحتوا شفتوا كولاترال هترجعوا في رايكم بس خلاص مش مشكله. ماشي ده سيمي فاينل. هو ده يعني ده سيمي فاينل حلو قوي ما عدا ده كان يعني ده كان محتاج واحد من اللي خرجوا بدري هنا يجي في السكه دي فيطلع سيمي فاينل مكان جلاديتر. هو على فكره هو كده اعتقد يعني هو هانيبال يعني هانيبال لو اتحط قدام كولاترال يعني اعتقد برضو ايا كان مين معاه ايا كان الحياه يعني مش فارق قوي. بس نخلص دي الاول. دي بايخه يعني ولازم نتفق احنا نعمل ايه كده لصالح النبي. انا عايز اقول بس عايز حاجه لصالح الناس على موضوع تارانتينو بس هخسره مع موضوع جوكر فانا كده خسران. بس انا بس اللي عايز اقوله انه ده هايبوثيسس بالعربي يعني اطروحه. صح يعني اكيد في كلمه ابسط كده في النص بس احنا ما نعرفهاش اللغه العربيه ما قلتلكش يعني لا بس انا بتكلم بس انا حاسس انه فرضيه جدليه فرضيه هايبوثيسس فرضيه هو فرضيه حاجه لسه ما اثبتهاش. طيب انا بقول يعني الفرضيه بتقول انه ممكن يكون اداء هانز لاندا الجوكر ساهم شويه ان هو يبقى موجود او ان الناس تتقبله اكتر او يطلع بالشكل ده. هل ده كلام منطقي ولا كلام بعيد؟ مش قريها يعني. هل وجود الجوكر قبل الفيلم ده بسنه فرق في حاجه مع هانز لاندا ككاركتر واخد بيقعد في مكان ويعمل مش عارف ايه ويعمل مش عارف ايه ولا لا؟ شغال على الفيلم ده بقاله قبليه بكتير يعني. انجلوريس باسترز ممكن يبقى ككاركتر بس كتكسيب كتير يحضر فيه ويشتغل بس كتكسيب. ايه القواسم المشتركه؟ لا يعني كاركتر فيلن بيقعد يهزر بيبتسم بيعمل مش عارف ايه ليه طريقه بس في نفس الوقت منسنج يعني مش شخص قوي شخص جسمه صغير الى حد ما مش يعني مرعب بشكل مختلف يعني. انا بس بتكلم حاسس ان فيهم حاجه كومن شويه من بعض. مش حاسس
خلاص يبقى الأطروحة دي مش الفرضية دي مش شغالة. هانز لاندا از ديتكتيف، دي نقطة إضافية احنا ما خدناش بالنا منها أو ما اتكلمناش عنها. ماله؟ هيز ديتكتيف، هو محقق. هو لما دخل الكرايم سين بتاع البار اللي تحت الأرض دوت قرف ثانية، يعني هو عرف مين كان هنا ومين ما كانش هنا وأنا بدور على مين وبعمل كل حاجة إزاي. فكرة إن هو لما راح البيت بتاع الراجل برضه عرف يقرأ بسرعة جدا إن في حد مستخبي ومستخبي في الحتة الفلانية ونفذ الفكرة اللي هو كان عاوزها. حاسس إن في بينهم حاجة، يعني حاسس إن في حاجة في الأداء اللي هو لما حد بيبقى عنده مساحة دور شر. ممكن هو ممكن على فكره هانز عنده حته برضو سايكوباتيه شويه حتى لو مش باينه قوي، بس عنده بشكل او باخر حته كده. بس مش زي جوكر قصدي، بس قصدي في حاجه كومن بينهم شويه. عارف اللي هو ايه؟ انا فتحي عبد الوهاب اللي هو انا همثل، انا عندي المساحه دي وفيلن وهتحرك وهقعد وهروح وهاجي وكده. مش عارف وصلت لكم قصدي ولا لا. انا تالي فاهم قصدك، بس انا مش قادر شايفة. لا مش قادر اقرا المفردات ديت في هانز لاندا زي ما تكون مستمده من نموذج اخر. حاسس ان هي اصليه لدرجه انها حتى بعد بعض عادي، لكن مش لازم يبقوا مترتبين على بعض. اتصور ماشي، يعني حاسس ان دي متفرده جدا لدرجه ان ملهاش يعني دي ليها متيل كتير بعدها ممكن صح. يكون لم يرتقي لهذه الدرجه، دي ملهاش متيل على الاطلاق. ماشي. لا ما ده انا كنت لسه اساله لك. في ادوار شر بتحسها قريبه من هانز لاندا؟ نيفر. فكره الـ 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 الادعاء ان انت مخلوق راقي تطارد الفئران عشان نكتشف في الاخر انك فقر ملهاش مثيل. طيب احنا دلوقتي قدام، وطبعا فكره ان هو بيلعب الناس دي كلها وهو الادوات بتاعته مش الجيش. يعني انت ممكن تفتكر ان هانز لاندا مستقوي بقوه السلاح وقوه الكلام ده، هو في الاخر لعب لعبه السينما دي كلها بكل المتلاعبين اللي فيها بما فيهم المخططين لتفجير السينما وهتلر والناس بتوعه والكلام ده كله، ومعاه عسكري مراسله. انا يعني ممكن نقول طيب على جوكر ان ده بكل تاكيد هو افضل فيلن في تاريخ الكوميك بوكس. 100% متفقين. 100%. طيب الامباكت بتاع وافضل تجسيد وافضل كتاب داخل فيلم يعني. اوكي. اجدع من جوكر بتاع خواكين فينيكس. طيب هل هانز لاندا نقدر نديله تايتل كده او نديله امباكت اللي هو الراجل ده غير حاجه بعد كده؟ يعني هو الفيلم كله راح في حته جديده، ان انت تغير التاريخ وتعمل فيلم بالشكل ده وتتحرر سرديا وتعمل يعني هو الحقيقه انجلوريوس باسترز كفيلم هو متحرر من حاجات هوليوديه كتير جدا، عمل اللي هو عايزه الراجل ده، عمل كل اللي نفسه فيه، حكى بسرد غير منتظم، نط في الزمن وراح غير التاريخ، عمل مشاهد طويله، عمل كل نفسه فيه يعني وده على فكره الفيلم ده افتتح مهرجان كان، يعني هو من الاول كان عارف انه بيخاطب جمهور غير امريكي في الفيلم. فعلى ان انت بتتكلم على الفيلم الهوليودي الضخم البلوك باستر الطبيعي المنطقي يعني فاهم، اللي جاي على برضه نجاح قبله صح، اللي جاي على براند كبير جدا. فهنا ده برضه يعني في الاخر هو هانز لاندا اندر دوج قدام تاريخ الجوكر وقوته. اكيد. ما انا بس انا مش عايز يعني انا بقول عشان مش عايز اقع في الحته دي، يعني مش عشان مثلا ما شفناش حاجه شبه هانز لاندا او حاجه علت عليه فده معناه ان هو ما كانش ليه تاثير، بس شفنا ناس عملت شبه الجوكر وعملت طورت يعني مش حاسس برضو ان ده بس خلي بالك حاجه فيها ظلم شويه. انت مش يعني انا مش قادر اصخر. انت في افلام تانية فيها كاركترز مش شبه هانز لاندا قوي بس فيها حاجات منه يعني في لا يعني مش مفيش افلام نازي كتير فيها ناس يا جماعه، انيمي ذا جيتس ويكر عامل اسمه ايه شندلرز ليست، في افلام فيها برضو فيلينات شويه مش بنفس الكومبلكسيتي بس يعني بس عندها حاجه جانب العنصريه. خلي بالك مش بنفس التعقيد ومش بنفس البوصله الاخلاقيه الكاشفه لحقيقتك في اللحظه الاخيره. بس ممكن اقول حاجه تانية برضو، هو ده فيلم مشرين. طب يعني قصدي يعني هو راجل متحرر النهارده انه الفيلمين دول عندهم الميزه دي ان الافلام دي في عالم سريالي، ده عالم غير حقيقي. اكيد انا بساوي بالاثنين في دايت يعني انا مش قصدي يعني ده يعني قصدي انا لو هحطه مع حد تاني كنت
لا ممكن تيجي تقول لي ووردن او هانيبال لاكتر او بتاع، لا في الاخر شويه دي شخصيات لمس الارض عن كاركترز شويه متحرره انك تقدر تعمل اللي انت عايزه. انت مش متحرر بحاجه، انت براحتك. عشان بقول لك انا حتى في هانيبال ازمتي الجزء اللي شويه راح سينما، الراجل كان عادي كان على الارض، لكن الاثنين دول لا، انا طول ما انا لمس الارض بالنسبه لي وقادر ابقى فيلن، انا ده بالنسبه لي اعلى. مش بقول لك حتى في ميزري، حتى في لا يعني النوع ده من الفيلنز اللي لمس الارض عندي اقوى من اللي شويه يعني. هو الحاجه الوحيده اللي بتخلي دوت ما يلمسش الارض تقريبا نفس العامل اللي بيخلي دوت ما يلمسش الارض، هو ان احنا عارفين ايه اللي حصل في الحقيقه، فشبهات الخيال اللي ركباك بالطول والعرض. ايوه، لكن انا لو ما كنتش اعرف ايه اللي حصل في الخليه في الحقيقه، يعني زي ما تقول لو كنت بتقدم لي دوت في سياق قصه فرعيه داخل احداث الحرب العالميه لا يمكن اتحقق من حقيقتها. الجنرال مات في سينما ولا تمام، ممكن يكون مات بجد، ممكن كنت هشتريها. اقدر افكر في انجلوريس باستردز. قول. انا عندي مشكله في حاجه برضو. عندك مشاكل كتير. عندي مشكله جامده جدا في الفيلم ده، انه انا بحب هانز لاندا جدا بس ما بحبش الفيلم. اوكي اوكي، عندي مادي عايز يعمل رياكشنز في سياسك نفسه. عندي هو يا حرام مادي من شويه انت قلت حاجه، هو قلب محمد رمضان في الاسطوره عمل. عندي ازمه في حاجه في السرد بتاع الفيلم. اوكي، ان هو الاثنين راحوا باريس اتقابلوا تاني، دي صدفه غريبه جدا بنيت عليها الفيلم كله. على مين؟ على شوشانا وهانز. دي صدفه غريبه جدا، ايه اللي ودى شوشانا ورا ده في السينما عشان تكمل فيلمك؟ بس انا بحب البنت اللي جريت من المزرعه دي مرة واحدة بقت في السينما مع الراجل اللي اسود ومسترين راس، لا عشان الفيلم يكمل. الحقيقة ده ملوش علاقة بالحدود. شي كود اب بين انذر كاركتر على فكرة. شور يعني بس مفيش أي رابط ما بين إن البنت اللي هربت بس من هي يعني هي, هي هي صدفة ببعدين. لا يا ما اتعملت في أفلام. هي بس أنا حاسس إن هي هي يعني هي صدفة واحدة مش ثلاث صدفة مش ثلاث، عارف لو ثلاثة كنت اتضايقت منها. ما هي صدفة غريبة جدا. لا لا أصل ممكن وأنت بتقولها أنا اتخدعت في مخي في إن هما ثلاث صدف، ومش صدفة مش ثلاث صدف، هما صدفتين بس. يعني هي صدفة واحدة، قصدي إن نفس الشخصية اللي هربت منك زمان هابنز تو بي الشخصية اللي ظهرت بعدين. وعلى فكرة أنا ما أعتقدش إن هي ربط الشخصيتين دول ببعض مش مؤثر قوي. مين هانز لاندا والبنت؟ عمل الصراع اللي بينهم. هي لا هي الصراع بتاع العائلات كلها. هي هي ما كانتش بتعمل العمليه ديت عشان تنتقم منه. بتنتقم من كله، من الناتسي كلهم. لا ما عائلتها اتقتلت، ما هو مش هو يعني قصدي. لا بس هي انتقامها هي يعني لو هي واحده اقسمت على الثأر هو تقتله. لا لا هي لو اقسمت على الثأر ومش عارف عملت ايه وكده، فهي كده كده اوريدي ماشيه في طريق بشكل او باخر، يا اما هيليد ليها ليه اما جاست هابنز ان النازيز هيجوا عندي. ما دي الصدفه الثانيه، دي صدفه غريبه جدا. دي مش صدفه يا صلاح، اصل الفكره هم قرروا ما تيجي نعمل بقى الايفنت في قاعه السينما، ما نعملوش في فندق المره دي عشان الفيلم يكمل. لا مش عشان الفيلم يكمل، او ماشي عشان الفيلم يكمل، بس لما تيجي تفكر فيها ما انتوا جنس جبار دموي دبحتوا فيهم كلهم وقتلتوا فيهم كلهم، ايه هل انت شايف ان صدفه ان واحد منهم بعد كده يطلع بيشتغل في السينما او يملك السينما اللي انت ناوي تعمل العرض فيها؟ اللي هم قرروا يعملوا العرض فيها، ما انتوا بتقهروا الشعب كله. يعني لو كان الدافع بتاعي انك قتلت اهلي او انك بتخرج في بلدي فرق كتير؟ هي فرقتش، كانت ممكن تبقى شغاله في الاوتيل ولا هي بتعرض الحاجات. عارف الحقيقه هو الطبيعي ان هي ما تبقاش نفس البنت، الطبيعي ماشي، ولكن هو عشان المشهد الاولاني ما ترميش في الزباله اللي هو المشهد العبقري الناس كلها بتحب الفيلم عشانه، هو مشهد البار. انا بحب عشان مشهد السينما فوق لما ضربوا بعض، فاهم؟ فغير كده المشهد الاولاني ده ملوش لازمه. يعني تفصيله شويه، مش زي المسمار الجامد اللي انت ضربته في الجانجو، ده ازمه كبيره. موضوع الفيلمين والحاجات ديت ده موضوع اكبر من كده شويه. يعني انت لما تيجي تحط الموضوع دوت في نصاب، وهنا ما هي برضو مش صدفه شويه ان يكون عندنا مثلث غرامي ما بين البنت اللي كانت معاك وانت صغير والبنت دلوقتي اللي بتحب وكيل النيابه ولا المدعي العام اللي ما اعرفش مين، فعملنا صراع في الحته دي. ما هي برضو صدفوفه يعني. طيب نفوت، انا حاسس ان احنا اتكلمنا كتير بس انا مش هفوت ابدا. مهدي انت عايز تقول هانس صح؟ انا عايز اقول هانس بس هو في واحد obvious choice لاي حد ممكن يقول لك جوكر اصلا من غير ما افتح الحلقه من غير ما ابص، بس هل ولو هو جوكر هنختاره جوكر؟ هو برضو احنا مش يعني مش هنضحك على الناس ومش هنحور، بس يعني
بس هانز لاندا يعني عنده شخصية متفردة أكتر. أنا عاوز أقول إن هانز لاندا شخصية متفردة أكتر. الميزة بتاعت الجوكر بتاع هيت ليدجر هو إدركنا دلوقتي قد إيه النجاح بالأبعاد دي كلها ما كانش سهل. لأن حتى المفردات بتاعت نجاح خواكين فينيكس مختلفة تماما. ده ما ينفعش يتصنف كفيلن أساسا. ده بروفايل شخصية يعني. كاركتر ستادي. كاركتر ستادي بالظبط. لكن المرة دي أنت بتتكلم على فيلن نزل على نبل باراشوت فجأة جوه الأحداث قلب الدنيا مليان أبعاد مكتملة مفيش صدف فيها كل حاجة. أنت عارف زي ما صلاح كان بيقول دي رحلة صعود فيلن. ولما تيجي تبص عليها في سياق الليستة بتاعت أولويات الفيلم دي يمكن تكون الأولوية الستة أو السبعة ورا حاجات كتير وشخصيات كتير وأحداث كتير منها دلوقتي مثلث غرامي أنا رميته في النص ومش واخد بالي كده وده حقيقي موجود جوه الفيلم وبتاع. فالتفرد هنا في قد إيه الشخصية ديت نجحت ولكن الشخصية ديت اتقدمت قبل كده كتير وهتتقدم بعد كده كتير. ده مش هيجي منه تاني يعني. حتى لما تارنتينو حاول يستغل الامكانيات بتاعت كريستوف فولتس في انه ماشي انت بقى عندك لغات وعندك معرفش مين تعالى نعمل جانجو كانت كلمه طايره هنا وكلمه طايره هنا. مش تعامل مباشر مع المان وتعامل مباشر مع امريكان وتعامل مباشر مع فرنسويه علشان الراجل دوت يفرد الفرده ديت ويقدم الاداء ده. ماشي واحد هانز هنا. انا عملت سبسكرايب لما انا لبست الفوت خلاص. انا بلبس على طول يعني انا بلبس على طول هو مكسب هانز فاهم اللي هو ايش يا جماعه ايش ده انا هعمل الصفحه بتاعتي اجيبكم عندي بعد كده. لا اختار انت. طيب انا بس عايز اقول انه الماتش ده صعب فشخ والاثنين فعلا فيلنز محترمين فشخ وانا هختار جوكر. سوينج. لا انا اختار جوكر. انا عندي مشكله بقول لك فكره انه الصدف اللي حصلت في انجلوريس باسترز وان كان الراجل راح لحكي غير النون لينير وعمل ده وبنال بمزاجي تمنتينو شاطر جدا في دي يعني. وزي ما بقول لك هو اشطر واحد في الدنيا بيعمل مشاهد حلوه قوي. فانت بتشوف مشهد حلو ورا مشهد حلو ورا مشهد حلو ورا مشهد حلو مشاهده عبقريه طول الوقت. اما بحط الفيلم على بعضه بيبقى دايما لا هو عايز يعمل المشهد مش عايز يعني هو بيبص على الفيلم وبيبص على المشاهد. دي تركيبه شويه هو متفرد فيها على فكره. بتفرق مع الممثل اكتر من تماسك الفيلم قصدك يعني او تطلع الممثلين في شكل افضل من ان الفيلم متماسك. لا هو اختيار يعني انت عمرك ما هتلاقي فيلم تارنتينو ما عندكش فيه خمس احنا بنقارن الفيلن ما بنقارنش الفيلم. ايوه بالظبط. لا انا بتكلم على لو بتكلم يعني حتى انت بتتكلم على الفيلم بتاع تارنتينو في الحته دي. انت فاكر انت عارف ان ده تقريبا ده كان الفاينل بتاع حلقه افضل فيلم في الالفينات مع ماهر. وزت ده كان الفاينل كان دارك نايت و وانا قلت تقريبا دارك نايت وانتوا الاثنين قلت انا ميال لانجلوريوس. قال لك انا كمان رحت اخترتوه انتوا بعتوني في ثانيه. انا قعدت اكلم نفسي الفيديو موجود تاني بكلم نفسي والله ما فاكر. فانا بس انا هقول انا طبعا الاثنين اداءات اسطوريه وفعلا اداء هانز لاندا ممكن ما يجيش زي تاني. كريستوف فولتس راجل يعني محترم جدا. بس انا عايز اقول بس ان تاثير الجوكر على الجونرا وعلى الفيلنز بشكل عام بقى في افلام سوبر هيروز بره السوبر هيروز كل حاجه قادر اشوف الامباكت ده. قادر اشوف تاثير الجوكر ده على نظره الناس للفيلنز اصلا ان ده فيلن بس احنا بنحبه اكتر من البطل. لا ده احنا بنحب الجوكر اكتر من بنحب باتمان. احنا بنحب هانز لاندا اكتر ما بنحب فاهم حاسس بالامباكت ده. ممكن اسال سؤال في انجلوريس باسترز بليز. هل الفيلن خلى البطل يبقى احسن ياخد النسخه الافضل من نفسه؟ ده بالعكس هو استفز ده الفيلن مانيبيليتور بالكامل من اول لحظه لاخر لحظه. هي شوشانا كبطله مش ولا الانجلوريس باسترز هم اللي بتعتبرهم الابطال؟ هم طبعا الفريق تحت قياده براد بيت. بس يعني هو جايب امكانياته جايب قدراته جايب الكلام دوت خلاص. يبقى يعني على الكريتيريا دي هنختار جوكر. في حاجات زي ما قلنا انت على فكره اصل انا كنت بتكلم هناك صدف. هو هنا ممكن صدفه انه تو فيس يصادف ان هو طلع من جواه وحش او قلب وحش. انت في حته كده قلتها ان هو جاست دوز ثينجز وكده. بس انا حاسس برضو بصراحه عشان ادي برضو جوكر حقه احنا قعدنا نقيس على باتمان او على بروس وين بس تو فيس او هارفي دنت ممكن نقول ان هو بشكل او باخر اكنه مش عايز اقول بروتاجونست بس اكنه خيال بروتاجونست كده في الخلفيه شويه. انا بقيس بروتاجونست ولا انتاجونست
يعني بطل بروتاجونست، لا بروتاجونست كهارفي دنت. اه وبعدين قلب، ما هو كان لا غير ان هو قلب، انا قصدي تاثير جوكر عليه اكبر من تاثيره على بروس وين. هو كسره هو كسره جدا حقيقي. فلو انا بقول هو طلع اللي فيه اوحش او طلع اللي مش عارف ايه، انا شفت تاثيره ده على حد تاني في الفيلم صح. فانا قادر اقيس ده برضه صح فاهم. فعايز اديله الادج دي. هو الفيلم ده كان فيلم هارفي دنت على فكره. طبعا على فكره هو انا 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 قلت لك قلت لكم المعلومه دي قبل كده. انا امي مثلا بتحب الفيلم، بتحب دارك نايت وبتتعاطف جدا جدا مع هارفي دنت. بتقول لي اخر لحظه انا متعاطفه معاه جدا وبيصعب عليا، حاسه ان هو اتظلم وكده. وعلى فكره من الحاجات العبقريه في الفيلم ده انه عمل هارفي دنت وقلبه تو فيس. يعني انا بعتبرها من الحاجات الذكيه جدا. اصلا دي كانت لحظه في السينما عند الناس يعني برضو. بس هو هارفي دنت بالشكل كده. ايوه طول عمره بس قصدي دي بالاوريجينز بتاعته انك عملته كده يعني في وسط الحكي. كان فكره ذكيه. لا هو شخص فعلا ده تاثير ال اه ده خلاص ده موجود يعني اللي هو لا حد فعلا لعب في دماغه بوظه يعني شخص كوربتد انسايد اوت وهو كده كده ما كانش هينفع يعيش اكتر من كده. طيب هنا اعتقد خلصنا يعني جلاديتر اسمه ايه كوماندوس كوربوس اسمه مودوس كومودوس يعني وصل لابعد نقطه من السنة على الاطلاق. ده كده دورتموند في الشامبيونز ليج. ودلوقتي نوصل لريال مدريد قصاد باريس سان جيرمان. تخيل في الاخر يبقى مين ريال مدريد ومين باريس؟ ده ريال مدريد. تخيل في الاخر يبقى بايرن ميونخ ودورتموند وولع في الدنيا دي كلها. عايزين نتكلم في توقعاتك وتوقعاتك. تيجوا نحلق للموضوع دوت ونتكلم. انا هختار هانيبال ليكتر. لا بيقول ايه هتكتب عقد هكتب عقد. احنا لسه بنلعب الذهاب انت في لا ما تحددش هتكتب عقد هكتب عقد ليه. طيب الفيلمين عندي فيهم نفس المشكله ان الجزء الاخير بقول لك البطل باتمان قدام الجوكر ما وصلش النسخه الافضل. هو عارف يدمره ولكن كسبه بالغش بالاوفر باور، كسبه بالابيوز. على عكس مثلا ما كنا بنتكلم على ثانوس زمان، ثانوس الافنجرز جابوا اخرهم وراحوا جابوا مش عشان يواجهوا الراجل الجامد قوي الاوفر باور ده. العكس هنا، العكس هنا الجوكر الحقيقه ان هو اندر دوج الستوري وساد قصاد الراجل الملياردير اللي معاه ومعاه ومعاه وعنده والبوليس معاه والبلد يعني كان عنده كل الباور ده. عندي مشكله في كده ان هو الباتمان مقلبش هيرو في الفيلم. على عكس الناحيه الثانيه عندي مشكله في هانيبال ليكتر. بس باتمان قلب هيرو يعني في الاخر خالص. اقدر اقول ان هو فكره ان هو خد الفول بدل هارفي يعني دي تخليه دارك نايت ليترلي يعني. اخد يعني طبعا دي بس قصدي ما كسبوش يعني كسبه بان هو معاه سبورت قوي جدا معاه حاجات كتير. هانيبال ليكتر عندي مشكله رهيبه في الجزء اللي قلب فيه سوبرمان. مش قادر اتغافل عن الجزء ده. عندي فيه ازمه ولكن هو خرج النسخه الافضل من كلاريس البطله. قدر ان واحده من ان هي لسه صغيره في الاكاديميه دي على فكره لسه ما بقتش ان خليها تحل اصعب قضيه يديها السبورت ده الست المستضعفه في هذا العالم الذكوري الصعب اللي باي ذا واي عملوا الفيلم بتاع الارنب ده بعد كده الانيميشن زوتوبيا هي نفس الفكره يعني خدوا نفس التركيب. فاللي هي تقدر في العالم الذكوري ده ان هي تجيب البنت وتنقذ البنت في الاخر. وعلى فكره هي حاله الكيس لوحدها هم راحوا في حته تانية وهي اللي حاله الكيس. ف مع عبقريات الفيلم برضو ان هم طلعوا البنت اللي راحت تنقذها ديت ان هي اسهل. هي مش بنت بريئه وبتعمل لا لا وبتشتم وبتغلط وكانت بتشتمها وهي بتنقذها اصلا. أيوه. لا صح صح بغض النظر عن الاشخاص فعمل ده. فانا شايف ان لا ان لان الكاركتر بتاع كلاريس بتاع جودي فوستر وصل انه بقى هيرو بكل مقاييس البطوله انا اخترت هاني بالله. بس ده مش المقياس الوحيد يعني. اصل هو انا بس في حاجه بس انا بفكر الاختيارين صعبين. هو انا بس عايز يعني خلوني انا ابقى الفيلن بقولها في المره الثانيه. خلوني ابقى الفيلن في الموضوع. اداء اسمه ايه انتوني هوبكنز في الاوضه المقفوله بالكادرات الضيقه اللي على عينيه بتون الصوت اللي عمله. لا هو برضه متكتف الراجل ده بيمثل في اوضه وصاله يا جماعه دي مش بسيطه برضه. ماشي بس انا بقول طيب احنا لو احنا اتكلمنا على انه الفيلن لازم يطلع النسخه الافضل من الهيرو او البطل هل ده مقياس في المطلق؟ احد المقاييس عشان كده بقولت لصلاح ما هوش المقياس الوحيد. وهو رد عليا بان كده الدنيا ضيقه احنا بنفتش يعني هو كده خلاص اصلا يعني الارجمنت ده متاخر لان الاثنين دول مش لا ينطبق او لا ينطبق على سايلنس اوف ذا لامس اكتر
سينس اوف ذا نايس. طيب انا هقول جوكر. احي ليه تعملوا فيا كده؟ بص فيلم ماينوريتي ريبورت، يا تقول ده بس تبشخك يا تقول ده وتبقى انا كنت عايز هانز لاندا اصلا. انا كان بتاع دي شبه البسموله. الايه البسموله بتاع تي بي اس؟ لكش دعوه بيا، لكش دعوه بيا، تركزش عشان ما تهيسش معايا. مش عارف في حاجه برضو مهمه تعني. ايوه اديني حاجه مهمه. اديني اي حاجه عشان اقول للسبب ده. عشان كده التو كاركترز من كتر نجاحهم اتعمل منهم نسخ كتيره. النهارده بنتكلم على اربع افلام هانيبال ومسلسل، وبنتكلم على جوكر النهارده بيتعمل له اتعمل له فيلم بعد يا ما لسه هنشوف. واتعمل له فيلمين سوسايد سكواد وفيلم جوكر واسمه ايه دوت وجوكر 2 نازل. فبرضو الماجنيتيود بتاع النجاح الاثنين في ناس كانت تعيش بعديهم كتير، هم فعلا يستحقوا ان هم يبقوا فاينل يعني. احنا كنا شخصيتين صح بس كده. ده انا كنت فاكر هتديني حاجه ترجع. لا هم الاثنين ليهم امباكت كبير. بس يا جماعه انا برضو انا مش بتكلم على الجوكر بشكل عام، انا بتكلم على الجوكر بتاع دارك نايت. هيث ليدجر، هيث ليدجر في الدور ده واللي نولان عمله معاه اللي ترطب عليه بحاجات انا فعلا قادر اشوفها وقادر اقيسها وقادر اشوف. يعني لما بتشوف فيلم تقول ده ماشي في سكه الجوكر، فاهم؟ جوكر بيلعب في صالحه حاجه كمان على مستوى الاضلاع بتاعه الشخصيه او بتاعه الفيلن. احنا اتفقنا على ان الطريقه اللي مكتوب بيها والطريقه اللي متجسد بيها، وبعدين في طريقه اللي متصمم بيها، اعتقد ان الفضل فيها بيروح او بيميل كفته شويه في اتجاه الاخراج في امور البرزنتيشن الفنيه. اللي هو ايه؟ من الحاجات المسمرايزنج الساحره بالنسبه لي في الجوكر بتاع نولان بالتحديد، ان مفيش قطعه ملابس لابسها مضحكه لوحدها او غريبه لوحدها. يعني القميص بتاعه ده قميص بيربل معمول خلايا نحل، لو اتلبس لوحده على جينز لائق هيبقى شكله حلو، مفيش حاجه غريبه. البنطلون بتاعك لو اتلبس يعني على شكله مش كرتوني يعني، في حاجه غريبه جدا يا جماعه خدت بالي منها دلوقتي. وتحس ان هو مش عامل الملابس ديت او مش لابس اللبس دوت علشان ياخد البرسونا بتاعه الجوكر. هو لابسها بيكوز دازنت كير. وبالظبط، وعكس عكس تماما اسمه ايه جاريد ليتو كان عامل تاتوز ها 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 ها. يعني راح لواحد بتاع تاتوز قال له لو سمحت اكتب لي ها 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 هنا ونروح بعد نكمل على كذا يوم. حاجه مش سبونتينيس. نيكلسون في النسخه القديمه كان بيلبس جاكيت بيربل مقصود بورده ما اعرفش مالها ما اعرفش. بس ده له علاقه بالكوميكس برضه. يب. خلي بالك في حاجه ملاحظه غريبه جدا، ان الشخصيتين عندهم حاجه بقهم. هانيبال لكتر ايقوني الماسك بتاعه اللي بالجلد، والتاني ايقوني التعويره. الاثنين حتى بيتعملوا سيلواتس وتعملوا حاجات شبه الحاجات دي يبقى باينين جدا. هانيبال لكتر الماسك بتاعه اللي على بقه ده ايكون، وهو على السرير او على البتاع دي وهو مرفوع كده وبيتجر، والماسك بتاعه ده حدوته ممتده في فيلم هانيبال. اوكي. ورا حاجات يعني. هانيبال كان في جاري اولدمان على فكره. جميل. والناس كتير ما تاخدش بالها منه. فيلم هانيبال انا مش انا عايز ارجع اشوفه في هانيبال. في شخصية كانت بتطرده، كانت شخصية وشها مشوه تماما بسبب ان هانيبال الليكتر عمل فيه كده. لا ده خلاه يقطع وشه. ده جري اوم قطع وشه. انت عارف انا افتكرت دلوقتي جارديانز عشان احنا اتكلمنا عليه كده في الاول. هاي ايفولوشناري برضو كان من الفيلنز الوضيعة. بس يعني انسبشن طباع قوي يعني، بيقولوا احتمال يعتمدوا عليه بعدين. انت عارف ان هو ممكن يلعب كانج. ما انا سمعت الحوار ده وبعدين قالوا لا هيروحوا لحاجه من بتوع في ممثل تاني. بس الموضوع عك قوي 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 يعني، عك بجد. طيب هتختار ايه؟ ميال لايه اكتر؟ عارف جوكر؟ في واحد صاحبي مؤلف امريكاني، ما احنا كده بمد يعني حاجه مالهاش علاقه، بس كان بيتكلم على بريكنج باد بعد كان بيتكلم على بيتر كونسول. لا المسلسل بتاع كيفن سبيسي هاوس اوف كاردز. هاوس اوف كاردز ان سيزون 3 او 4 حاجه كده، ان 3 ان اخيرا اكتشفنا رايترز باو هيومنز. فانت اللي حصل في مارفل ده هو دي الحقيقه، ان انت بعد كل ازاي الناس اللي عملوا ده عملوا اللي بيحصل يعني، ابتدوا ينفذوا سببهم من الاخطاء فاهم الحاجه اللي جواهم دول. اللي حاصل ده كله انا شايف ان اليونيفرس ده محتاج ريبوت، ان هو كبر بزياده عن اللزوم ومحتاج ريبوت. ابتدي على النظافه بس مش هيعرفوا يبطلوا يكابيتالايزوا عليه. لا اتفضل. انا هبيك الجوكر.
هانبل كتير من ابعاده الجذابه قوي 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 بالنسبه لي بتنتمي في الافلام التانية مش في الفيلم ده نفسه، رغم ان انا ما عنديش اي تحفظ على اي حاجه موجوده بخصوص شخصيته في الفيلم ده، وابعاد تانية كتير يمكن رغم ان احنا دلوقتي عدينا 3 ساعات تقريبا ولكن ما تطرقنا لهاش بالقدر الكافي. هو رغم انه فيلم بيدعم الاجنده النسويه وكان بيساهم البنت والكلام ده كله، ولكن هانبل شخصيا كان بيحاول يجد توازن من انه عاجبه اللي بافلو بيرل بيعمله، كان يعتبر ابرنتس يعني كان يعتبر من تلامذته، وكان بيحاول يساعده في ان هو يستمر اكتر في الموضوع. لا كان بيحاول يساعده انه يعالجه نفسيا مش انه يساعده انه يعني حتى في موضوع السبري العبسي بتاع الموضوع دوت لو انا فاكر صح الكلوزنج لاين بتاع ريد دراجون، لان المفترض ان ريد دراجون هو اللي بيباصي، هو بريكول لسايلنس اوف ذا لامز، فكان بيبلغ بافلو بيل اعتقد لو انا فاكر صح والناس ممكن تصححني لو انا غلطان في التعليقات، كان بيقول له ما تعملش زي الريد دراجون كيب ات سمبل، يعني هو كان برضو كان يعني اللي هو ايه انا مش عاوزك تخف وبس، انا عاوزك تستمر في اللي انت بتعمله برضو، مش هدفي انك تتمسك يعني. وصار في الاخر برضه هو شخصيه نفعيه جدا، جامد قوي جامد قوي على فكره، في الاخر طلع كدا كدا الموال بتاعه بجانب دعمها وبجانب مساعدتها هدفه الاساسي انه يهرب. على فكره قفل الفيلم قال I'm having a friend for dinner. يعني واخد بالك من اللاين؟ بيبص على اتنين خارجين من الطياره فقال له لا ما بجيبش، اللي هو كان اللي حاجزه وهو التاني كان بيهرب منه، هو عارف هو رايح فين وراح استنى هناك. انا بس عايز اقول ان الثلاثه بالذات من اخر اربعه كلهم ممكن يبقوا وينرز، هانز لاند ممكن يبقى وينر، هانيبال ممكن يبقى وينر، جوكر ممكن يبقى وينر، جلاديتر بس اللي جوكر ناسف للناس اللي بتتضايق لما نتائج تكون محسومه، ولكن اعتقد الاهم النقاشات، الفكره الاساسيه مش انك تبقى قعدت 3 ساعات عشان تعرف في الاخر الاجابه المحتومه، الفكره في انك تكون استمتعت او ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بالنقاش اللي احنا اتكلمناه كله. لو ما استمتعتوش يبقى خلاص بقى ده موضوع ثاني نستحق الديسلايك. نطلع نطلع اقول انا ممكن انا ابتدي هانز لاندا. طب ليه عشان يا جماعه بتهزروا انت كاتب ايه؟ لا انا شايف شكلي ده. طب ما كان قدامك. هو كان قدامي فعلا بس انا لما فكرت اكتر لا ما عرفتش انا والله ما ازاي. بص انا دي تاني مره اعملها. دي تاني مره اعملها. doesn't work like that. هانز لاندا فشيخ بس لا جوكر از is something else. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. مش تاني عشان ببوظ اللعبه. عارف it's not about the money. ده جيم كله خسر. كله خسر. رغم يعني احنا معانا الفوت احنا كنا نكسب. ايوه بس انا مش عايزه انا يعني انا مش عايزه بيك هانز لاندا علشان انا كاتبه، انا عايزه بيك عشان ابقى مقتنع. انت ما بتقدرش تبيك هانز لاندا عشان افتكرت الحلقه اللي انت قلتها اللي انا شخصيا مش فاكرها لغايه دلوقتي. لا 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 من قبلها. لا 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 خالص والله. انا بس عشان فعلا قعدت افكر لا الجوكر ذا هول اذر ليفل. فرنف. انت عارف انا كاتبه ليه؟ اصل ساعات انت ممكن تكتب اسم عشان بتتخيل ان الكونفرسيشن ممكن تروح تجاهه، انا عارف ان انت ممكن تبقى كده فممكن يكسب، ممكن الاثنين تختاروه يبقى بره عني، لكن انا ليا بالماتش ماليش دعوه بالورقه دي كلها مبلع. يعني واحنا بنتكلم على الاضلاع اللي انا كنت مركز عليها في موضوع المفاضله دوت، هانز لاندا على مستوى الكاستنج انا ما اعتقدش ان ده زي ما قلت كده ده موضوع ملوش مثيل، وهو دوت اللي كان بيخليني ارشحه شويتين. ده كاركتر ما يتعملش الا بالممثل دوت، الممثل دوت لو ما كانش اتولد الكاركتر ده مش هيتعمل، خلصنا خلاص. حاجه عامله زي ايه بيتر دينكليتش في جيم اوف ثرونز، ده لو ما كانش اتولد المسلسل ده ما كانش هينفع. ليه محدش بيعمل بينجوين يجيب بيتر دينكليتش؟ لا مش فاهم. مش لا بينجوين مش كده. لا بينجوين مش لا بينجوين لا 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 يو كان يعني مع يعمل حاجه مرعبه يعمل لا لا يعمل. داني ديفيتو يعني بس عاملين له ميك اب ومتخيل يعني برضه بالسي جي اي بالميك اب بالمعرفش مين يعني ممكن يبقى ديفلوبت ان حاجه مرعبه مش عارف. بس هو عموما انا عندي البينجوين هو داني ديفيتو، موضوع كولين فارل دوت مش داخل دماغي خالص. لا داخل دماغي برضه. ماشي انبسطتوا؟ انبسطت جدا. قشطه دي كانت الجوله الثانيه، في انتظار الجوله الثالثه ان شاء الله. احنا جروبنا صح صاحي مش بيتغير اسمه غير اسمه وندوس على طول. نورتوني جدا جدا جدا، اتمنى حضراتكم تكونوا استمتعتوا بالحلقه. صلاح كان عنده اقتراح حلو قوي، اختاروا 16 فيلن غير 16 اللي احنا اشتغلنا بيهم، لان القايمه كبيره جدا ومليانه. العبوا اللعبه قولوا لنا في التعليقات كسبتوا مين. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، الف شكر لحضراتكم على المشاركه كالعاده. باي باي.